Hello and welcome to Dentistry 101, your source for online dental education. We hope that you enjoy. اهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله على الراشنال اوف اورثودونتيك تريتمنت، يعني ايه هي الاسس العلميه لتقويم الاسنان او لمعالجه تقويم الاسنان. يعني انا لازم قبل ما اعرف او لازم قبل ما اعمل تقويم لازم اخد بالي ان التقويم ده حاجه العيان بيدفع فيها فلوس، ليها اضرار ليها مميزات. ليها اضرار، ايوه ليها اضرار، هنتكلم عنها ان شاء الله. لازم اكون اقيس الريسكس او المخاطر او الحاجات الوحشه اللي ممكن تحصل قصاد البينيفيتس بطريقه علميه، فلازم اعرف الراشنال، ايه الاسس العلميه بتاعه التقويم. خلاص تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا على بركه الله. هنعيد تعريف تقويم الاسنان. هو الاورثودونتكس هي البرانش اوف دنتستري المهتمة بالفيشيال جروث. ليه الفيشيال جروث؟ حضرتك نمو الاسنان وخروجها من عظم الفك بيزود نمو العظم بتاع الوش. لو حضرتك جيت خلعت الاسنان، الناس الكبار في السن هتلاقي البروفايل، لو جيت بصيت عليهم من الجنب اسمه البروفايل، هتلاقي البروفايل بتاعهم شكله كبير في السن وداخل جوه بسبب ان الاسنان اتخلعت والعظم اللي حوالين الاسنان راح. فوجود الاسنان مش بس بيسند او بيعمل سبورت لعظم الوش. فهو الاورثودونتكس ملهاش دعوه بالاسنان بس، لا ليها مهتميه بالفيشيال جروث والديفلوبمنت اوف دنتيشن اند اوكلوجن. دنتيشن اللي هو الاسنان، والاوكلوجن هي علاقه الاسنان ببعض، يعني لما تيجي تعض حضرتك انت كده عملت اوكلوجن. فهو الاورثودونتكس مهتم بمكان الاسنان وعظم الوش ونمو الوش والاوكلوجن، لان اي حاجه مشكله في دي هتخلينا نحتاج ان احنا نعمل تقويم اسنان عشان نصلح المشكله. And the diagnosis, interception and treatment of occlusal anomalies. عشان نقدر نشخص diagnose interception نقدر نوقفها او نقدر نتدخل ونعالج الاوكلوزال انوماليز اللي هي بسببها اقدر اظبط الفيشيال جروث. يعني لو واحد اسنانه داخله لجوه او بنت اسنانها داخله لجوه، لما خرج اسنانها لبره العظم بتاع الوش هيخرج مع الاسنان، ده تقويم الاسنان. الاوكلوجن، واحد مش عارف ياكل كويس مش عارف يتكلم حلو عشان في فراغ كبير ما بين الاسنان، نقدر نعالجه. فهو ده علم الأرثودونتكس، مش بس عشان الشكل الواحد يبقى كويس، لا عشان يقدر ياكل كويس. هنعرف كل ده في الراشينال او في الاسس العلميه بتاعت التقويم. طيب مال اوكلوجن؟ مال يعني ديفيشن، يعني تغيير. اوكلوجن احنا عارفين الاوكلوجن المثالي الاسنان اللي فوق داخله في الاسنان اللي تحت، كلنا خدنا في الدنتيشن الاوكلوجن والكلام ده. مال تغيير بقى؟ يعني انت تغيير حصل لك ديفيشن عن الاوكلوجن، عن الايديال اوكلوجن. هو هنا بيقول لحضرتك ان الاوكلوجن بتاعك دي حاجه بتكون عامه، يعني الدنتيشن لما يكون فيه اوبتيمال اناتوميكال بوزيشن، يعني المكان المثالي بتاع الاسنان موجود سواء في المندبل او المجزله او المندبل والمجزله مع بعض. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تيجي ترص على الاسنان الابر لوحدها، المجزيلاري تيث في القرش لوحدها، ده اسمها انترا ماكسيلاري. يعني علاقه الاسنان في نفس القرش ببعض اسمه انترا ماكسيلاري. طيب علاقه الاسنان بتاعت الفك اللي فوق والفك اللي تحت اسمها انتر ماكسيلاري. يبقى تاني، لما لو انت عندك مشكله في الانترا ماكسيلاري بين السنان وبعضها في نفس الفك، او بين الفك اللي فوق الاسنان علاقته كويسه مع بعض والفك اللي تحت الاسنان علاقته كويسه مع بعض بس المشكله في القفله ما بينهم، دي بيبقى اسمها انتر. لو عندك مشكله سواء انترا او انتر ماكسيلاري، ساعتها العلاج بتاع حضرتك بيكون عن طريق ان حضرتك بتعمل للعيان تقويم. يبقى الانتر ماكسيلاري هي بين الفك اللي فوق والفك اللي تحت. انتر ماكسيلاري حاجه جوه الفك نفسه سواء الفك العلوي او الفك السفلي. طيب مال اوكلوجن از ذا تيرم يوزد تو ديسكرايب دنتال انوميز اند اوكلوزال ترايتس ديفيشن. اي حاجه بقى التغيير من الطبيعي من النورمال او من الايديال اوكلوجن بقى عندك مال اوكلوجن. خلاص بيقول حضرتك هنا في الشابتر ان انت صعب فعلا تجيب ناس، يعني انت لو جبت 100 واحد اللي هتلاقيهم عندهم بيرفكت اوكلوجن نسبتهم قليله، يعني ما تتوقعش. يعني احنا مثلا بنتكلم البني ادمين اللي عندهم امراض بيبقوا ربنا يشفي الجميع نسبه قليله، بس الايديال اوكلوجن نسبه وجودها عند الناس قليله جدا. هتقول لي امال الناس كلها؟ اقول لك الناس كلها هتلاقي عندها مشاكل خفيفه سواء انتر ماكسيلاري او انترا ماكسيلاري، بس المشاكل صغيره وما بتبانش، عشان كده الناس بتتعايش بيها. الناس اللي بتحتاج تقويم هم المشكله عندهم كبيره قوي وظاهره. تاني يعني ما تفتكرش ان كلنا عندنا ايديال اوكلوجن، كلنا لو بصينا هنلاقي في سنه خارجه لبره سنه داخله لجوه سنه روتيتد. انا كده ما عنديش ايديال اوكلوجن، بس ده مش معناه ان انا راجل محتاج تقويم، لان احنا هنتكلم وهنعرف ان التقويم ده ليه مشاكل وليه اضرار وليه 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 ولي. فعشان كده لازم احنا نحدد الايديال اوكلوجن، وكل ما بعدنا عن الايديال اوكلوجن اكتر كل ما بقينا محتاجين ان احنا نعمل تقويم. خلاص بيقول لك المال اوكلوجن او التغيير على الاوكلوجن، المال اوكلوجن يا جماعه عكس الايديال اوكلوجن. خلاص فبيقول لك وجود المال اوكلوجن
بيختلف من جنسيات، من الاعراق، من السن، بتفرق من كل مكان للتاني. بيقول لك هنا في بريطانيا لقوا اللي عندهم 12 سنه في 18% عندهم، يعني النسب كلها دراسات. يعني هو هنا بيقول لك ان معظم الناس، بيقول لك شوف الدرجه اوفر اوف مودريت سيفير مال اوكلوجن از اراوند 40 50، يعني شوف الدرجه دي، بيقول لك ان تقريبا نص الناس عندهم مال اوكلوجن. يعني الاغلبيه بتاعت الناس يا جماعه عندها مال اوكلوجن. دي حاجه تخليك ما تعرف انه ان عادي لو لقيت سنه روتيتد او حاجه، بس ده مش معناه ان انا اعمل تقويم. اللي احنا هنتكلم ان شاء الله على الحاجات هنا، بيقول لك طبعا ان عملوا دراسات في انجلترا وفي ويلز، في بريطانيا العظمى، يعني لقوا الناس اللي محتاجه تقويم عندها، يعني الكلام كله ايه، حاجات احصائيات نظريه بتبين لك انه في ناس كتير ممكن يكون عندها مال اوكلوجن وبتكون محتاجه تعمل تقويم في مختلف الاعمار السنيه. طيب تعالى بقى نتكلم عن الراشونال بقى، يعني انا فعلا اسس علميه، ايه اسس علميه؟ يعني هل انت اي حد عنده ديفيشن او عنده ما عندوش ايديال اوكلوجن اركب له تقويم عشان ارجع السنان الايديال اوكلوجن؟ هقول لك لا، لازم اعرف الراشونال، لازم اعرف ايه الاسس العلميه. هل الموضوع مضر؟ هل الموضوع بيضايق العيان؟ هل الموضوع، فعايزين نتكلم. ما الاوكلوجن هي بيقول لك حضرتك ان هي ممكن تاثر على الدنتال هيلث اند اورال هيلث، سواء صحه الاسنان او البق عامه، خلاص، والكواليتي اوف لايف، يعني العيان بيبقى كواليتي اوف لايف، بيشوف نفسه ازاي، ابيرنس، شايف نفسه شكله وحش، نفسيته تعبانه، بيبقى مكسوف، فانكشن، يعني هو مش عارف يتكلم. لو حضرتك كده جرب قول سته، هتلاقي عشان تقول سته لازم الاسنان اللي فوق تبقى قريبه قوي من الاسنان اللي تحت، بس بيلمسوا بعض بالعافيه، بيبقى اللسان في النص. يعني جرب قول 66، هتلاقي الاسنان الابر البلاتال بتاعها بيخبط يا دوب حاجه خفيفه في اللور انسايزرز، واللسان بيدخل في النص. طيب لو حضرتك المسافه كبيره عندك، يعني عندك مال اوكلوجن الابر تيث خارجين لبره جامد قوي، وهل الشخص ده الطفل ده هيقدر يقول سته؟ لا، مش هيقول سته، مش عارف يقربهم من بعض. فده الفانكشن برضو، خلاص، يعني الاستخدام الوظيفي للاسنان، اللي هو سواء الكلام سواء الاكل. افرض واحد عنده الاسنان معوجه ما بيعملش اوكلوجن، احنا عارفين طبعا الاسنان عامله زي الهون او اللي انا بطحن بيها الاكل. افرض واحد الاسنان عنده مش مرصوصه في نفس، يعني مش عارف ياكل عليه، فبنأثرها على الفانكشن، غير الشكل طبعا زي ما قلنا، غير سايكولوجيكال امباكت طبعا، التاثير العامل النفسي، خلاص. فالكلام ده كله يا جماعه النيد اوف تريتمنت، احتياج العلاج. يعني مش كل حد يا جماعه عنده مشكله هجري اقول له تعالى اعمل لك تقويم، لا، لازم العيان، انا كمل الخبره بتاعتي كدكتور تقويم، اعرف ان العيان ده هيستفيد مني وان التقويم بتاعي ده هيفيده، فلازم اقيس البنفت، يعني هل فعلا شكله هيتحسن، هيحس بفرق في الشكل، يستاهل ان هو يدفع فلوس وان هو يركب تقويم فتره معينه في حياته، هل هيحس بفرق في الفانكشن سواء في الكلام او في الاكل، هل سايكولوجيكال امباكت، هل الكلام ده كله هيفرق معاه. فلازم يبقى فيه اسس علميه اعرف هل العيان هيستفيد من الكلام ده ولا لا. عشان كده بالظبط اهو زي ما قلنا، لازم اعمل بالانس ما بين الريسكس والسايد افكتس قصاد البينيفيتس. يعني انا بوزن، انا دلوقتي لو جيت قلت لك اديني 50,000 جنيه او اديني 100,000 جنيه وهشتري لك عربيه، هتقول لي نوعها ايه؟ حسب، لو انا مثلا افرض جيت قلت لك اديني 50,000 جنيه وهجيب لك عربيه مرسيدس، حتى لو انت مش محتاج عربيه، بس هتلاقي العربيه المرسيدس ب50,000 جنيه دي حاجه عرض حلو، هتجيبها حتى لو انت يعني من غير تفكير. بس في نفس الوقت افرض جيب اقول لك 50,000 جنيه وهجيب لك عربيه مستعمله قديمه لادا، هتقولي لا دي غاليه. فانت لازم توزن انت بتستفيد ايه قصاد الخسائر بتاعتك ايه، خلاص. طيب تعالى نتكلم على البينيفيتس والريسكس. البينيفيت زي ما احنا عارفين قلنا، خلاص، الشكل والكلام والاكل والكلام ده. طب الريسكس ايه؟ worsening of dental health. هنلاقي ان التقويم يا جماعه مليان اخطار ومليان مشاكل. يعني انا وانا صغير نفسي كان نفسي اركب تقويم ايام المدرسه وكده، كان عشان بيبقى بحس ان الواحد يعني ريوش اللي راكب التقويم ده. بس التقويم ده حاجه يعني بره، حتى بيعمل حاجه اسمها تقويم الزينه، يعني هو بيركب تقويم كده من غير ما يكون واحد محتاج تقويم، بيركبه بس عشان يبقى الواحد شكله ريوش او شكله شبابي يعني. فدي مش حاجه كويسه، لازم نعرف ان التقويم ليه مشاكل، هنتكلم عنها بالتفصيل، هنسيبها دلوقتي، هي جايه في الشابتر قدام، خلاص. نيد اوف اورثودونتيك تريتمنت، زي ما اتكلمنا، خلاص، زي ما اتكلمنا، لازم نوزن الريسكس قصاد البينيفيتس، خلاص. لازم نعرف ان في دول معينه، في ناس كتير، يعني دول اجناس عن اجناس بتفرق، يعني في دول كتير بيكون معظم سنانهم مش كويس، يعني وحشه، بس في دول تانية الناس كلها معظمها سنانها حلوه. تاني هو عايز يقول لك ايه في الكلام ده، ان برضو النيد بتاع الاورثودونتيك نيد ده بيختلف من دوله للتانية. يعني انا عايز اقول لك ايه، بره في كل دول العالم بيكون في دعم صحي للناس وللاسر. فانا اللي يخليني، افرض انا راجل معيش فلوس اعمل تقويم خاص، فعايز اروح مستشفى حكوميه اعمل تقويم، اللي يخليني
لازم نحط كلاسيفيكيشن او لازم نحط سيستم معين خلاص، علشان السيستم ده زي اللي هم اندكس اوف اورثودونتيك تريتمنت نيد اللي هو هنا بيتكلم عنها، هدفه ايه ده؟ انه مش كل حد يحس ان اسنانه معوجه يروح يعمل تقويم، لا احنا لازم ندي درجات لكل حاله. مثلا هل الحاله دي محتاجه تقويم قوي 10 من 10 محتاجه تقويم، ولا محتاجه نص نص 5 من 10، ولا محتاجه خفيف 1 من 10؟ لازم ندي كلاسيفيكيشن حسب الاحتياج، بريوريتي اندكس، لازم احدد هل فعلا الشخص ده هيحتاج ولا مش هيحتاج. بالذات في الدول المتقدمه يا جماعه الحاجات بتبقى مكلفه جامد بره، وبيبقى في عندهم دعم وحاجات كده، فمش اي حد هلاقي سنته معوجه او عنده مشكله صغيره. احنا زي ما اتفقنا ان اغلب الناس هتلاقي اسنانها فيها عوجاج وفيها مشاكل، يعني صعب انك تلاقي ناس عندها ايديال اوكلوجن. بس الفكره كلها في ايه؟ ان انت هدفك انك تعرف هل مين اللي محتاج قوي ومين اللي محتاج نص نص. فعشان كده بيقول لك انت هدفك انك تعرف مين الناس اللي محتاجه ومش محتاجه. وزي هنا برضو بيكلمك النسبه بتختلف مع السن، طبعا الطفل كل ما بيكبر كل ما كان سنانه بيتغير. هنتكلم ان شاء الله على الديفلوبمنت والاوكلوجن والكلام ده خلاص. والديماند بقى، انت خلاص لما بقيت عارف الاساسيات او الراشنال بتاعك بقيت عارف الديماند خلاص. It can be appreciated that demand for treatment does not necessarily reflect objective treatment need. Some patients are very aware of minor disease. بيقول لك هنا حبه عيانين يا جماعه، يعني انت اوقات بيكون عيان عنده مشكله صغيره قوي زي مايلد روتيشن، يعني مثلا تلاقي upper central incisor روتيتد حاجه خفيفه يا دوب مش باينه، بس العيان ده مهتم بنفسه قوي ويجي يقول لك انا محتاج تقويم. والعكس تماما، ممكن تلاقي واحد عنده اوكلوجن سيفير ما مش عارف ياكل ومش عارف يتكلم واسنانه معوجه وشكلها وحش، وتيجي انت كدكتور تعرض عليه تقويم يقول لك لا مش عايز تقويم غالي مش محتاج اعمل تقويم. فالموضوع بيختلف من شخص للتاني. كم واحد فيكم يعرف ناس كانت سنانها عاديه ولقيته مره واحده ركب تقويم؟ وكم واحد فيكم يعرف ناس سنانها معوجه وشكلها وحش بس يقول لك لا انا مش محتاج اركب تقويم او مش عايز اركب تقويم؟ فالموضوع بيختلف من كل شخص للتاني خلاص. هو هنا بيقول لك ان الستات طبعا بتهتم بنفسها اكتر، والناس اللي معاها فلوس الاغنياء انها بتركب تقويم اكتر عن الناس اللي معهاش فلوس عن الرجاله. فدي يعني حاجه معروفه خلاص. وبيقول لك برده الانكريزد اويرنس، بيقول لك طبعا كل ما كان في اماكن فيها تعليم وفيها وعي صحي اكتر كل ما الناس بتبقى بتقبل على التقويم اكتر خلاص. بالذات اكتر حاجه في الادلتس اللي هم الناس الكبار في السن اكتر حاجه بتهتم بيها في التقويم. يعني طبعا عارفين ان في انواع تقويم، في اللي هو تقويم المعدن الكلاسيكال اللي هو البراكتس بتركب فيها الوايرز، هنتكلم عن كل الانواع ان شاء الله. بس الناس الكبار نوعا ما مش عايز يبين ان هو مركب تقويم، فعندنا حلول. ايه حلول عندنا؟ بدل ما نجيب الميتال براكتس اللي هي العاديه المعدن بيكون فيه سيراميك براكتس، دي بتكون اغلى شويه، بتبقى اضعف طبعا وبتبقى اتخن، بس ميزتها انها بتبقى شفافه. وفي اللينجوال اورثودونتكس، دي طبعا برانش تاني من الاورثو، تقويم الاسنان بيبقى كله من ناحيه البالاتال او من ناحيه اللينجوال بتاع الاسنان علشان ما يبانش، وهنتكلم عليه. وفي برضو الاورثودونتك الاينرز، اشهر نوع منهم اللي هو الانفيزالاين اللي هو بتبقى زي الريتينر او بيبقى حاجه شفافه العيان بيلبسها على مراحل لحد ما اسنانه تتحرك. دي كلها بدايل، سواء السيراميك براكتس او اللينجوال ابلاينس او الاورثودونتك الاينرز، دي كلها بدايل حلوه هنتكلم عنها ان شاء الله للناس اللي مش عايزه، الناس الكبار في السن او اللي هو خلاص واحد شغال ودكتور مثلا في الجامعه، واحد ممثل عايز يعمل تقويم، ربنا قرر ان هو يعمل تقويم ومش عايز يبين التقويم، طبعا بياخد سنه سنه ونص، مش عايز يبين ان هو عامل تقويم. فدي هتبقى حلول كويسه ان هو ما يبانش ان هو عامل تقويم. طبعا افضلهم اللينجوال او الالاينرز، بس السيراميك هي يعني هي برضو بتدينا اوبشن حلو، هي بتبقى باينه شويه بس طبعا مش هتبان زي الميتال براكتس اللي هي البراكت اللي هو الفص يا جماعه اللي بيركب على السن، وهنتكلم في التفاصيل ان شاء الله على الكلام ده خلاص. الاورثودونتيك برضو لازم نعرف ان تقويم الاسنان بيدينا مساعده في الريستوراتيف وورك، لو انا عايز اعمل حشو او حاجه وعنده عيان عنده سبيسنج بيساعدني في الحشوات خلاص، وبيحافظ على السنان اكتر. هنتكلم ان مشاكل التقويم السنان بتبقى معوجه وكده، وبالذات في حالات الانتر ديسيبلينري كيسز. هنتكلم عن حالات يا جماعه، في حالات بيبقى عيان عنده كذا مشكله، سنانه معوجه وخلع اسنان وكده، العيان ده عايز اركب له، قبل ما اعمل التركيبه ممكن احتاج ان انا اعيد توزيع مكان الاسنان في الفك. لو انا ما عملتش تقويم الاسنان هتبقى مكانها غلط، فالتركيبه هتبقى شكلها وحش، فلازم عشان يبقى التركيبه سيمتريه وكده لازم اعيد توزيع المساحات بتقويم الاسنان. فدي اسمها انتر ديسيبلينري كيسز، اللي هي الحالات اللي محتاجه كذا تخصص غير التقويم عشان عيان يصلح سنانه. يعني عيان خلع سنان والاسنان اللي متبقيه اتعوجت، لو جيت ركبت على الاسنان المعوجه هتبقى التركيبه شكلها مش حلو او مش هتركب اصلا. فالحل في الحالات الانتر ديسيبلينري دي اللي هو محتاج دكتور تقويم ودكتور تركيبات، ان دكتور التقويم يصلح مكان الاسنان ويعدلها، وفي الاخر دكتور التركيبات يركب على الاسنان المعدوله. فدي هنتكلم عنها ان شاء الله في التفاصيل قدام. ولازم يبقى في وعي طبعا صحي
مع ان العيان يتقبل التقويم. طبعا مشكله التقويم يا جماعه في معظم الدول ان هو التكلفه، فطبعا موضوع التقويم طبعا في ناس بتتضايق، يعني في ناس معاها فلوس بس يقول لك لا انا مش هركب حاجه في بوقي، بس طبعا مع التوعيه يقدر يبدا يتقبل ان هو يركب. في نفس الوقت واحد ما استغلي التقويم يقول لك لا يا عم انا هدفع مثلا مبلغ كذا او رقم كذا في تقويم، لا يا عم مش هدفع. طب هقول له ايه؟ لا هقول له لا ما انت لو ما دفعتش هيحصل لك مشاكل. فدي كلها يا جماعه تبع الديماند بتاع الاورثودونتكس بتاعي، ان انا لازم اعرف الناس. وبيقول لك هو هنا مع الاويرنس ومع الكلام ده ناس كتير بدات تهتم وبتدور حتى على كبر. يعني هو صغير اهله ما عملوش تقويم، بس بعد ما كبر وعرف بقى عنده وعي ان التقويم ده ممكن يفرق معاه في الاكل في الشكل في حاجات كده، يتلاقي عيانين ناس ممثلين كبار ومذيعين شفناهم في العيادات دي ويعملوا تقويم وهم كبار في السن. طب ايه البوتنشال بنفيتس بقى؟ عايزين نتكلم يا جماعه على ايه المميزات او الحاجات اللي بتيجي لي. خلاص تعالى تعالى يعني إيه انا هستفيد ايه بقى؟ يعني انا الدنتال هيلث إيه إيه؟ انا صحه اسناني هتفرق في ايه عندي لو انا جيت عملت التقويم؟ خلاص قبل ما اعرف الكلام ده لازم اعرف ايه المشاكل. قبل ما اعرف المميزات اللي بتجيلي، ما هو التقويم ده بيعالج بيمنع مشاكل، ما هو المميزات ان هو بيمنع لي مشاكل، فلازم يا جماعه اعرف ايه هي المشاكل اللي ممكن تجيلي. خلاص المشاكل اللي ممكن تيجي لحضرتك تعالى نتكلم عنها. خلاص اللوكالايزد بيريدونتال بروبلمز. تخيل معايا كده حضرتك الاسنان مش مرصوصه في المكان السليم، الاسنان خارجه لبره العظم، لما تبقى خارجه اسف خارجه بره الفك. فلما الاسنان تبقى خارجه بره الفك، العظم اللي بره اللي حوالين الاسنان من بره هيبقى رفيع ولا هيبقى تخين؟ لا هيبقى رفيع. طيب ساعتها هيبقى عنده العيان عنده ايه؟ جينجيفال باي تايب ثين. يعني ايه الكلام ده؟ في البيريو في حاجه اسمها الثين باي تايب والثيك باي تايب بتاع الجينجيفا، معتمد على حجم العظم الموجود حوالين الاسنان وحجم اللثه او سماكه اللثه الموجوده حوالين الاسنان. احنا بنحب الثيك بايو تايب ليه؟ معناه ان العظم تخين واللثه تخينه. اللثه دي والعظم ده هدفهم ايه؟ هدفهم انه يحموا الاسنان من البريدونتال ديزيز. فلو العيان عنده الحاجات دي رفيعه نتيجه ان السنان خارجه بره مكانها، لما السنه تبقى مش في مكانها المثالي وخارجه لبره، هتبقى كده قربت من السطح الخارجي بتاع العظم. ساعتها هيبقى البايو تايب ثين ولا ثيك؟ بقى ثين. طب كده معناه ايه؟ معناه ان الاسنان بقت معرضه لبيريدونتال انفلاميشن. خلاص تعالى هو بيقول لك البوكس ده بيقول لك لوكالايز بيريدونتال بروبلمز. يعني ايه؟ يعني الاكل هيتراكم والبكتيريا هتعمل التهابات في اللثه وهتعمل مشاكل اكتر من الطبيعي. خلاص ايه اكتر حاجات ممكن تعمل كده؟ الكراودنج. لما يبقى عندك اسنان مش لاقيه مكان، مشاكل التقويم عندنا يا جماعه اكتر حاجه انا كانت عندي نفسي عندي كراودنج دلوقتي وانا بكلم حضرتك عندي كراودنج. الكراودنج ده اللي هو حجم الاسنان اكبر من حجم الفك. بمعنى ايه؟ ممكن يكون الطفل او الشخص ورث. انت عارف احنا عارفين ان الاسنان حجمها بيتغير من شخص للتاني. ممكن انا خدت حجم الاسنان بتاع والدي، اسنان عريضه، بس ورثت الحجم الفك بتاع والدتي، الفك بتاعي صغير والاسنان عريضه. فايه اللي هيحصل؟ الاسنان هتبقى مش لاقيه مكان تترص فيه تاني. يبقى يعني انا عندي كراودنج ده سببه ايه؟ ان العرض او الويدث بتاع الاسنان، ميزيوديستال ويدث بتاع الاسنان اكبر من ميزيوديستال ويدث بتاع الفك كله. ساعتها الاسنان مش تبقى لاقيه مكان، هتبقى زي فتحها يا ورده قفلي يا ورده. يعني انا مش عارف ارص السنان كلهم جنب بعض، ففي واحده تبقى خارجه لبره واحده تبقى داخله لجوه. ده هيعمل لنا ايه يا جماعه؟ زي ما قلنا البايو تايب هيبقى ثن، هيعمل لي التهابات لثه وهيعمل لي مشاكل اللثه مع اقل التهاب وعدم غسيل، هيحصل لها ريسيشن، هيحصل لها تاكل. فانا هدف التقويم ان انا ارجع الاسنان دي في مكانها جوه العظم علشان ما يحصلش الريسيشن ده. زي ما قلنا يا جماعه ان التقويم بيتحكم في العظم بتاع الفك. يعني انت لو احنا قلنا بيتحكم في البون بتاع الفيشيال بون، لو انا لحقت الطفل ده وهو صغير اقدر اخلي الاسنان تخرج بالعظم بتاعها عشان العظم يبقى حواليها، يعني الاسنان ترجع في مكانها الطبيعي والعظم حواليها يكون نسبته كويسه وحلوه ما يحصلش ريسيشن. خلاص بيريدونتال دامج ريليتد تو تروماتيك اوفر بايت، ده احنا قلنا هنا سبب ان الكراودنج. طب هنا في سبب تاني، لو العيان احنا عارفين حاجه اسمها اوفر بايت واوفر جيت. الاوفر بايت اللي هو المسافه الابر انسايزرز مغطيه على اللور انسايزرز بالطول. طيب بالعرض اسمها اوفر جيت. اوقات المسافه دي بتبقى كبيره طويله زياده عن اللزوم، فالاسنان بتخبط في بعض جامد، فالفورس اللي نازله على الاسنان بتبقى قويه قوي، بيعمل حاجه اسمها تروماتيك اوفر بايت. فده بناء عليها البيريدونتال ليجمنت هتبقى ضعيفه ويحصل لي ايه؟ بيريدونتال دامج. انا مش عايز حاجه زي كده. طيب انتيريور كروس بايت، احنا عارفين ان الابر بيبقى الطبيعي بيبقى الابر لقدام واللور بيبقى لورا. طب افرض العكس، نتيجه ان عظم الفك اللي تحت كان المندبل كان كبير والمجزله كانت صغيره، الطفل ورث حجم الفك اللي تحت بتاع والده مثلا وحجم الفك اللي فوق بتاع والدته، او حصل له مشكله النمو بتاع الفك اللي فوق ما كبرش اللي تحت قعد يكبر، فاللور انسايزر هتبقى خارجه لبره والابر انسايزر هتبقى داخله لجوه. ده هيعمل تروماتيك برضو اوفر بايت. خلاص وهيقلل البريدونتال سبورت، هيخلي الفورسز نازله جامد على اللور انتيريورز
ده كله بسبب المشكله، مشكلته سببه ايه؟ سببه ان مكان السنان مش مظبوط، هيعمل لنا مشاكل. طيب increased overjet with increased risk of dental trauma. يعني انا بقى لو عندي العكس بقى، لو انا احنا قلنا دي مشاكل نتيجه ان الابر داخل لجوه، طب افرض الابر خارج لبره، احنا قلنا الطبيعي الابر خارج لبره واللور داخل لجوه، افرض الابر خارج لبره جامد قوي، يعني الابر طالع لبره مسافه كبيره قوي، هتقول لي طب ما كده عادي؟ هقول لك لا، العيان اول حاجه مش هيعرف يتكلم، هي مش عارف يقول سين، المسافه كبيره، مش عارف يحرك الفك اللي تحت على الفك اللي فوق. ثانيا مع الخبط بقى، عارف انت الناس اللي هو بيقول لك ده عنده طب او سنانه خارجه لبره، الناس دي يا جماعه مع اقل خبطه، لو وقع، لو اتخبط، لو حد حدف عليه كوره، او كوره زي لعيبه الكوره مثلا بتبقى اسنانها خارجه لبره، لو الكوره اتشطت فيهم او واحد دخل برجله في وشه، الاسنان معرضه اكتر للكسر وللتروما، فدي حاجه مش كويسه. يبقى العيانين دي كلهم محتاجين اعمل لهم تقويم، علشان يا اما احافظ على العظم، يا اما اخلي امنع التروماتيك اوفر بايت، يا اما امنع التروما اللي ممكن تحصل لو الابر، لو الابر انتيريورز بالذات خارجين لبره جامد قوي، ممكن اقل خبطه تخلي الاسنان تتكسر، عشان كده انا عايز ادخلهم لجوه. ان اربتد امباكتد تيث، اكتر امباكتد يعني الاسنان اللي ما عرفتش تطلع وخبطت في حاجه جوه، ممكن تكون خبطت في الروت بتاع سنه تانية او حاجه، الاسنان دي لو فضلت جوه يا جماعه هتعمل لنا باثولوجي. المفروض حضرتك خدت حاجه اسمها السيست، حاجه اسمها الاربشن سيست، حاجه اسمها دنتيجر سيست، الحاجات دي كلها يا جماعه بتحصل نتيجه ان الاسنان مش ما طلعتش، فوجود الاسنان جوه الفك حاجه طبعا مش كويسه. اولا العيان هيبقى شكله وحش، هيبقى عنده سنه ناقصه في بقه. ثانيا والاهم، الاسنان اللي بتفضل جوه العظم دي بحصل لها امباكشن بتعمل لنا باثولوجي، بتعمل لنا سيست، ممكن لا قدر الله تقلب تيومر. فالحل ايه؟ الحل ان انا اعمل لها تقويم. هل هقدر اعمل تقويم جوه الفك؟ هقول لحضرتك ايوه، بنفتح، بجيب دكتور جراحه بيفتح لي، انا كدكتور تقويم بجيب دكتور الجراحه بيفتح لي على السنه الامباكتد جوه، وبركب عليها البراكتس بتاعتي، وبركب عليها الالاستكس بتاعتي او الواير بتاعي، وابدا اسحب الاسنان تدريجي لحد ما تنزل مكانها. فدي كلها مميزات انا باخدها، او نقدر نقول بطريقه تانية عيوب انا بقدر اتجنبها نتيجه انه المشاكل دي مش عايزينها تحصل لو العيان ما عملش التقويم. فدي كلها بنفيتس يا جماعه، ان انا بمنع باثولوجي، بمنع سيست، بمنع اي حاجه تيومر، بمنع التروما اللي تحصل الاسنان زي ما اتكلمنا. كروس بايت اسوسييتد ويز مانديبولر ديسبليسمنت. اوقات حضرتك بيبقى عندك العيان الطبيعي يبقى فيه اوكلوجن، اوقات لما لو احنا عندنا الابر هو اللي بره، وحتى البوستيريور الابر خارج لبره واللور هو اللي داخل لجوه، اوقات يا جماعه الابر بيبقى هو اللي داخل لجوه واللور خارج لبره، ده هيعمل ايه؟ العيان لما يجي يقفل اسنانه مش عارف يقفلها مظبوط، يعني هيقفل الاسنان هتخبط في بعض عشان مكان السنان مش مظبوط، هيخلي الفك بتاعه يتحرك وهو بيقفل، هيعمل لك مانديبولر ديسميسمنت، هتلاقي العيان ده بقه بيتعوج وهو بيقفل، بينضغ وبياكل بقه بيتعوج، ده بسبب يا جماعه المانديبولر ديسبليسمنت اللي عندي. فانا مش عايز الكلام ده يحصل، الكروس بايت دي مش عايزها تحصل، عايز تبقى البايت عاديه، نورمال بايت او نورمال اوكلوجن. عكس النورمال بايت هي الكروس بايت، اللي هو بدل ما الابر يبقى خارج لبره واللور داخل لجوه، لا انا عندي اللور هو اللي خرج لبره والابر هو بالنسبه له دخل لجوه، ده ممكن يبقى سببه الكروس بايت دي، سببها ان المندبل المجزله حجمها عادي بس المندبل حجمه هو اللي كبر، او العكس، يعني ممكن المجزله هي اللي حجمها ما نميتش كفايه ونموها وقف والمندبل بقى في الحجم الطبيعي، ايا كان بقت المندبل هو اللي بقى كبير والمجزله بقت صغيره، فبقى اللور بقى اللي بره والابر هو اللي بقى جوه، دي بقى اسمها يا جماعه اسمها كروس بايت، ودي حاجه مش كويسه. خلاص طبعا يا جماعه الكراودنج اتكلمنا خلاص، ده عن الكراودنج بيعمل البون ريسيشن. الكلاس 3 الكلاس، تعالى نتكلم ان شاء الله نعرف حاجه اسمها كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 دول حاجه، هنعرف ان الكلاس 3 هو اللي الفك اللي تحت هو اللي كبير، الكلاس 2 الفك اللي فوق هو اللي كبير زياده عن اللزوم، هو الطبيعي ان المجزله تبقى اكبر من المندبل، بس في حالات الكلاس 2 المجزله اكبر زياده عن اللزوم من المندبل. هو الموضوع نسبي يا جماعه، يعني انت لازم تبقى عارف ان الكلاس 3 المندبل يا اما كبر او المجزله هي اللي ما كبرتش بما فيه الكفايه، والكلاس 2 احنا لما هو المجزله هي اللي تبقى كبيره، يا اما المندبل ما كبرش بما فيه الكفايه او المجزله اللي كبرت زياده عن اللزوم. النورمال يبقى كلاس 1 اللي هو المجزله اكبر شويه من المندبل، ده اللي احنا بندور عليه. فلما عند حضرتك كلاس 3 مال اوكلوجن بيبقى عندك كروس بايت، بيبقى السنان اللي تحت عشان المندبل اللي كبير اكبر من المجزله، فبتبقى خارجه لبره ليبيال. خلاص وعندنا تروماتيك اوفر بايت، واتكلمنا ان الكلام ده يا جماعه بيخلي لما بيبقى عند حضرتك كراودنج اسنان خارجه وداخله لجوه، ايه اللي هيحصل؟ الاكل هيتجمع بسهوله جوه، مش هتعرف تنظفه، العيان مش هتعرف لما يجي يستخدم الفرشه او حتى بلسانه او بشفته او بخده وهو بيتكلم، لو حضرتك ركزت كده في الكلام هتلاقي ربنا خالق اللبس والشيك والحاجات دي كلها بتنظف الخد، بتنظف الاسنان بتاعتك. لو انت عندك اسنان خارجه وداخله والكلام ده موجود عندك، هل الاسنان هتقدر تنظف بسهوله؟ لا، هيبقى عند حضرتك
البكتيريا متراكمه، البلاك متراكم اكتر، هيعمل لحضرتك جينجيفال انفلاميشن، وهيعمل لحضرتك مشاكل اكتر عن العادي. فعشان كده التقويم ده كله بيمنع الكلام ده. خلاص اتكلمنا يا جماعه ان التروما، انه لو الاسنان خارجه لبره اكتر من، بيقول لحضرتك بالذات لو اكتر من 3 مللي، الفرق بين الابر الطبيعي الاوفرجيت بيبقى 2 مللي، لو اكتر من 3 مللي يا جماعه بيبقى معناه الابر خارجين لبره جامد قوي، فمعناه ممكن الطفل يتخبط يتكسر. دي بتبقى اكتر حاجه في حالات الكلاس 2. احنا هو كلاس 2 اللي هو الاسنان هي المجزله هي اللي كبيره، فلما المجزله تبقى هي اللي كبيره بتبقى الابر انتيريورز هم اللي خارجين لبره. فالحالات اللي زي دي بيقول لك بتيجي في البنات اكتر من الولاد، لان طبعا الولاد بيقدروا عندهم رد فعل ممكن سريع او حاجه، بس مع ان الولاد بيقول لك الولاد بيلعبوا اكتر وكده، بس يعني ايا كان الاطفال اللي عندهم اوفر جيت كبيره اكبر من 3 مللي معرضين. فده الحل ليهم يا جماعه ان انا اعمل لهم تقويم، وممكن يعمل ماوث جارد للناس اللي بتلعب ملاكمه، اللي هي العضاده اللي بيلبسوها الشفافه دي بتحمي الاسنان. بس برضو لو الاسنان خارجه لبره جامد والله، لو لبس 100 عضاده هيبقى المريض عنده او الطفل او الشاب عنده مشكله، علشان الاسنان خارجه لبره والفورس او الخبطه او اي حاجه لو حد ضربه بوكس او كره جت فيه بتنزل عليه. طيب توث امباكشن اتكلمنا، اي حاجه بتبقى جوه العظم بتعمل لنا مشكله. فاكتوبيك تيث اي سنان خارجه او متكونه او طلعت في مكان غير مكانها خلاص، او سوبر نيوميري تيث، الكلام ده كله يا جماعه بيخلي الاسنان الطبيعيه ما تطلعش في مكانها الطبيعي. فعشان كده يا جماعه احنا عايزين قلنا ان الحاجات دي ممكن لو في السنان فضلت جوه العظم بتعمل لنا طبعا الشكل الاول. هو هنا مش متكلم بس هو الطبيعي انت تخيل كده. طب ايه اكتر سنه بيحصل لها امباكشن؟ عندنا الايت والكراينز، الابر كراينز واللور ايت. تاني اكتوبيك، او بص اكتوبيك ماجزيلاري كراين تيث. ليه الماجزيلاري؟ انت تخيل كده عندك بص وعندك 10 كراسي وطلع 11 واحد، مين اللي هيقف في البص؟ او مين مش هلاقي مكان او هيقف مزنوق؟ هو ال11، لان اخر واحد بيطلع هو اللي ما بيلاقيش كرسي يقعد عليه. نفس الفكره، احنا عندنا اكتر درسين او اكتر سنتين في بقنا بيحصل لهم مشاكل هو الماجزيلاري كراين، لان هو اخر سنه بتطلع عند سن 13 سنه، وبعديه درس العقل الويزدم تيث. كلنا او تقريبا كلنا نعرف ناس عملوا عمليات شالوا دروس عقل او عندهم مشاكل في درس العقل. ده بسبب ايه؟ هل الدرس العقل ده حاجه متهم او لا؟ ده مش حاجه متهم، ده هو عشان اخر واحد بيطلع. فلو عندك مشكله في المكان، لو عندك حجم الفك اصغر من حجم الاسنان، ساعتها هيحصل امباكشن والدرس العقل مش لاقي مكان يطلع فيه. نفس الماكسيلاري كراين، الماكسيلاري كراين بيطلع بعد عندك الابر سنترال بيطلع في عند سن 6 سنين، اللاترال بيطلع عند سن 6 ونص 7 سنين، والكراين والبريمولرز بيطلع عند سن 10 11 اللي هو ابر. بعد كل ده مين بينزل؟ الكراين عند سن 13 14. فتخيل معايا كده لو السنان اتحركت خدت مكانه، فيا عيني الراجل بيبقى مظلوم. الماكسيلاري كراين ده بيبقى سنه مهدور حقها نتيجه ان هي اخر سنه بتطلع. عشان كده ممكن يحصل ليجنز او حاجات حواليها. وطبعا الى جانب الشكل، لو انت واحد عنده امباكتد ماكسيلاري كراين او بنت او حاجه، هيبقى شكلها مش حلو زي ما هيبقى نازل وجميل وموجود في مكانه. وعشان كده لازم ان انا اعمل التقويم بتاعي علشان الشكل بتاع العين يبقى كويس، والاهم من كده امنع الريسك بتاع الباثولوجي. يعني الكراين لو فضل محشور جوه مش لاقي مكان ينزل فيه نتيجه ان هو ما لقاش مكان، ممكن زي ما قلنا يعمل لنا سيست ويعمل لنا تيومرز ويعمل لنا حاجات ربنا يعافينا ويعفو عنا. خلاص هنا بيكلم حضرتك في بيقول لك برده انه ممكن يعمل كيريز. طبعا خلاص يا جماعه احنا اتكلمنا ان الكيريز كل ما السنان بقت معوجه. يعني تخيل كده معايا، بص حضرتك معايا هنا واحد في الصوره دي، واحد سنانه خارجه وداخله والكلام ده كله، السنان اللي خارجه والداخله دي ايه اللي هيحصل؟ الاكل هيتحشر. هل لما يجي يغسل سنانه هيقدر يغسلها بطريقه سموذ وسهله زي ما تكون سنانه مرصوصه كلها في خط واحد كده؟ لا. فعشان كده بيقول لك الكيريز طبعا التقويم ممكن برضو في جدال يا جماعه خلي بالك. بيقول لك انه في ناس بتقول، في دراسات بتقول لك انه لا خلي بالك الناس اللي عندها، يعني بص انت لازم هتعرف حاجه، انه انا هدفي اوصل حاجه معلومه انه مفيش حاجه اسمها علم. يعني العلم فيه جدال، في ناس هتقول لك ان التقويم او التسوس بيزيد عند الناس اللي عندها كراودنج وما عملتش تقويم، في ناس تانية هتقول لك لا ده التقويم نفسه لما اجي اركب البراكتس بيجمع كيرس حواليه وبيزود بيجمع اكل حواليه وبيزود الكيرس. في ناس هتلاقيها عندها 50 60 سنه ما عملتش تقويم واسنانها معوجه زي كده وما جالهاش تسوس، او جالها تسوس قليل في حتت ما فيهاش كراودنج. في ناس تانية هتلاقي لا اسنانها سموذ وحلوه وسليمه بس جالها كيرس. فعشان كده هتلاقي في جدال. بس نظريا احنا بنقول ايه هدف ان انا اقول لك احد ايه في الحته دي، ان كل ما السنان كانت في مكانها نظريا، انت لو سنانك معوجه وطالعه ونازله وداخله وكده وعندك مال اوكلوجن زي الحاله دي، انت غالبا الاكل هيتجمع او انت مش هتعرف تغسل سنانك كويس، فغالبا هيزود من نسبه التسوس. بس برضو يرجع يقول لك ان الموضوع نسبي ومش حاجه اكيده، وبتفرق من الشخص للتاني. خلاص
ويقول لك يعني طبعا لما تخلع وتعمل الاينمنت رص السنان في مكانها تاني بيمنع الكراودنج وبيقلل من الفود ستاجنيشن بتاع حضرتك. طيب بلاك انديوس بيريدونتال ديزيز اتكلمنا عليه فوق، خلاص قلنا نفس فكره التسوس. ما هو يا جماعه ايه الفرق بين التسوس والجنجيفال انفلاميشن؟ انت لما حضرتك بتاكل الاكل بيتجمع على الاسنان، البكتيريا بتشتغل بتطلع احماض بتعمل لك كيريز. طب لما انت بتاكل الاكل بيتجمع بيتبقى فضلات الاكل على اللثه، بدل ما يتبقى على الاسنان بيتبقى حبه على اللثه، اللثه بتلتهب والبكتيريا بتيجي بتعمل لك تاكل في اللثه. فسواء هنا او هنا، انت لو عندك السنه دي مثلا داخله لجوه اهو، بما ان هي داخله لجوه الاكل هيتجمع على السن اكتر يعمل لك التهاب، يعمل لك تسوس، هيتجمع على اللثه اكتر يعمل لك التهابات لثه. فاللي زي ده لو انا جيت خرجت السنه دي لبره اهو، بقيت اعرف اغسلها احسن. اتكلمنا برضو على البايو تايب. بص حضرتك معايا هنا، السنه دي خارجه لبره العظم، بما ان هي خارجه على بره العظم جامد شويه، هي بقت على اطراف العظم، فالبون سبورت اللي عندها قليل. بص هتلاقي بدا يحصل عندها جنجيفال ريسيشن، السنه طولت، هي ما طولتش، هو العظم واللثه اللي حواليها هم اللي ايه اللي نزلوا لتحت. فدي لو انا جيت رجعت السنه اللي ورا دي، لو رجيت رجعت السنه دي لمكانها جوه ورا، هقول لك العظم هيبقى هيتخن حواليها واللثه تتخن حواليها. طبعا ممكن يحتاج لي بون جرافت او جينجيفال جرافت، بس في الغالب عمر ما البون جرافت او جينجيفال جرافت هيظبط. وهتقول لي طب ما انا ممكن يا دكتور ما عملش تقويم اعمل له بون وجينجيفال جرافت هنا، اقول لك لا، لان كده هنا مفيش عظم، العظم اللي بتبقى حتى تحت هنا ده رفيع، فلازم يا جماعه ان انا احوله يعمل تقويم الاول. بص هنا كده معايا هتحس هي لسه ما رجعتش، هو دلوقتي ده يحتاج طبعا هو يروح يعمل جينجيفال جرافت، بس هتلاقي ال 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 الحجم السنه قلت قصرت شويه. يعني بص هنا المسافه بين هنا وهنا بقت كانت كبيره، بص المسافه هنا بعد ما خلص تقويم اهي المسافه بقت صغيره، يعني العظم يعني دخلت جوه العظم شويه، فبقى ليها شويه بون سبورت وبريدونتال سبورت عندي. دي كلها حاجه لازم اعرفها. هو هنا بيقول لحضرتك انه طبعا كان عنده تقويم وعنده تروماتيك بايت. يعني بص هو هنا كان برده قال لك اللي بيزود الريسيشن هنا يا جماعه انه كان عنده تروماتيك بايت. يعني بص الطبيعي ان يبقى الابر هو اللي بره واللور هو اللي جوه، لا عندي السنه الانسايزرز دي بتخبط في الابر، فالتروما اللي هي المفروض ربنا خالق الابر انتيريور ما يلمسوش اللور انتيريور. هنا عشان بص مخبطين في بعض، بقى عند العيان ايه، بقى عنده تخبيط جامد، بقى عنده تروماتيك اوكلوجن. ده مش بس هيعمل له تروما، لا ده كمان هيخلي البون لوس والبريدونتال لوس حوالين عند العيان، عشان كده لازم اخلي بالي. طيب هنا بيقولوا حضرتك ان الناس اللي عندهم ديكستريتي قليله، يعني هو الناس اللي بيتحركوا بصعوبه زي الناس اللي عندهم شلل رعاش وكده، برضو التنظيف هيبقى اصعب. يعني انت انك تستخدم فرشه الاسنان، ناس عندها زي شلل الرعاش او الحاجات اللي هي صعوبه في الحركه او شلل ربنا يشفي الجميع، فدي بيبقى عندها مشاكل في انها تحرك ايدها وكده. فالتقويم هيساعد نوعا ما انه الاكل ما يتجمعش بين الاسنان في الحاجات اللي فيها كراودنج او في الحاجات دي، بحيث ان هو يقدر يقلل التهابات اللثه او يقلل البلاك كنترول بناء عليها، يقلل الكيريز وهيقلل الحاجات دي زي ما قلنا فوق. طيب برضو في نقطه مهمه قوي فيها جدال كبير على مدار العصور، هل الاسنان المعوجه لما العيان بيكون الاوكلوجن عنده مش مظبوط ده بيعمل له مشاكل في الفك في التي ام دي؟ تي ام دي اختصار تمبرو مانديبولر ديس اوردر، ديس اوردر يعني في مشكله في التمبرو مانديبولر جوينت اللي هو مفصل الفك. احنا لحد من 20 30 سنه كنا بنعتقد ان اي مشكله في الاوكلوجن بتتسبب لمشاكل في الفك، يعني العيان فكه يطقطق يبقى عنده ألم، دي كلها مشاكل في التمبرو مانديبولر جوينت. المشكلة في التمبرو مانديبولر جوينت بيبقى اسمها تمبرو مانديبولر ديس اوردر. فاحنا كنا بنتخيل ان كل الناس اللي عندها مشاكل في التقويم في فترة من الفترات هيجي لها التي ام دي الديس اوردر في التي ام جي، فلا اكتشفنا ان في ناس، ان يعني في ابحاث طبعا بتقولك ان هو ليه تأثير، في ناس تانية بتقولك ان هو ملوش تأثير، بس ايا كان لقوا ان عوامل تانية غير رصة السنان هي اللي بتأثر على التيمبرو مانديبولر جوينت، زي مثلا البروكسيزم. هنا بيقولك الجز، البروكسيزم اللي هو الجز على الاسنان، بيقولك العيان لما بيجز على اسنانه ده بيعمل قوة جامدة على المفصل بتاع الفك وهو نايم. في ناس طبعا البروكسيزم ده اللي هو العيان بيجز على اسنانه وهو نايم، فدي بتعمل مشاكل. لقوا انه البروكسيزم هو اللي بيعمل تي ام جي، بس في ناس جت قالت لك طب ما هو لما الواحد يبقى اسنانه مش معدوله ومعوجه بيزود البارافانكشنال اكتيفيتي، بيزود في لا اراديا الشخص ده بيبدا يجز على اسنانه. فموضوع التمبرو مانديبولر ديس اوردر او التي ام جي مشاكلها مع التقويم لحد هذه اللحظه مش قادرين نربطها. يعني في ناس تقول لك انه في علاقه مباشره، في ناس تانية تقول لك لا مفيش علاقه مباشره، في ناس ثالثه تقول لك لا العيان اللي اسنانه معوجه غصب عنه لا اراديا هيحاول بيقفل على اسنانه وهو نايم غصب عنه عشان يحاول يصلح العضه بتاعته عشان السنان
تجز في بعض عشان يرتاح، فده بيعمل له تي ام دي. فايا كان بيقول لك بص الموضوع فيه ديبيت جامد قوي، يعني في ناس بتدعي ان التي ام دي بعلاجه بالتقويم، بس هم ملخص الكلام يا جماعه في الحته دي، ملخص لو انت عايز تعرف لنفسك انه دلوقتي علاج التي ام دي بقى داخل فيه الطب النفسي، اللي هو الموضوع نفسي، واحد بيجز على سنه وهو نايم، واحد مثلا بيفتح بيحب يفتح بقه كتير، لقوا ان العلاج النفسي مهم جدا، يعني لازم الواحد يتعالج نفسي. هل ليه تأثير بطريقة مباشرة على التقويم ولا لأ؟ دي ما لحد هذه اللحظة ما في جدال في الحتة دي جامد قوي. بيقولك عشان كده لقوا انه في حبة ناس كتير عندها مال اوكلوجن وما عندهاش مشكلة في التي ام دي، لقوا في ناس او في التي ام جي، لقوا ناس عندها تي ام دي او تيمبروبادولار اوردر، بس في نفس الوقت الناس دي ما كانش عندها مال اوكلوجن او عندها اوكلوجن حلو. فالموضوع يا جماعة نسبي جدا، كل اللي بنقوله لحضرتك ان انت تبقى عارف ان هو ممكن يكون عامل مساهم في المشاكل في التي ام جي، بس مش هو الاساس بتاع، يعني انا مش هاجي اقول للعيان تعالى اعمل لك تقويم عشان ما اجيبلكش تمبرومانديبولار ديس اوردر، لا ده مش، احنا قلنا في حاجه اسمها الراشنال او التريتمنت نيد، لا ملوش دعوه بده. يعني انت ما تجيش تحكم لشخص تقول له لو انت ما عملتش تقويم هيحصل لك مشكله في التي ام جي، لا لو ان ملهاش علاقه. في ناس بتؤمن ان هيبقى في ليها علاقه مع العمر، بس حاليا الاغلب بيؤمن ان هو لا ملوش اي علاقه او ليه اي تاثير. طيب ايه بقى البينيفيتس؟ مش هنتكلم كتير. البينيفيتس عندنا المميزات، الابيرنس، خلاص واحد لما احنا قلنا السنه خارجه لبره، زي مثلا حالات الكلاس 2 انا دخلتها لجوه الشكل هيبقى احسن. واحد مثلا العكس عنده كروس بايت شكله وشه مش حلو قاعد، الموضوع هيبقى نفسيا احسن وشكله احسن. ماستيكاتوري فانكشن، خلاص احنا قلنا في لو عندنا انتر ارش، قلنا الانتر والانترا ارش، الانتر اللي هي بين الفك اللي فوق واللي تحت، حضرتك لما بتيجي تاكل لازم الفك اللي فوق يبقى قافل حلو على الفك اللي تحت. لو انت عندك انتيرير اوبن بايت، يعني انت لو عندك الاسنان الانتيرير في مسافه بينهم لما بتيجي تعض على ورا في مسافه كبيره، هل هتقدر تقطم تفاحه؟ لا، دي هتاثر على الماستيكيشن بتاع حضرتك. يبقى تاني مهم جدا عشان اقدر انسايز فود ان انا اقطم زي التفاح او اقطم خس او اقطم جزر او الكلام ده، اقطم الساندوتش، الحاجات دي كلها، حتى بيقول لك تفاح والساندوتشات خلاص. فانت لازم بيكون اسنانك العلاقه بتاعتها كويسه. لو انت عندك حاجه بين الابر واللور انتر، احنا قلنا في انترا اللي هي في نفس الفك والانتر بين الفك اللي فوق اللي تحت، لا ساعتها مش هقدر انضغ حلو، هيبقى عندي مشكله في الاكل. سبيتش جرب كده زي ما قلنا، قلنا قول 66، قلنا مش عارف ايه، هتبص هتلاقي ان حروف كتير زي السين الصاد معتمده على علاقه بين الاسنان اللي فوق واللي تحت. تخيل معايا لو الاسنان اللي فوق خارجه لبره جامد قوي، او اللي تحت خارجه لبره سابقه اللي فوق، او المسافه بينهم كبيره، او اللي تحت راجعين لورا، هتلاقي في صعوبه في انك تقول سته سته، مش هتعرف تجيب سنك على بعض، هتقول 66، فاهمني؟ فالصاد، فالموضوع بيعتمد يا جماعه الكلام معتمد على مكان الاسنان. فدي اقدر اقول لك ان ده هيحسن الكلام ده، طبعا هيحسن الكلام ده. في ناس كتير ما بتعرفش تتكلم علشان عندها مشكله، بيبقى عندهم مشاكل بتتحل بالتقويم. طبعا في الاخر بقى برضو بيجي يقول لك اللي هو نفسيه، ان طبعا لما واحد يكون سنانه طفل سنانه شكلها وحش وبتاع ومش عارف ايه، وانت تيجي تعالج له الشكل وفي الاخر هيبقى الشكل كويس وجميل وزي الفل، خلاص يعني هو الموضوع بيبقى اتراكتيف اكتر وبيبقى الدنيا كويسه وزي الفل. يعني معروف ان التقويم معظم الناس اللي بتعمل تقويم هو مجرد عشان الشكل، هو طبعا الطفل ما بيكونش، الاهل ما بيكونوش خدوا بالهم لسه من النطق بتاعه وحش او كده، بس بيبقى معظم الناس اللي بتعمل تقويم عشان النفسيه ان يبقى شكله حلو، بالذات لو بنته يقول لك دي بنته مش عارف ايه وكده. فهو فكره التقويم يا جماعه بيدينا مميزات. طيب احنا قلنا الكلام ده طبعا، دي مثلا حاله كروز بايت اتكلمنا عليها، خلاص كروز بايت، هل ده عيننا لما يجي يضحك هيبقى شكله حلو؟ لا. طب دي نقدر نقول سببها كلاس 3. كلاس 3 معناه ان الفك اللي تحت اكبر من العادي او الفك اللي فوق اصغر من العادي، بمعنى هو عشان يبقى فيه توافق لازم الفك اللي فوق يبقى نفس او اكبر شويه من حجم الفك اللي تحت. لو اللي تحت اكبر من الفك اللي فوق ده المنظر هيبقى عند حضرتك. طب لو الفك اللي فوق اصغر من الفك اللي تحت هيبقى نفس المشكله عند حضرتك. يعني الموضوع نسبي يا جماعه، هدفي ان يبقى فيه اتزان في علاقه الفكين ببعض، هدفي ان يبقى فيه اتزان بين علاقه الاسنان والفك اللي هي الانترا ارش وعلاقه الفكين ببعض اللي هو الانتر ارش، خلاص يبقى دي مشكله نقدر نقول عليها انتر ارش، ان الفوق داخل لجوه اللي تحت خارج لبره، نقدر نقول عليها حاله كلاس 3. ان الفك اللي تحت كبير والفك اللي فوق صغير. بص حضرتك معايا هنا عندي كروس بايت، خلاص، فدي كلها مشاكل دي نقدر. طب نقدر نقول هنا في مشكله انتر، احنا قلنا انتر ارش، نقدر نقول في مشكله انترا ارش. لو بصيت هتلاقي المولر ده مايل مش 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 مرصوص معدولي، بنقدر نقول الحاله دي فيها انتر ارش، وانتر ارش دي حاله صعبه محتاجه دكتور تقويم شاطر عشان يقدر يعالجها. طب هيعالجها ازاي يا جماعه؟ هيركب ابلاينس يوسع الفك اللي فوق
حاجه زي الهايركس او الكواد هيليكس، حاجه بتوسع الفك اللي فوق، ولما الفك اللي فوق يوسع يقدر يحتضن الفك اللي تحت خلاص، او يقدر يخلع تحت ويضيق الفك اللي تحت. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد حسب البروفايل، حسب حاجات كتير هنتكلم عنها ان شاء الله. طيب تعالوا يا جماعه نبدا نتكلم، احنا قلنا دي المميزات اللي بتجيلي، تعالوا نبدا نتكلم على الريسكس. خلاص يا جماعه اي حد عنده مشكله تعالى نركب له تقويم ونخلص نحل له المشكله. قال لك لا، في ريسكس لازم تدرس، لو الحاله بسيطه مش مستاهله ما تعملهاش تقويم، لو الحاله كبيره اه لان اعمل لها تقويم. ليه؟ لان في ريسك كبير بتحصل. اولهم يا جماعه حاجه اسمها روت ريزوربشن. روت ريزوربشن ده لقوا ان كل حالات التقويم بيحصل تاكل في الجذور اللي عليها تقويم. بجد؟ اه بجد. تعال بص معانا على الاكس ري دي. هنا جه قال لحضرتك ايه؟ قال لك بص على السنترال انسايزر في البدايه، وبص في نهايه العلاج هتلاقي اسر. لو ركزت في الصور هتلاقي السنترال انسايزر اسر. هو هنا بيقول لك برده اللاترال اسر، بس السنترال انسايزر اساسا من البدايه كان قصير. فالحاله زي دي لما اعمل تقويم الحاله زي دي، انا عارف ان يعني اديك مثال، لو انت احنا عارفين ان طول الاسنان بيختلف من شخص للتاني. افرض انت طول السنترال انسايزر عندك ما شاء الله 16 مللي او 20 مللي او 25 مللي، لو انت عندك 25 مللي طويل وجه حصل روت ريزوربشن حوالي مللي مش هيفرق قوي. يعني انت لو عندك السنترال انسايزر طويل وعملت تقويم وقصر شويه مش هيفرق. احنا كلنا عارفين يا جماعه ان الاسنان بتثبت في العظم حسب الكراون تو روت ريشيو. يعني ايه؟ يعني انت عايز عشان السنان تثبت اكتر في الفك، كميه الروت او طول الروت اللي جوه الجدر يبقى اطول بكتير من طول الكراون، لان الكراون ده بينزل عليه الفورس بتاعت الاكل. لو عندك الروت قصير هتلاقي السنه بعد فتره تبدا تتحرك جامد. ليه؟ لان الروت قصير، كراون تو روت ريشيو قليل. لما تجيب مسمار طويل وتدخله في الحيطه هيبقى ثابت اكتر من المسمار القصير. نفس الفكره، انا لو من اوريدي عملت اكس راي لقيت ان الطفل او الشخص اللي عايز يعمل تقويم عنده الروتس قصيره، هخلي بالي، هقول له خلي بالك انت الروتس قصيره، لان كده كده بعد التقويم بيبدا يحصل بون ريزوربشن. بص هتلاقي اللاترال، بص كان طويل، شايف الابيكس بتاعه فين؟ بص هتلاقي بدا يقصر، بص الابيكس بتاعته رفعت. واحنا كنا زمان بنعتبر برضو في ابحاث، يعني كنا زمان بنعتبر الروت ريزوربشن ده معناه ان التقويم كان وحش او الفرص كانت جامده، بس مؤخرا الابحاث قالوا كل الاسنان اللي حصل لها تقويم بيحصل لها روت ريزوربشن بنسبه. طبعا النسبه بتختلف من سنه للتانيه عن دكتور تقويم شاطر عن التاني. يعني الفرص لو اللي انت عملت بيها التقويم، لو دكتور التقويم عمل لك تقويم بفرص قويه، الروت ريزوربشن هيبقى عالي، هتبقى حاجه مش حلوه. فالحالات اللي هي السنان قصيره اساسا وانت كده كده التقويم هياثر الروت اكتر، فيفضل انك ما تعملهاش تقويم او تعمل لها تقويم عند دكتور متخصص، لان الروت ريزوربشن دي حاجه بتحصل، لقوها ان هي بتحصل لكل الناس. قال لك طب خلي بالك بالذات بقى مين الناس اللي عندهم روت ريزوربشن او عنده بريفيوس روت ريزوربشن. احنا عارفين طبعا في انواع روت ريزوربشن في الاكسترنال وفي الانترنال. لو لقيت واحد جاي لي اصلا عايز يعمل تقويم وعنده روت ريزوربشن من الاول، وانا عارف ان بعد التقويم هيحصل له روت ريزوربشن، او واحد كان عامل تقويم زمان وفكه وجاي عايز يعيد التقويم، هخلي بالي. ليه؟ اللي هيحصل له روت ريزوربشن زياده، اللي هو اوريدي كان حاصل له روت ريزوربشن. واحد اللي ربنا خلق زي ما في ناس قصيره وناس طويله، واحد عنده الروت بتاعت الاسنان قصيره، فاللي زي ده هخلي بالي، هعمل له تقويم بس في اسرع وقت، لان كل ما طولت من المده كل ما الروت ريزوربشن زاد، كل ما زودت من الفورس بتاعت التقويم كل ما الروت ريزوربشن زاد. فخلي بالي، بايب شيبت روت او بلانت روت، الجذور اللي هي بتبقى عامله زي القمع، القمعيه دي، او بلانت هي الروتس اللي هي بتبقى زي خط بالعرض، مش عامله زي بوز العصفوره العادي، لا بلانت روت. الروتس دي يا جماعه معرضه للريزوربشن اكتر، خلي بالنا منها. واحد طفل لو جالك طفل عايز يعمل تقويم واهله بيقول لك ان هو عنده هيستوري اوف تروما، اتخبط او وقع على الاسنان دي، خلي بالنا منها، لان التروما دي بتزود الريزوربشن. انت لو درست ان شاء الله في حشو العصب هتلاقي ان الجذور بتحصل لها حاجه اسمها اكسترنال روت ريزوربشن، بيبقى سببها التروما. خلاص، نيل بايتنج، ما النيل بايتنج الواحد جاي يعمل تقويم وهو بيقرض على ضوافره، بيقعد ضوافره، كل دي غير فرصه التقويم، دي فرصه زياده عشان لما يقرض على ضوافره دي بتعمل لنا مشكله. ياتروجينيك يعني حاجه من دكتور السنان اللي عملها، زي الاكسسيف فورس لو دكتور تقويم مبتدئ بيستخدم فورسز قويه. انتروجن، انت بتحاول تدخل السنه جوه الفك فالجدر بيتضغط. انت في عندنا حاجه اسمها اكستروجن وانتروجن، وانت بتدخل السنه جوه الفك انت بتضغط الروت، لو انت بتحرك السنه لبره الفك انت كده بتعمل اكستروجن. ففي الغالب يا جماعه الانتروجن وانت بتدخل لجوه انت بتضغط على الايبكس بتاع الروت، ساعتها هيحصل لك روت ريزوربشن. برولونج تريتمنت تايم، يعني انت لو قعدت طولت كل ما هتطول فتره التقويم طبعا كل ما العيان ده معرض ان هو يحصل له روت ريزوربشن اكتر. فنخلي بالنا، يبقى اول مشكله في تقويم الاسنان لكل الناس الروت ريزوربشن دي. قال لك زمان كنا بتحصل بنسبه قليله، دلوقتي قال لك لا بتحصل لكل الناس بس بتختلف حسب عوامل كتير زي ما اتكلمنا. وطبعا الحالات اللي لاقيها من الاول الروتس بتاعتها قصيره
بلاش اخاطر واعمل لها تقويم، لان الروت هيقصر اكتر والسنان هتبدا تتلخلخ بعد فتره. لوس اوف بريدونتال سبورت، خلاص اتكلمنا يا جماعه، قلنا ان لما اي حد بيركب تقويم يا جماعه ايه اللي بيحصل عندي؟ التقويم يا جماعه حاجه بتجمع اكل، بص معايا كده، تخيل ادي التقويم وهو متركب، ده كلاسيكال اللي هو البراكتس الميتال براكتس العاديه، بص السلك اللي هو اللي راكب جوه البراكتس ده، الحاجات دي كلها بتجمع اكل وبتعمل التهابات في اللثه، فبتعمل لك مشاكل في اللثه، بتعمل لك لوس اوف بريدونتال سبورت. البريدونتال ليجمنت بتاع العيان، بص عندي هنا اه دي اساسا احنا اتكلمنا على الحته دي، السن خارجه لبره، خارجه لبره، فالعظم اللي حواليها من بره رفيع، فلما جه عملت لها تقويم مع اللوس اوف بريدونتال سبورت الاكل بدا يتجمع. ما هو ايه فكره التقويم؟ الاسلاك دي الاكل بيتجمع حواليها، فلما الاكل يتجمع حواليها بيحصل جينجيفال ريسيشن، في ناس بيحصل لهم جينجيفال هايبرتروفي او جينجيفا هايبربليجيا. ما هو احنا كلنا يا جماعه عارفين، هتقول لي ليه في ناس بيحصل لهم هايبربليجيا اللي لسه بتكبر وناس تانية اللي لسه بتصغر؟ هقول لك اي التهاب في بدايته بيحصل هايبربليجيا، انفلاميشن، كرات الدم الحمراء والبيضه بتدخل عشان تحارب الالتهاب، فاللثه بتكبر، بس بعد فتره هتلاقي اللثه بدات تصغر وتتاكل تاني. يبقى اول مرحله اي التهاب بيبقى ورم، بعد فتره لو العيان ده فضل لابس تقويم سنه 2 3 بص هتلاقي اللثه بدات تتراجع. بص معايا على السنترال انسايزر، بص طوله هنا كان عامل ازاي، بص سنترال انسايزر هنا هتلاقيه طول شويه، فبص على القناين باين قوي، بص طوله كان هنا ازاي، اه ده كل ده بسبب ان هو ركب تقويم ده. فمعظم اللي بيركبوا تقويم يا جماعه بيبقى معرض ليه لوس اوف بريدونتال سبورت، بيحصل له ديهيسنس ان الجدر بيتكشف، وبيحصل له جينجيفال ريسيشن. دي كلها حاجات يا جماعه اخلي بالي منها وانا بعمل التقويم، يعني مش اي حد زي ما قلنا نركب له تقويم. لو عيان عنده مشاكل بريدونتال، يعني تخيل كده عيان زي ده جاي لي مش مركب تقويم، يعني اعتبر ان التقويم ده مش متركب والعيان ده جاي عايز يركب تقويم، هقول له لا صعب اركب لك تقويم غير لو حالته تستدعي قوي، لان عنده بون لوس قوي. بص القناين طويل قوي ازاي، ده معناه ان البون لوس والجينجيفال لوس او جينجيفال ريسيشن حوالين القناين ده كبير جدا، فنخلي بالنا من كمان الكلام ده يا جماعه. اه طيب دي مينراليزيشن، خلاص خلي بالك ان احنا عشان نلزق البراكتس بتاعتنا او نلزق التقويم بتاعنا بنعمل دي مينراليزيشن، بنستخدم حاجه اسمها الاتش بتاعنا وبنعمل دي مينراليزيشن، فده بيقلل من الكالسيوم. تاني احنا بنعمل اتشنج للانامل علشان نركب عليه التقويم بتاعنا، هو فكره التقويم ان انت بتحط تعمل اتشنج وبتركب زي كومبوزيت لزق، هو اللي بيمسك في البراكتس ميكانيكال وبيمسك في السنه مايكرو ميكانيكال، زي اللي هو البوندنج بتاع الكومبوزيت. يعني انت عشان تزود البوندنج بتاع الكومبوزيت اللي هو اللي بيبقى اللزق اللي ما بين البراكت والاسنان، لازم تعمل ديمينرايزيشن وتستخدم اتش. ادي واحد. اتنين، كل ما التقويم موجود في بق العيان الاكل بيتجمع. بص حضرتك معايا كل ده اكل بيتجمع حوالين التقويم، طب بناء عليه ايه؟ بناء عليه هيحصل كيريز، لان الاكل هيتجمع والبكتيريا هتطلع هتعمل لك اسيديك ميديوم. احنا عارفين يا جماعه ربنا ان الكيريز بدايته ان هو اكل اتجمع على الاسنان فالبكتيريا جت اكلته، احنا كده كده بقنا مليان بكتيريا، فلما البكتيريا تلاقي اكل متراكم على الاسنان بتاكله وانت عشان ما غسلتش سنانك، فبعد ما البكتيريا بتاكل الفضلات بتاعتها عباره عن اسيدز بتعمل ديميرلايزيشن. فلما حضرتك تركب اي فيكست ابلاينس انت كده بتزود من اماكن من بقر اللي بتجمع فيها اكل، تخيل كده بقك مليان، اي حد ركب تقويم هيحس الكلام ده، مع اقل اكله لو اكلت حته ساندوتش بقك كله بيبقى مليان اكل، فده بيصعب عمليه التنظيف، لان كل دي الاكل بيدخل بين البراكتس، بيدخل ما بين السلك والبراكت، بيدخل ما بين السلك والاسنان، كل دي اماكن تجمع، فكل ده بيزود من نسبه التسوس. عشان كده يا جماعه التقويم ليه مشاكل كتير، يعني انت احنا فوق قلنا ان هو بيقلل التسوس، بس انا برجع بقول لك ده بيزود التسوس. اه فهمت الفرق، هو بيقلل فوق قلنا بيقلل التسوس عشان لما رص الاسنان في مكانها المثالي التسوس هيقل نظريا، بس في نفس الوقت التقويم لو العيان لبسه وما التزمش ببروتوكول او رجيم غسيل او بروتوكول غسيل قوي جدا، ايه اللي هيحصل في فتره السنتين ثلاثه؟ اسنان كتير هتسوس نتيجه ان الاكل تراكم بين السلك وبين البراكت وبين الاسنان وعمل لنا مشاكل. عشان كده لازم نخلي بالنا نعمل دامج. طبعا انت التقويم ده الدكتور بيستخدم بقى باند سيتر وباند ريموفر، بيستخدم حاجات بيزقه بقوه وبيشد بقوه، ممكن انت شغال بالقدر الله زي ما انت كلنا واحنا ماسكين كونترا في فتره من الفترات عورنا اسنان نيبورينج تيث، ده احنا بشر، يعني ممكن دكتور التقويم وهو بيشد السلك وبيحط السلك يكسر سن لا قدر الله، يعمل دامج للانامل، فدي كلها حاجات ممكن تحصل لو استخدم، لو عمل فورس جامده، لو استخدم سيراميك براكتس. السيراميك براكتس يا جماعه هي زي الميتال براكت بس قلنا شفافه للناس اللي عايزه التقويم ما يبانش في بقها، بتستخدم سيراميك براكتس خلاص، فدي بالذات ممكن تتكسر، يعني انت السيراميك براكتس دي اغلى بكتير من الميتال براكتس عشان بتكون معموله من ماده غير الميتال، بتبقى اغلى ماده من ما تكون معموله من طبعا من بلاستيك، ليها كذا
ماده بس اكتر اكتر نوع اللي هو من نوع الشفاف هو السيراميك اللي هو البورسلين، فدي بتبقى يا جماعه بريتل يعني ممكن لا قدر الله تتكسر بسهوله خلاص، فنخلي بالنا من الحاجات دي. انتر اول سوفت دي تيشو دامج طبعا، عيال بيركب التقويم بيلبس بقى اسلاك واساتك والكلام ده كله، ممكن يعور اللسان يعور الخد يعور يعور يعور، وطبعا اي حاجه في الاسنان في نسبه اقل من 1% من الناس بيبقى عندهم حساسيه ضد النيكل. النيكل ده بيتعمل بيه الاسلاك وبيتعمل بيه البراكتس لاتكس. طبعا العيان بيعمل تقويم الدكتور بيبقى لابس مثلا الجوانت بيبقى فيه لاتكس او الالاستكس، بيكون برده في انواع فيها لاتكس اكريليت، بيكون مثلا برده البلاستيك اللي بيكون موجود في الريتينر والحاجات دي كلها. فدي كلها يا جماعه حاجات في التقويم ممكن تعمل حساسيه، فممكن عيان يكون محتاج تقويم بس يجي له حساسيه او هايبر سنسيتيفيتي او اسف يعني انافيلاكتيك رياكشن. فالانافيلاكتيك رياكشن دي صعب تخلي العيان يقول لك يا عم خلاص انا هيجي لي حساسيه وهيجي لي تقويم مش عايز اعمل اي تقويم عايز اشيل. بالبر انجري طبعا معروف يا جماعه بالذات في حالات الانتروجن، يا جماعه حضرتك لما بتيجي تشتغل انت بيحصل التهاب في العصب، يعني انت ممكن لا قدر الله لو الفورس جامده بص اكسسيف ايبيكال موفمنت اللي هي الانتروجن، لو انت جيت زقيت السنه لجوه انت معروف ان السنه بيدخل لها البلاد فيسل من الايبكس بتاعها، تخيل كده انت بتزق السنه ناحيه الايبكس بتزقها جوه العظم، فايه اللي هيحصل؟ البلاد فيسل هتتضغط، هيبقى الدم اللي داخل جوه العصب قليل، العصب هيبدا يموت ويحصل له التهاب بيموت، اكنك خنقت العصب، اكنك حد بيخنق حد من رقبته، فهي دي الفكره. فانت البالبال انجري وارد ان هو يحصل بالذات لو الفورس جامده وبالذات لو انت بتعمل انتروجن، فنخلي بالنا. اكسترا اورنر دامج طبعا في ناس بتلبس الفيس ماسك والفيس شيلد والحاجات دي كلها، ممكن استك لا قدر الله يفك حديده تفك من الفيس شيلد او الفيس ماسك او الحاجات دي يا جماعه استخدامها ايه؟ استخدامها انها تعدل من نمو الفك. تاني هو ايه الفرق من التقويم العادي والتقويم الاكسترا اورنر اللي هو بركب ابلاينس من بره؟ ان انا في التقويم ده باخد انكورج، باخد حاجه اسمها انكورج هنتكلم عنها ان شاء الله، ان انا بسند. انا لو انا لو انت جيت عايز تزقني، لو انت واقف طاير في الهواء وجيت تزقني مش هتزقني، عشان تزقني انا واقف قدامك كنت عايز تزقني لازم تثبت رجلك في الارض جامد وتزق، او يبقى وراك حيطه تسند ظهرك في الحيطه وتزقني. فلو انت بتحرك اسنان او بتحرك الفك في التقويم لازم تكون واخد انكورج، يعني لازم السنان اللي انت بتحركها بتكون الحركه مسنوده على حاجه قويه، عشان اكتر حاجه بناخد منها انكورج يا اما ميني سكرو بتبقى مسمار في عظم الفك بنشد عليه الاسنان او اكسترا اورال. طب هتقول لي ليه ما ينفعش اشد السنان على بعض؟ هقول لك لان زي قوانين نيوتن كل اكشن ليه رياكشن، يعني انت لو جيت في اوقات يا جماعه ببقى عايز اقفل المسافه بين الاسنان فارجع اللي قدام لورا واخرج اللي ورا لقدام، ساعتها مش محتاج انكورج. ليه؟ لان القدام هيرجع لورا واللي ورا هيرجع لقدام، بس افرض في حاله انت عايز ترجع اللي قدام لورا من غير ما تخلي اللي ورا يتحرك لقدام، فمضطر انك تسند بميني سكرو او تسند بيه اكسترا اورال ابلاينس، حاجه قويه، حاجه بتثبت مش 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 بتثبت على الاسنان. هنتكلم في موضوع الانكورج، انا بس اديت لك خلفيه عنه. انت دلوقتي هدفك انك تعرف انه الاكسترا اورال دامج ده ممكن يحصل نتيجه الريكويل، عيان بيلبس سوسته ريكويل السوسته فكت من عنده وهتعور له عينه، قلنا برضو الحاجات اللي بيلبسها بتعمل له حساسيه والكلام ده كله. طيب طيب يا جماعه كل المشاكل اللي فوق دي اللي اتكلمنا عنها اللي هي اللي ممكن تحصل لي خلاص ممكن اتفاداها لو انا دكتور تقويم شاطر، يعني الروت ريزوربشن لو انا دكتور تقويم شاطر هعمل فرص قليله وهعمل تريتمنت بلان سريع، ممكن اقلل البون او الروت ريزوربشن، ممكن اقلل البيريدونتال بروبلمز اللي ممكن تحصل، ممكن اقلل الكيرز عن ان انا اشجع العيان ان هو يغسل سنانه، ممكن اقلل الانامل دامج زي ما قلنا عن طريق ان انا ابقى دكتور شغال دقيق بالراحه عشان ما اكسرش الانامل واي حاجه تحصل. طب بس اكبر مشكله عندنا لحد دلوقتي في التقويم يا جماعه هي الريلابس. الريلابس ده اللي هو ايه؟ عايزه ترجع الاسنان، عايزه ترجع تاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بعد ما حركت الاسنان، احنا عايزين الاول نفهم طريقه حركه الاسنان بسرعه، انك بتعمل فورس، فالفورس اللي بينزل على الروت ده العظم ربنا سبحانه وتعالى خلقه اندر كومبريشن بيحصل له ريزولوشن، واندر تنشن بيحصل له فورميشن. بمعنى ايه؟ الناس اللي بتلعب حديد يقول لك ده بيبقى قصير، معظم الناس ابطال كمال الاجسام او الناس اللي بتدخل في الاولمبياد بتشيل حديد بتلاقيه قصير. ليه؟ لان هو العظم بيتضغط طول عمره، هو بيتدرب العظم بيتضغط فما بيطولش. فنفس الفكره لما انت بحرك الاسنان ازاي في التقويم؟ باجي بعمل فورس من ناحيه، فالفورس بتاعه النازله على السنه بتضغط العظم في حته اوتوماتيك، لما العظم بيتضغط في حته انت لما بتزق في حته الحته التانيه بيحصل فيها تنشن تاني، لما انت تيجي تزق حاجه في حته بيحصل فيها كومبريشن دي اللي بيحصل فيها بون لوس العظم يتاكل، وحته تانيه بيحصل فيها تنشن العظم بيتشد فيها، فاللي بيحصل الحته اللي بيحصل فيها كومبريشن العظم بيحصل بون ريزوربشن،
والحته اللي بيحصل فيها تنشن الناحيه التانيه بيحصل فيها بون ديبوزيشن، فاوتوماتيك لما العظم يبدا يتاكل الجدر هيلاقي نفسه بيتحرك في الحته دي. فكره تقويم الاسنان ان انت العظم بيبدا يتاكل في مكان الكومبريشن ويبدا يتكون في مكان التنشن. فيا رب نكون فهمنا. طيب هل هتقول لي من العظم اتاكل واتكون خلاص، ايه اللي بيخلي السنان ترجع تاني بعد ما فك التقويم؟ اي حد يعرف حد عمل تقويم او انه هو نفسه عمل تقويم هيلاقي عنده مشكله ان السنان بترجع حاجه خفيفه، اما رجعتش بنسبه كبيره لو هو مش بيلبس الريتينر او اللي هو مثبت بالعربي بنقول عليه مثبت التقويم اللي هو بيحافظ على مكان السنان. ليه؟ لانه العظم اتحرك اه، بس في حاجه ربنا سبحانه وتعالى خالقها الاسنان ما بتتحركش، اسمها البيرودونتال ليجمنت فايبرز او الالاستكس بتاعت البيرودونتال ليجمنت. البيرودونتال ليجمنت دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خالقها حوالين الاسنان علشان تقلل الفرص اللي نازله على العظم. بمعنى يتخيل كده ربنا خالق الاسنان لحمه في العظم 100%، مفيش اي فراغ او مساعدين او سوست او اساتك ما بينهم. ايه اللي هيحصل لما يجي تاكل حاجه ناشفه او طوبه او زلطه او عيش ناشف او حاجه؟ اللي هيحصل لحضرتك انه هتلاقي العظم او الاسنان اتكسرت. فربنا خلق لو كلنا لما بناكل هتحس الاسنان بتتحرك حركه خفيفه قوي اللي هي جريد 1 موبيليتي. هل انت لما كنت بتاخد درجات الموبيليتي بتاعت الاسنان هيقول لك جريد 1 وجريد 2 وجريد 3، مش هتلاقي جريد 0. ليه؟ ربنا خلق الاسنان كلها بتتحرك حركه خفيفه قوي. الحركه الخفيفه دي قوي دي سببها ان في اساتك بين الاسنان، الاستيك فايبرز اللي هي بيرودونتال ليجمنت ما بين الاسنان وما بين العظم. ليه؟ زي المساعدين بتاعت العربيه، حاجه بتمتص الصدمات عشان تنضغ من غير ما تكسر اسنانك ومن غير ما تكسر العظم، ودي حكمه ربنا. طيب لما انا باجي احرك الاسنان الاساتك دي بتتحرك معايا بس ما بتتقطعش، بتتشد. الالاستكس دي اللي هي بيرودونتال ليجمنت فايبرز بتتشد معايا. لما انا اجي طول ما انا عم ركب التقويم، طول ما قوه التقويم اقوى من قوه الالاستكس، فالاسنان هتتحرك معايا. بس لما انا اجي افك التقويم بعد ما وصلت السنان للوضع المثالي بتاعها وجيت فكيت التقويم، ايه اللي هيحصل؟ الاساتك دي لسه مشدوده. انا الاول الاساتك كانت مريحه في مكان السنان القديم قبل التقويم، كانت الاساتك دي مريحه. لما انا جيت عملت التقويم وحركت الاسنان، الاساتك دي بقت مشدوده، لان هي مكانها في البدايه كان ثابت وانت جيت شديتها لمكان تاني. فالشده دي يا جماعه هتعمل ايه؟ الشده دي هتخلي ان انا بعد ما افك التقويم الاساتك عايزه تريح تاني. يعني انت تخيل انت جبت استك وسايبه وجيت شديته بعد ما فكيت التقويم خلاص شلت ايدك، ايه اللي هيحصل لو انت جيت شديت استك وشلت سبت ايدك؟ هتلاقي الاستك رجع نفس الحجم اللي انت كنت سايب قبل ما تشده بيه، نفس الفكره. فالبريدونتال ليجمنت فايبرز دي عايزه ترجع مكانها القديم، هي اتشدت، هو العظم هو اللي اتغير حجمه ومكانه وعاد تكوين نفسه، بس الاسنان هي اللي لسه او البريدونتال ليجمنت فايبرز لسه ما غيرتش مكانها، هي اتشدت بس. فبتبقى بعد ما تفك التقويم عايزه ترجع السنان مكانها الاصلي. فده بيخلي ايه اللي يحصل؟ بيخلي دكتور التقويم لازم ينبه على الشخص اللي فك التقويم ان خلي بالك لو انت ما لبستش الريتينر ده، هنتكلم عن انواع الريتينر، في الثابت اللي هو الفيكسد وفي المتحرك اللي هو اللي بيتشال وبيتحط، وفي حالات بتبقى قويه انه محتاج ريتنشن، محتاج تثبيت قوي لدرجه ان هو بيلبس الاثنين، بيلبس الثابت، الدكتور بيركب له الثابت وبيركب له المتحرك في نفس الوقت. بس ايا كان لازم الريتنشن ده بيقعد مدى الحياه. اه في حالات العيان يفضل ان هو يلبس مش اقل من 10 سنين، 15 سنه، 20 سنه، علشان الاسنان ما ترجعش. والموضوع فيه عوامل كتير، بس فعليا يا جماعه الريلابس او اللي هو معناه ان السنان عايزه ترجع مكانها الاصلي، دي اكبر مشكله في التقويم. سببها ايه؟ سببها البيرودونتال ليجامنت فايبرز. في طبعا طرق حديثه بنقدر نتغلب على الريلابس ده، زي ان احنا نقطع البيرودونتال ليجمنت فايبرز بنشرط بعد ما نخلص تقويم او قبل ما نفك التقويم شويه، عشان لما نقطع البيرودونتال ليجمنت فايبرز دي تعيد تكوينها في المكان الجديد، ما تفضلش عامله تنشن وتحاول ترجع الاسنان لمكانها القديم. فيلير تو اتشيف تريتمنت اوبجكتيفز، ده طبعا عيان جالك وانت وعدته ان انت هتخلي شكله حلو وبتاع، انت عشان ما عندكش خبره او ما عملتش سيلكشن حلو للحاله، حاله كانت صعبه عليك، مقدر العيان ما التزمش بان هو يلبس فيه اجهزه، العيان بيلبسها بره البق عشان تتحكم في عظم الفك، تكبره وتصغره، الاكسترا اولا ابلاينز زي الهيد جير والحاجات دي كلها. فدي كلها انت عملت اللي عليك، او مثلا بسبب ان الحاله كانت صعبه، او العيان ما التزمش بالتعليمات، او انت مثلا دكتور ما عندكش خبره قوي، فالسكسس بتاع الخبره او السكسس بتاع الحاله قل معاك شويه وما قدرتش تعمل خلاص. فدي طبعا هنا بيقول لك ايه اسباب الفيلير بقى، في عوامل ليها دعوه بالعيان وليها عوامل ليها دعوه بالدكتور. انت كدكتور ما عرفتش تشخص حلو الحاله، ما كانت شخصتها غلط فعملت علاج غلط فالحاله النتيجه بقت وحشه، يا اما شخصت صح بس ما قدرتش، ما كانش عندك التريتمنت بلان. ان شاء الله هنتكلم في التريتمنت بلان، الخطط العلاجيه، عملت تريتمنت بلان غلط عشان انت ما عندكش خبره. اه انكورج لوس اتكلمنا، قلنا لو انا جاي بشد السنه، انا دلوقتي هل عايز اشد السنه دي
لوحدها ترجع لقدام يرجع لورا، ولا عايز اللي ورا مثلا يطلع لقدام في نفس الوقت؟ لو انا عايز اللي قدام يرجع لورا بس لازم اثبت الورا، او ما اشدهمش على الورا، اشدهم على حاجه كبيره زي الميني سكرو او الميني امبلانت او بهيد جير. بس لو انا عايز، هو ده الانكورج لوس، ان انت بتشد حاجه لازم الحاجه اللي بتشد عليها تكون قويه قوي عشان تضمن ان الحاجه اللي بيتشد عليها ما تتحركش. يعني انا تخيل كده، انا راجل وزني 150 كيلو وجيت بشد واحد او طفل عنده 5 كيلو، انا هفضل ثابت مكاني، بس الاسنان معظمها سواء انتيريور او بوستيريور حجمهم قريب من بعض. فلو انا عايز مثلا اشد سنترال انسايزر قدام لوحده على بقيه الاسنان ورا عادي. بس تخيل كده عندك من الكراين للكراين انتيريور، عايز تشدهم على ورا، السيجمنت كله من الكراين للكراين عندك 6 اسنان هتشدها على ورا، ده صعب انك تشده على الاسنان اللي ورا من غير ما تحرك الورا لقدام، لان كل فعل ليه رد فعل. لو انت حطيت استك بين الانتيريور والبوستيريور الاثنين هيقربوا من بعض، الانتيريور هيرجع لورا والبوستيريور هيطلع لقدام. بس عشان تضمن ان ده ما يحصلش لازم تثبت الورا بميني سكرو او تشد اللي قدام على ميني سكرو من الاول، عشان ما يحصلكش حاجه اسمها انكورج لوس، ان انت كان هدفك العيان الطفل مثلا عنده الاسنان بارزه لقدام، فلو انت قفلت الفراغ عن طريق انك بتشد اللي قدام لورا وخليت اللي ورا برضو يتحرك لقدام، المسافه اللي انت طبعا بالحالات دي بنخلع غالبا، بنخلع البريمولر اللي هو الرقم 4 اللي هو الفيرست بريمولر، بنخلع علشان نخلي الانتيريور كلهم يرجعوا لورا. لو انت عايز تستغل المساحه كلها ان الانتيريورز كلهم يرجعوا لورا، لازم تشد على حاجه ثابته اللي هي عظم الفك، تخلي العيان يلبس هيد جير او على مين سكرو، حاجه بتتحط جوه البق عشان تضمن ان. طب لو انت العكس عملت ايه؟ لو انت جيت شديت بأساتك اللي قدام، شديتهم بأساتك على الاسنان اللي ورا، اللي قدام ايوه هيرجع بس اللي ورا هيطلع لقدام، هتبقى فقدت نص المسافه بسبب الانكورج لوس. يعني انت العيان شكله اتحسن بس ما اتحسنش 100%، ليه؟ ان المكان الاكستراكشن انت ما استغلتوش بما فيه الكفايه علشان شديت الاسنان على بعض، فاللي قدام رجع واللي ورا طلع. لو انت كنت عايز اللي قدام يرجع 100% ساعتها كنت اقول لك لا، لازم تحط تريتمنت بلان محترم. دي برضو دي نقدر نقول انكورج لوس ده بسبب مشكله في تريتمنت بلان. هتقول لي طب يا دكتور في حالات، هقول لك في حالات البروتروجن او السنان اللي قدام مش قوي فعايز ارجعها لورا حاجه خفيفه، فساعتها ممكن ارجع الاسنان اللي قدام على الاسنان اللي ورا، مش محتاج انكورج 100%، مش محتاج ابسوليوت انكورج. بس في الحالات اللي هي بتبقى محتاج ابسوليوت انكورج، يعني محتاج المسافه كلها استغلها الانتينو يرجعوا لورا، لا ساعتها محتاج اشد على حاجه غير الاسنان اللي ورا. يا رب تكون وصلت. تكنيك ايرورز بقى وبور كوميونيكيشن، انا دكتور ما عنديش خبره ما عنديش مهاره، الكلام ده كله مش عارف اوصل المعلومه للعيان، العيان فهم غلط، كان متخيل ان انا هعمل له حاجه وعملت له حاجه تانية. دي كلها حاجات يا جماعه ليها دعوه بالدكتور. طب حاجات ليها دعوه بالعيان، انا هقول لك كده كده التقويم بيلم اكله وبيعمل مشاكل، فالعيان ده لو ما بيغسلش اسنانه او بياكل اكل كله سكريات وكده، بور اورال هايجين او دايت، الاسنان هتسوس. لو العيان ما بيلبسش، ما بيلتزمش بلبس الاساتك، انا اتكلم في اساتك وفي فيكس ابلاينس وفي حاجات بتتلبس وبتتشال وبتحط، لو العيان ما يلبسهاش مش هيتحسن طبعا، هيبقى مش هقدر اديله التريتمنت اوبجكتيفز اللي انا عايزها. الابلاينس بتتكسر، العيان عمال بيكسر في الحاجه مش محافظ عليها، عمال بيوقعها، بيلعب ملاكمه، بيلعب اي حاجه. العيان مش بيجي، المفروض يجي مره كل شهر او مره كل 3 اسابيع او مره كل شهر ونص شهرين، ما بيجيش. فزي ده حركه الاسنان مش هتتحرك بسرعه. unexpected unfavorable growth، اوقات النمو يا جماعه بيعمل عامل في النمو، انت لو عيان وهو بيكبر في سن البلوغ العظم بيتغير بطريقه مختلفه عن التاني، والموضوع بيبقى ليه عوامل وراثيه، زي ما تلاقي ناس فكها لتحت كبير، فده ممكن ياثر طبعا حاجه مش بيد الدكتور. يعني ممكن لما وانا في وسط العلاج العيان حصل له نمو مره واحده، النمو ده كبر فكه اللي تحت، ده حاجه جينات ملهاش دعوه بحاجه، فنمو الفك اللي مره واحده ده هيصعب عليا الخطه العلاجيه وهيصعب عليا الشغل، هيخلي النتيجه اوحش طبعا، او هيطول من فتره العلاج. كل ده بسبب يا جماعه unfavorable growth انا مش قادر اتحكم فيه، فكل دي العوامل يا جماعه بتاثر عليا. احنا بقى بناء على الكلام ده كله بقى نقدر نوزن والله هل الطفل ده هيغسل سنانه. يعني بص بقى الموضوع من الاخر كده بقى discussing orthodontic treatment need. يعني انا عايز اجيب بقى العيان ده اقعد معاه هو واهله، بص يا حبيبي هيحصل لك روت ريزربشن، هيحصل لك ان انت هتسوس الاسنان لو ما غسلتش، طبعا لو انت ما عملتش تقويم اسنانك هتسوس عشان السنان داخله لجوه، بس في نفس الوقت لو عملت تقويم وما غسلتش اسنانك بانتظام الاسنان هتسوس. فلازم الكلام ده كله اشرحه بطريقه، خلي بالك unbiased information، دي نقطه مهمه، الضمير يا جماعه لازم، مش انا كدكتور تقويم ما ابقاش منحاز ان انا عايز اركب العيان واعمل له تقويم عشان اجيب فلوس واجيب شغل، لا لازم فعلا اهتم بمصلحه العيان حسب الاكسبيرينس بتاعتي.
بيست افيلبل ايفيدنس، يعني انا بقى بشوف الريسك قصاد البينفيت بما يرضي الله. العيان جاي لك ممكن يكون حالته شايف ان هي محتاجه تقويم، وانت عشان عارف ان التقويم هيضره اكتر ما هينفعه، هتقول له لا حضرتك مش انت، او انت يا حبيبي مش محتاج تقويم، لان الريسكس عندك اعلى بكتير من البينفيت، فساعتها هتبقى اخدت فيه ثواب. الموضوع طبعا احنا في الزمن ده كله بيهتم بالفلوس وبالتجاره اكتر، بس انت بتحاول تراضي ضميرك، بتحاول فعلا تهتم بعوامل العيان بحيث انك تشوف العيان ده ما يتأذيش بسببك يعني، وتتكلم الكلام ده مع الطفل، ولو واحد كبير تتكلم معاه، مع الطفل او مع الاهل بتوعه طبعا، هم اللي بيدوا الكونسنت او بيدوا الموافقه على العلاج، وتبدأ تعمل تريتمنت بلان بتاع حضرتك. اللي عنده اي سؤال يسيبه في كومنت، وان شاء الله نبدأ نتكلم في الشابتر التاني. طيب في الشابتر ده يا جماعة هنتكلم على الايتيولوجي والكلاسيفيكيشن اوف مال اوكلوجن. الايتيولوجي هو السبب، ايه سبب ان المال اوكلوجن حصل ليه، ايه سبب تغيير الاوكلوجن، ايه سبب ان الاوكلوجن ما بقاش ايديال. ليها اسباب، ايوه طبعا معظم الاسباب بتبقى عوامل وراثية انا او المريض ما نقدرش نتحكم فيها، بس في انفايرمنتال فاكتورز برضو، عوامل بيئية حسب العيان، ممكن يكون عنده عادات تخلي الاسنان تتحرك وكده. والكلاسيفيكيشن، احنا قلنا عايزين نقسم المال اوكلوجن، عايزين يبقى عندنا احنا كدكاتره التقويم عندنا حاجه نقدر نقسم، نقول الحاله دي سهله، الحاله دي صعبه، لا الحاله دي محتاجه شغل كتير، لا الحاله دي محتاجه واحد اخصائي، لا الحاله دي ممكن دكتور تقويم مبتدئ يشتغلها. دي كلها حاجات بتفيدنا في الكلاسيفيكيشن، فاحنا عايزين نعرف ايه الاسباب والكلاسيفيكيشن. الايديولوجي اوف مال اوكلوجن بيقول لحضرتك الايديال اوكلوجن ده قلنا هو عباره عن ان الاسنان في مكانها المثالي وتشريحيا واناتوميكالي، بس جه قال لحضرتك الاورثودونتس زمان خلاص كانوا بيركزوا على البوزيشن الاناتوميكال كوريكت اوكلوجن، بس دلوقتي لا بنهتم بالفانكشن اكتر. يعني ايه؟ دلوقتي بنهتم ان الاوكلوجن يكون مظبوط، العيان يقدر ياكل، يقدر يتكلم، يقدر يبقى، يعني مش مهتم بالمكان التشريح بتاع الاسنان اكتر، لا بس بقينا مهتمين اكتر بالمكان الفانكشنال، يعني الاسنان تبقى في المكان الصحيح. يعني بقى لك بص في البوكس ده، يعني العيان بيقدر يفتح ويقفل بقه سموثلي، سموث جلايدنج، من غير ما يحذف فك يمين او شمال مره واحده، مفيش سنه بتخبط في التانيه بتخلي الفك يتعوج. فالفانكشن المهم اهم من الاناتوميكال، اهم من المكان التشريحي بتاع السنان في الجمجمه، بقى الفانكشن هو الاهم. هدفها زي ما قلت لك احنا هدفنا ان احنا نعمل فانكشن اوكلوجن خلاص. ومفيش قال لك نفس الفكره، احنا اتكلمنا في الكلام ده في الشابتر اللي فات، قلنا ان التي ام جي مش شرط ان انت عشان ما عندكش ايديال اوكلوجن او عندك مشكله في الاوكلوجن، عندك مال اوكلوجن يعني، ان يكون عندك مشكله في التي ام جي. قلنا الموضوع ده محل جدال كبير جدا لحد هذه اللحظه، بس هي حاجه بيقولوا ملهاش سبب بسبب المال اوكلوجن، لان احنا اتكلمنا ان في ناس عندها تي ام جي بروبلم او نقدر نقول عليها تي ام دي، وفي نفس الوقت الاسنان سليمه والاوكلوجن سليم، وفي ناس العكس عندها الاوكلوجن مش مظبوط ومحتاجه تعمل تقويم وما عملتش تقويم، بس في نفس الوقت ايه التي ام جي سليمه وما عندهاش مشكله في التمبرو مانديبولر جوينت خلاص. فبيقول لحضرتك ان المال اوكلوجن نظريا بيعتمد على عوامل وراثيه وعوامل بيئيه، زي مثلا اوقات مثلا بيكون عندك الابر سنترال معرفش يطلع ويعمل اوكلوجن حلو عشان في سوبرا نيومري تيث موجوده زياده، او الديسيديوس فضلت موجوده في مكانها مش عارف ايه، دي كلها حاجات بيئيه، حاجه السنه اتكونت زياده عند الشخص فبوظت له الاوكلوجن، السنه الديسيديوس فضلت موجوده في مكانها فلما السنه البيرمننت حاولت تنزل فما عرفتش تنزل في مكانها الصحيح، فده عمل لك مال اوكلوجن غير لك في مكان السنه. عندك مثلا كيريز، خلعت اسنان ديسيديوس، لما بنخلع اسنان ديسيديوس بدري يا جماعه اللي بيحصل، لو انت عندك الدي والاي، عندنا الاسنان الديسيديوس بنقسمها من الاي بي سي دي اي بدل 1 2 3 4 5 6، لو انت خلعت المولرز بدري ايه اللي هيحصل؟ ال 6 الفيرست بيرمننت مولر، انت عندك الديسيديوس تيث بتتكون لحد يعني او بتطلع الراشه لحد سنتين، الطفل من اول ما يكون 6 شهور يبدا يطلع له الانسايزرز، لما يبقى عنده سنتين بيطلع له المولرز اللي ورا الديسيديوس، لما يبدا يبقى عنده 6 سنين ال 6 البيرمننت 6 اللي هو الفيرست بيرمننت مولر بيطلع. لما ده يحصل ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ هدف الديسيديوس تيث حاجات طبعا، الطفل يبدا يتكلم، يبدا ياكل، يبدا، بس احنا كدكاتره اسنان بنهتم بالديسيديوس تيث كحاجه مهمه قوي، ان انا بتحافظ لي على الاماكن او بترص لي مكان اماكن البيرمننت تيث في مكانها الاساسي. يعني ايه؟ يعني حضرتك المفروض عندك الدي والاي بيطلعوا عند سن سنتين، بيتبدلوا او بيحصل لهم شيدنج وبيطلع مكانهم البريمولر، الدي بيطلع مكانه الفيرست بريمولر، الاي بيطلع مكانه السكند بريمولر، والسكس اللي هو الفيرست بريمولر مولر ده طلع عند سن 6 سنين. لو انا خلعت، لو الطفل بياكل حلويات كتير وجيت عند سن 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين او 8 سنين وخلعت له الدي او الاي، ايه اللي هيحصل؟ السكس كل ربنا يخلي الاسنان كلها بتطلع
بميزيال فورس، يعني بتكون مايله ميزيال شويه. فاللي هيحصل ان السكس او الفيرست بيرمننت مولر هيجي يطلع مش هيلاقي قدامه الديسيديوس تيث. تاني هدف الديسيديوس تيث ان هي مش بس تاكل او شكل او الطفل يتكلم بيها، لا، انها بتخلي البيرمننت يطلعوا في مكانهم المظبوط، بالذات السكس. السكس ده لو طلع لقى الدي والاي اتخلعوا، او الدكتور كان خلعهم نتيجه ان الطفل كان عنده تسوس وما حشاهمش وخلعهم، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه السكس هيطلع معوج وهياخد مكان الفايف. ساعتها الطفل ده لما يجي الفايف يحصل له ايربشن وعند سن 10 11 سنه مش هيلاقي مكان يطلع فيه، لان السكس اخد المكان. ربنا خلق الاسنان بتميل ميزيال، مايله ميزيال، فلما تلاقي اللي قدامها فاضي بتميل لقدام اكتر. يعني الاسنان ما بتميلش لورا، الاسنان بتميل لقدام يا جماعه، ميزيال دريفتنج. فلو فهدف الديسيديوس تيث ان هتحافظ لي على الاماكن بتاعه البيرمننت تيث اللي هو ال6 وال7 اللي هو الفيرست بيرمننت مولر والسكند بيرمننت مولر. لو لا قدر الله اتخلع الدي والاي قبل ما عاد تبديلهم عند سن العشر سنين، السكس هيتحرك لقدام، هيحصل كراودنج، هتلاقي البريمولر مش لاقي مكان يطلع فيه، يا اما هيبقى امباكتد، يا اما هيطلع معوج بقل او لينجوال، هيبقى هيعمل لك مال اوكلوجن اللي هو انترا ارش مال اوكلوجن في وسط الارش نفسه. فدي حاجه مش كويسه. عشان كده دي حاجه انفايرمنتال، انفايرمنتال للطفل ما بيغسلش اسنانه، فبناء عليه انا مضطر ان انا اخلع له اسنانه، وبناء عليه السكس هيطلع لقدام. طيب عشان كده بيقول لك طبعا في حاجات زي الكليفت ليب او البالت اللي هو الشفه الارنبيه، ده بيبقى في مشكله في البالت نفسه وفي حته من الالفيولار بروسيس اللي بيتكون فيها اللاترال بالذات، فبيبقى عنده ميسنج تيث، ميسنج لاترال بالذات، فدي طبعا بتعمل له مال اوكلوجن. دي اشهر مثال من الحاجات الهيريديتري او الحاجات اللي الطفل بيورثها. بيقول لك بقى طبعا في حاجه اسمها هابسبرج رويال فاميلي، كان زمان في عيله مالكه المانيه على ما اعتقد، اظن كانت في المانيا، كانوا بيتجوزوا من بعض، فالناس دي كان عندهم صفه الفك بتاع يعني الفك بتاعهم كان معوج لقدام، كان كلاس 3 سيفير، فدي كانت حاجه وراثيه. يعني ده كان عنده المندب الخارج لقدام، كان عنده كل الناس دي كانت عندها كلاس 3، فدي كنا حاجه بيقول لك ده نموذج مثال من الناس اللي هو الحاجات الهيريديتري، يعني الحاجات الوراثيه. طيب عايزين نتكلم على الحاجات الانفايرمنتال. الحاجات الانفايرمنتال زي ايه؟ الحاجات اللي بتحصل للشخص مختلف عن الشخص التاني. زي ايه مثلا؟ زي الديجيت ساكينج، اللي هو واحد طفل بيمص على صباعه. لما بتمص على صباعك ايه اللي بيحصل؟ بالذات لو اكتر من 6 ساعات في اليوم، الابر واللور انتيريورز هيبقى فيه فراغ ما بينهم، مش عارف ينزلوا لمكانهم المظبوط، هيبقى فيه حاجه اسمها اوبن بايت، فدي حاجه بتعمل مال اوكلوجن. طبعا الطفل محتاج يعمل تقويم علشان يقفل السنان على بعض، بس طبعا قبل التقويم محتاج يعمل حاجه اسمها هابت بريكنج ابلاينس، حاجه تخليه ما يمصش صباعه. ممكن نحط له حاجه في البالت من ورا بحيث ان الطفل لما يجي يحاول يحط صباعه ما يعرفش يحط صباعه، او في ناس بتحط شطه على الصباع او حاجات كده زي ما احنا عارفين. طيب بيقول حضرتك ايه نهائيه يا فندم؟ بيقول لك ان لو انت ضغطت على السوفت تيشو اللي هي الخد والشفه والحاجات دي اكتر من 6 ساعات، يعني لو طفل مثلا بيمص صباعه فالشفه هتبقى ضغط على الانتيريورز او الصباع، الضغط بتاع الصباع هيأثر على نمو الفك، هيأثر على السكيلتال باترن. يعني خلي بال حضرتك من حاجه، ان نمو عظم الفك بيتأثر بالسنان وكل ده، والطفل لسه بينمو. نفس الفكره السوفت تيشوز اللي حوالين البق، لو انا الطفل بيبص صوابعه الاسنان هيبقى فيه فراغ ما بينها الابر ومن اللور، هعمل حاجه اسمها اوبن بايت هتأثر على السكيلتال باترن بتاعتنا. طيب الكراودنج دي اكتر حاجه، كراودنج اكتر حاجه مشهوره عند الناس الكوجيجن اللي هم قوقاز، اللي هم الناس اللي بشرتهم بيضه اللي هم الاوروبيين، والناس دي بيأثر على تلتين الناس. بيقول لك سببه ايه؟ ان تلتين البوبوليشن ده يعتبر من الاوكلوجن، يعتبر من الاوكلوجن طبعا، بس يعتبر حاجه خفيفه اللي هو حجم الاسنان اكبر من حجم الفك، ففي كراودنج، في ازدحام. قلنا ممكن يبقى انفايرمنتال سبب ان انا خلعت السكس بدري، اسف ان انا خلعت الدي والاي بدري فحصل لي كراودنج. قلنا ممكن يبقى ما خلعتش الدي والاي بدري او حاجه، بس هو وراثيا حجم الاسنان اكبر من حجم الفك فعشان كده بيبقى عنده كراودنج. بيقول لحضرتك اكتر حاجه سببها في الكراودنج ده في الزمن ده عن زمان، ان زمان بيقول لحضرتك الناس يا جماعه كانت بتاكل اكل نشف وخشن. يعني احنا دلوقتي كل اكلنا بيبقى مطبوخ او مشوي او كده، زمان كانوا بياكلوا العظم وبياكلوا حاجات، يعني الناس البدائيين اجدادنا كانوا بياكلوا حاجه اكل مفيش طبيخ او حاجه، فكان اكل ناشف، فكان حجم السنان بيتبري. فلما حجم السنان كان بيتبري ما كانش بيحصل لهم كراودنج، كانوا لما بيلاقوا جمجمه زمان ما كانوش بيلاقوا فيه اي كراودنج، او نادر ما كانوا بيلاقوا كراودنج. احنا دلوقتي معظم الناس بيحصل لها كراودنج، حتى لو ما عندوش كراودنج في اخر العشرينات اوائل الثلاثينات بيبدا يحصل له كراودنج، اسمه ليتين كراودنج. ده نتيجه انه
الاسنان الكونتينوس ميزيال موفمنت او ميزيال دريفتنج بتاع السنان بيخلي الاسنان تتحشر قدام بعض بتبقى فيها كراونينج. فده زمان ما كانش موجود، علشان زمان كانت الناس بتاكل اكل خشن كان بيحصل وير بين الاسنان، كان بيحصل تاكل في الاسنان فحجم الاسنان كان بيصغر فما كانش بيحصل كراودنج. دلوقتي احنا بناكل اكل كله طري وكده فما بيحصلناش الوير ده، فالسنان بيحصل لها كراودنج، يعني الاسنان بتفضل نفس الحجم. كان زمان حجم الاسنان بيصغر مع السن، يعني كل ما الناس بتكبر كل ما بيحصل تاكل في الاسنان نتيجه اكلهم ونتيجه كده يعني. خلاص طيب، هو بيتكلم حضرتك بقى انه ان انت بقى بتحاول تشوف اسباب البال اوكلوجن ده نظريا عشان تحاول تفهم. اتكلمنا ان في عوامل يعني انفايرمنتال، عوامل من البيئه، عوامل وراثيه، طفل ممكن يعملها، ممكن طفل اتخبط على اسنانه في السنه وقعت بدري فالسنان اللي ورا اتحركت لقدام، ففي عوامل كتير. يعني هو مش سنجل ديزيز يا جماعه، هو حاجه كولكشن اوف ابنورمال تريتس، يعني حاجات مختلفه خلت لك الاسنان تبقى فيها مال اوكلوجن. خلاص دي بتعمل ديفرنت انتر اكشن، حاجات بقى بين الجينات، حاجات وراثيه والانفايرمنت يعني وحاجات، يعني كل دي عوامل بتاثرها لنا. يعني حاجات يعني المال اوكلوجن ده مش محصله حاجه واحده، هو تاثير تراكمي وراثي على الطفل. كان بيعمل عادات الطفل، الطفل بياكل ايه، الطفل خلع بدري بيغسل سنانه، لا السنه اتحركت لقدام عشان خلع بدري، دي كلها عوامل بتاثر على المال اوكلوجن بتاعنا. خلاص لما بنيجي نعمل خطه علاجيه للناس اللي عندهم مال اوكلوجن، خلاص لازم نحدد ايه سبب المشكله. بص معايا في الحته دي، عندنا سكيليتال باترن وعندنا السوفت تيشوز وعندنا الدنتال فاكتورز. ايه الكلام ده؟ تعال نبدا ناخدها من تحت لفوق. الدنتال فاكتورز اللي هي العوامل اللي ليها دعوه بالاسنان، انت اعتبر الاسنان دي هي السكان بتاع العماره، واعتبر او السوفت تيشوز دي اعتبرها الاساسات بتاعه العماره، والسكيليتال باترن دي القواعد اللي هيتبني فيها العماره على الارض. يبقى مين لو بايظ كله هيبوظ. لو انت جيت بنيت عماره على ارض معوجه العماره هتطلع بايظه والسكان مش هيعرفوا يقعدوا او الاساسات مش هتبقى معدوله. فالسكيليتال باترن يا جماعه دي الاساس العظمي بتاع الفكين، لازم المجزله والمندبل يكونوا متوافقين مع بعض. لو المجزله او المندبل اساسا فيهم مشكله كبيره وفي عدم تناسق في الحجم ما بينهم او في البوزيشن بينهم من بعض، هتبص هتلاقي في انتر ارش ديسكريبنسي كبير جدا. حتى لو الاسنان كويسه طالعه في، يعني ممكن تلاقي الدنتال فاكتورز دي بتلعب اكتر حاجه في الانترا ارش، حاجه جوه الفك نفسه، السنان فيها كراودنج ما فيهاش كراودنج، بس انت ممكن يكون عندك السنان في الفوق، فك اللي فوق سليم والفك اللي تحت سليم في مكانها سليم وكل حاجه سليمه، بس علاقه الفكين ببعض بايظه نتيجه السكيليتال باترن. العيان ورث الفك اللي فوق حجمه كبير والفك اللي تحت مثلا ورثه من جده، والفك اللي فوق ورثه من جدته، فبقى في فرق كبير في حجم الفكين، فبقى في عنده مال اوكلوجن. فانت الاساس عندك العظم هو الاساس الفكين، يعني الاسنان دي حاجه اعتبر انك بتبني عماره على اساس، الاساس بتاع العماره دي هو السكيليتال باترن بتاعك. لازم يكون عندك علاقه المجزله بالمندبل سليمه. لو انت مهما كانت الاسنان كويسه ومرصوصه حلو والسكيليتال باترن عندك فيه مشكله، الاسنان هيبقى فيه علاقتها ببعض مش كويسه. يبقى للاسنان اخر حاجه بنبص لها، احنا اول حاجه بنبص للسكيليتال باترن. مستحيل تلاقي واحد عنده مشكله في عظم الفك لان الاسنان دي بتطلع او بتمو او بيحصل لها اربشن جوه عظم الفك. لو في مشكله في حجم عظم الفك او في مكانه اكيد الاسنان هتطلع في مكان مش كويس، ما هو الاسنان دي ما بتطلعش في الهواء، الاسنان دي بتطلع في العظم. فانت اول حاجه عندك السكيليتال باترن، حجم وبوزيشن في الاول 3 بلينز اللي هو الكورونال والساجيتال بلين والاكزيال بلين. خلاص كل البلينز دي مهمه جدا في الثلاثه بلين، يعني انتروبوستيريور ميزيو ديستال باكولينجوال. لازم حجم الفكين اللي فوق المجزله والمندبل سكيليتال باترن يبقى النمو بتاعهم متناسق مع بعض. لو متناسق مع بعض نبدا نبص على الاسنان. في الغالب لو العظم متناسق هنلاقي الاسنان متناسقين، بس عمرك ما هتلاقي العظم مش متناسق والاسنان متناسقين. يعني انت ممكن يكون عندك العظم سليم، الاساسات بتاعه العماره بتاع القاعده اللي انت بنيت عليها العماره سليمه، بس جيت بنيت العماره واحد مهندس مبتدئ اللي بنى العماره بناها وحش، فالعماره هتطلع وحشه وبايظه ومعوجه. فانت اساس ان العماره تطلع سليمه، الدنتال فاكتورز تبقى سليمه، محتاج السكيليتال باترن بتاعك يكون سليم. يعني احنا ما احنا برضو اتكلمنا ان السوفت تيشوز دي يا جماعه بتاثر عندنا على السكيليتال النمو، بالذات لو طفل صغير يعني بيضغط بيمص حاجه في شفته، بيمص صباعه بتاع الضغطه على شفته دي بتاثر على النمو بتاع العظم. فالثلاثه ليهم دعوه ببعض. فالمال اوكلوجن سببه يا اما مشكله في العظم او السوفت تيشو بيعمل مشكله في النمو بتاع العظم، او الدنتال او العظم سليم والتيشو السليمه بس الاسنان طلعت في مكان خطا. ممكن برضو نتيجه السوفت تيشو، ممكن الطفل عمال بيزق في سنته كل يوم فالسنه تدخل لجوه، عمال بيشد سنته لبره كل يوم السنه تخرج لبره، كانه بيعمل اورثودونتيك فورس، كانه هو اللي بيحرك السنه. وهنتكلم السنان ازاي بتتحرك يعني.
خلاص. فانت لازم تبقى عارف ان من الاخر كده يا جماعه المال اوكلوجن دي حاجه كومبلكس، حاجه معقده جدا، واحنا بنحاول نعرف اسبابها عشان ليه ايه. طب احنا مهتمين ليه نعرف الاسباب؟ عشان نقلل من الاحتياج. احنا بره في دول الحكومات والدول المتقدمه بيبقى في تقويم على الدوله وكده، فعايزين نمنع، يعني زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال الوقايه خير من العلاج. انا عايز امنع اساسا المشكله انها تحصل، فلازم اعرف الاسباب بحيث ان انا اقلل منها. يعني انا لو لقيت طفل جاي العياده باخد منه هيستوري عنده سنتين ثلاثه، اسال والده ووالدته هو بيمص صباعه، ساعتها هيقول لي اه، هقول له لا خلاص ده لازم نركب له جهاز يمنع ان هو يمص صباعه عشان ما ياثرش على السوفت تيشو، عشان ما ياثرش على السكيليتال باترن، وفي نفس الوقت لما صباعه ممكن لما يقعد يضغط على السنان يخليها تبعد عن بعض ويعمل لها اوبن بايت. فدي يا جماعه نقطه مهمه لازم كلنا نعرف ايه الاسباب. خلاص تمام. عايزين نقسم بقى المال اوكلوجن. عايزين انا هستفيد ايه لما اقسم مال اوكلوجن؟ انا كدكتور تقويم عايز اعرف الحاله دي سهله ولا حاله صعبه، عايز اعرف انا كتامين شركه تامين حكوميه عايز اعرف هل الشخص ده محتاج تقويم بجد ولا مش محتاج تقويم. فاحنا بنقسم المال اوكلوجن، عندنا كذا اندكس وعندنا كذا كلاسيفيكيشن هدفهم ان هم يسهلوا الموضوع بتاعنا. قال لحضرتك انه معظم الكلاسيفيكيشن بتاعنا عايزين يكون فاليد خلاص، يعني يكون واقعي، يعني يقدر يقيس بجد المال اوكلوجن، يكون فاليد، يكون ريبروديوسبل. دي نقطه مهمه. يعني انا اما اجي استخدم الاندكس اتنين مثلا، انا دكتور تقويم ودكتور تقويم تاني يستخدم الاندكس، ما خلي بالك من حاجه، زي مثلا يقول لك الجمال النسبي، انا ممكن اشوف واحد اقول عليه ممثل اقول عليه ده ما شاء الله ده وسيم، واحد تاني يشوفه يقول لك لا ده ممثل عادي مش وسيم، هو نفسه يشوف ممثل تاني يقول لك ده ممثل وسيم، انا مثلا اشوف الممثل ده اقول لك لا تشك. فالريبروديوسيبيليتي، انا محتاج برضو الاندكس بتاعتي على قد ما تقدر كل لو كذا حد شافها او كذا حد استخدمها يبقى فيه ستاندرد. يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا الامتياز فوق ال 85% خلاص ده بقى ستاندرد. نفس الفكره، انا عايز الاندكس بتاعي لو كذا دكتور استخدمه يبقى ريبروديوسيبل، مش لو انا استخدمته يطلع رقم حاله مثلا اقول الحاله دي صعبه او واحد تاني استخدمه يطلع الكلاسيفيكيشن الحاله دي سهله. طيب اكسبتابيليتي، يعني هل الاندكس بيتقبله الطبيب والمريض؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا ممكن اقول لك ان الحاله دي سهله او الحاله دي مش محتاجه تقويم نتيجه ان الديفكت او المال اوكلوجن حاجه صغيره مش باينه، بس بالنسبه للعينين دي حاجه باينه. اديك مثال، يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى عندك روتيشن صغير في الانتيريور تيث، بالنسبه لدكاتره التقويم دي حاله سهله وبسيطه ومش محتاجه تقويم، بس بالنسبه للستات او للبنات بالذات لا الحاله دي مضايقاني. يعني ممكن يكون عندهم اوبن بايت ورا حاجه كبيره ومش عارفين ياكلوا والاوكلوجن وحش قوي ورا، بس مش فارق معاهم، بس هو اللي فارق معاهم القدام، هل السنان شكلها وحش ولا حلو. فلازم الاندكس اللي انا استخدمه او الحاجه اللي اعمل بيها كلاسيفيكيشن تديني اكسبتابيليتي، ابقى انا كدكتور بروفيشنال اخصائي تقويم متقبلها والعيان برضو متقبلها. يعني انا ما اجيش اقول الحاله دي حاله تقويم مش محتاجه تعمل تقويم لان حاله بسيطه، وابص الاقي العيان متضايق قوي من شكله، والعكس صحيح، ما ابصش الاقي العيان مبسوط قوي بيقول لك لا انا مش محتاج تقويم، وانا اقول له لا انت لو ما عملتش تقويم هيحصل لك مشاكل كتير. فلازم الاندكس يخدم الدكاتره ويخدم العيانين في نفس الوقت، وسهل وايزي، يكون ايزي اوف يوز، يكون سهل ومباشر ما يكونش معقد. عندنا يا جماعه عندنا اندكس او عندنا طرق بنقسم بيها المال اوكلوجن، يا اما كواليتيتيف كواليتي اللي هي الجوده، او اللي هي عكس الكوانتيتيف، كوانتيتيف اللي هي بالارقام اللي هي بالكوانتيتي، كواليتيتيف اللي هي الوصفيه، كوانتيتيف هي اللي فيها رقم اللي هي بتعدها. يعني ايه الكلام؟ يعني انا كواليتيتيف دي في عندنا انواع طرق تقسيم المال اوكلوجن بالشرح، بص قسمت از ديسكريبتيف، يعني انا اقول لك الحاله دي صعبه، حاله سهله، لا حاله متوسطه الصعوبه، دي الكواليتيتيف. خلاص اشهرهم هي انجل قسم، هنتكلم عن انجل كلاسيفيكيشن، ده هو يعتبر الاب الروحي بتاع دكاتره التقويم. خلاص ان هو حط اسس كتير دكاتره التقويم، واول كلاسيفيكيشن هو اللي عمله ومعظم دكاتره شغاله بيه لحد دلوقتي، اللي هو كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. انا نفسي اتكلمت من شويه قلت كلاس دي حاله دي كلاس 2 كلاس 3، انجل يعتبر هو الاب الروحي. طبعا في كذا كلاسيفيكيشن، اكتر من 20 30 كلاسيفيكيشن نزلوا بعديه، بس يظل الانجل كلاسيفيكيشن هو رقم واحد واشهر كواليتيتيف وصفي. الحاله كلاس 1 معناها هنتكلم يعني ايه كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3، بس قال لك برضه في بريتش ستاندرد انستيتيوت كلاسيفيكيشن شغالين بيه لحد دلوقتي. طب الكوانتيتيف بحاجه بقى رقميه، يعني انا بدي رقم الحاله دي مثلا في الصعوبه لا واحد، لا الحاله دي في الصعوبه 10، فحسب بقى يعني. فدي اسمها كوانتيتيف. اشهرهم يا جماعه البير اسسمنت ريتنج خلاص، والاندكس اورثودونتيك تريتمنت نيد اي او تي ان، ده برضو مشهور جدا. خلاص فاحنا عندنا دي حاجات انت مش لازم تكون عارفها، بس انت تعرف ان في كذا طريقه اقدر اقسم بيها المال اوكلوجن بتاعي علشان اقدر ان انا
اعرف الحاله دي سهله ولا صعبه. انت مش لازم تعرف، انت عمر ما هيطلب منك في الامتحان تعرف ايه الكلاسيفيكيشن ده بيتعمل ازاي او ايه المقياس، بس انت تكون فاهم. انجل جي، واحد اسمه انجل جي قال لك الكلاسيفيكيشن ده معتمد على الفيرز. مشكله الانجل كلاسيفيكيشن ان هو كان معتمد، احنا اول مولر بيطلع ورا في البيرمننت تيث، طبعا عندنا ديسيديوس وعندنا بيرمننت، اول حاجه بتطلع في البيرمننت تيث الانتيريور تيث الانسايزرز، وعندنا السكس بيطلع برده في نفس العمر، يعني اللور انسايزرز بيطلعوا في نفس الوقت اللور 6 بيطلع. فبناء عليه انجل قال ان اللور 6 علاقته بالابر 6 هي اللي هتحدد لي الاوكلوجن بتاعي مظبوط ولا لا. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نبص في الصوره دي، ادي الانجل كلاسيفيكيشن. قال لحضرتك انه اللور اللور الميزيو بكال كاسب بتاع اللور 6 اللي هو اللور فيرست مورر بيبقى داخل ما بين الابر 5 وبين الابر 6، ده الانجل كلاسيفيكيشن كلاس 1، ده النورمال. يعني طب هتقول لي اشمعنى ال6؟ هقول لك ان هو اخد ان ال6 اول سنه اول مولر كبير بيطلع، وهو كي اوف اوكلوجن، وهو يعني اللي بيتبني عليه كل السنان اللي ورا ال7 وال8 بيتبنوا عليه، والبريمولرز بيتبنوا عليه. فعشان كده احنا قلنا لما يجي عندنا ديسيديوس تيث ما نخلعهمش، بنخليهم بنعالجهم لحد ما ال6 يطلع علشان يفضل في مكانه سليم. طبعا انجل كانت مشكلته بيتهاجم ليه؟ ان هو بنى الكلاسيفيكيشن بتاعه على ان ال6 ده سنه مكانها ثابت ما بيتغيرش، بس لا طبعا احنا اتكلمنا من شويه قلنا ان ال6 ده مكانه بيتغير وممكن يطلع في كذا حته نتيجه جينز، نتيجه انفايرمنتال فاكتورز. افرض انت جيت خلعت الاي ال6 احنا قلنا بيطلع بميزيال فورس شويه هيميل لقدام، قلنا اي سنه هتطلع هتلاقي قدامها السنه اتخلعت هتميل لقدام. فالانجل كلاسيفيكيشن قال لك ان كلاس 1 الطبيعي انه اللور. طب ليه يا جماعه التفسير ده ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق اللور انسايزرز الميزيو ديستال ويدث بتاعهم ارفع من الابر انسايزرز السنترالز بالذات. فلو حضرتك جيت بصيت هتلاقي انه ده بيخلي ان اللور تيث سابقه الابر تيث بهاف يونت. يعني ايه؟ يعني لو عبرت لو انت اعتبرت ان ده المولر ده حته واحده، نص المولر هتلاقي اللور مولر ده سابق بهاف يونت، فده بيبقى اسمه كلاس 1 نتيجه ان الفرق بين الحجم الابر انسايزر واللور انسايزرز. سبحان الله، عشان تعمل اوكلوجن حلو يعني تخيل كده الابر واللور انسايزرز او الابر واللور انتيريورز كانوا نفس الحجم نفس العرض، ايه اللي هيحصل؟ كنت هتلاقي الكاسب تيب ده داخل في كاسب تيب ده، هل هتقدر تمضغ الاكل حلو؟ لا، عشان يبقى في كاسب داخل في الفصه او كاسب داخل في المارجنال ريدج عشان تقدر زي المقص كده حاجه تقدر تمضغ مظبوط، ربنا خلق ديسكريبنسي فرق في حجم بين الابر انتيريور واللور انتيريور عشان المنظر يبقى زي ده يتحقق قدامك. وده اللي انجل بنى عليه الكلاسيفيكيشن بتاعه، كان لما يبص يلاقي اي حد عنده ال6 اللور 6 او اللور فيرست مولر سابق الابر 6 او الابر فيرست مولر بنص كاسب اللي هو كاسب نيوزي بوكال كاسب داخل ما بين ال5 وال6، كان يقول لك يا حبيبي ده كلاس 1 ده الاوكلوجن بتاعه حلو. جه بعد كده قال لك لا كلاس 2 بقى، معناه ايه؟ معناه ان المجزله اللي فوق المجزله او الابر ارش او الفك العلوي اكبر من الفك السفلي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الاسنان اللي فوق طالعه لقدام اكتر، فبدل ما اللور بقى هو اللي سابق بقى الابر هو اللي سابق. بقى عندك كلاس 2. طب العكس بقى لو كلاس 3 عندك الفك اللي تحت كبر زياده عن اللزوم اللي هو الفك اللي تحت بقى كبير، فايه اللي هيحصل؟ الاسنان اللي تحت هتخرج لقدام اكتر. يعني احنا اتفقنا ايه الفرق بين كلاس 1 وكلاس 3؟ قلنا كلاس 1 بيبقى اللي تحت سابق او الفيرست مولر سابق بهاف يونت، يعني الكاسب بتاع الميزيو باكل كاسب داخل ما بين ال5 وما بين ال6. لو الميزيو باكل كاسب ده طلع لقدام اكتر، لا بقت كلاس 3، بقى الفك اللي تحت اكبر بكتير. والفك لما بيكبر ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بيطلع لقدام ولبره، فالسنان بناء عليه بتتحرك لقدام وبره مع الفك برده. فكلاس 3 ده اب نورمال وكلاس 2 ده اب نورمال. ممكن يبقى كلاس 2 او كلاس 3 سببه يا اما المجزله كبرت والمندبل فضل حجمه زي هو، او المندبل صغر والمجزله كبرت، يعني ممكن كذا كومبينيشن. يعني ايه؟ يعني هتقول لي طب يا دكتور ايه سبب الكلاس 2؟ هقول لك الكلاس 1 حجم الفك اللي فوق متناسق مع حجم الفك اللي تحت. فاكرين لما قلنا السكيليتال بيبني على اساسه الدنتال؟ يعني عمرك ما هتشوف كلاس 1 في واحد الفك اللي فوق بتاعه كبير والفك اللي تحت بتاعه حجمه عادي. ليه؟ لان الاسنان اللي فوق لو الفك بقى كبير اللي فوق فالاسنان هتخرج هتطلع لقدام، فهتبقى اوتوماتيك كلاس 2. يعني بص هو ادي دي كلاس 2 الطبيعي، قلنا اللور فيرست مولر هو اللي بيبقى لقدام والابر مولر هو فيرست مولر هو اللي بيبقى لورا. فانت عندك دي كلاس 2 سببها حاجه من اتنين، يا اما الفك العيان ده بتاع كلاس 2 الفك العلوي كبر زياده عن اللزوم نتيجه عوامل وراثيه فبقى عنده كلاس 2، او الفك اللي تحت نتيجه عوامل وراثيه ما نموش لم ينمو النمو المطلوب فبقى عندك كلاس 2، او العكس صحيح في كلاس 3 العيان ده الفك العلوي بتاعه بطل ينمو والفك السفلي نما زياده عن اللزوم، او الفك السفلي
اسف اول فك العلوي حجمه هو هو طبيعي، بس اللي تحت قعد يكبر زياده عن اللزوم، بقى عندنا كلاس 3، فلما كبر السنان اتحركت لقدام. ده يا جماعه الانجل، مشكله انجل انه كان باني كل الكلاسيفيكيشن على الفيرست مولر. احنا اتكلمنا من شويه قلنا ان الفيرست مولر مكانه بيتغير اصلا، مش حاجه ستاندرد، بس يظل الى هذه اللحظه. طب هتقول لي يا دكتور ايه اهميه الانجل كلاسيفيكيشن؟ اقول لك لو انت حتى عيان عنده مثلا كلاس 2 ونجحت ان انت ترجع، يعني دلوقتي كلاس 2 دي احنا اتفقنا ان عايزين ده يدخل يرجع لورا، او هتقول لي ممكن اللي هو ده اللي هو السنه اللي فوق دي ترجع لورا عشان ال 6 ده الميزو باكال كاست بتاع اللور 6 يدخل ما بين ال 5 وال 6، فانا عايز اطلع السنه اللي تحت دي لقدام او ارجع السنان اللي فوق دي لورا. هبنيها بناء على ايه؟ هبنيها بناء على الاكس راي. هبص هعمل للعيان ده حاجه اسمها لاترال سفينومتريك اكس راي، اشعه بتصور من الجنب، اشوف هل والله انت دلوقتي كدكتور بقى عايز تعالج العظم وعايز تعالج الفك، هل والله الحاله دي قلنا دي حاله ايه يا جماعه؟ قلنا دي حاله كلاس 2. هل احنا قلنا ممكن سببها المجزله يا اما كبيره يا اما المندبل هو اللي صغير. طب لو المندبل صغير هل نفس الخطه العلاجيه لو المجزله كبيره؟ هو النتيجه واحده، انه حاليا النتيجه واحده انه ايه؟ ان المجزله الاسنان اللي فوق طالعه لقدام، هتلاقي الاوفرجيت اللي عندها، هتلاقي الاوفرجيت اللي عنده كبير، هتلاقي الاسنان الابر انتيريور خارجه لبره جامد قوي. العيان ده ممكن يتخبط، ممكن يبقى شكله وحش، الابر انتيريور خارجين لبره زياده عن اللزوم. خلاص، فالعيان اللي زي ده يا جماعه ابص اهو، يعني ده المنظر الطبيعي. بص هتلاقي العيان ده الاسنان خارجه لبره، فالشكل هتلاقيه وحش. فالعيان ده انا عايز يا اما اكبر الفك اللي تحت عشان الاسنان اللي تحت تتحرك لقدام وترجع كلاس 1، يا اما اصغر او احدد من نمو الفك اللي فوق علشان اللي تحت يكبر براحته بس اللي فوق ما يكبرش، ولما اللي تحت يكبر براحته الاسنان ترجع علاقتها طبيعيه. الكلام ده كله بعرفه منين؟ بعرفه من الاكس راي. اقدر اتحكم في النمو، ايوه، قبل البلوغ، قبل الجروث سبيرت او البيوبرتي اقدر اتحكم في النمو. عشان كده بنقول انه احسن سن اقدر اشتغل فيه للطفل اللي عنده تقويم بالذات لو مشكله سكيليتال هي الفتره بتاعه الميكس دنتيشن، او الفتره اللي هي قبل البلوغ. قبل البلوغ بسنتين ثلاثه اقدر اتحكم في نمو الفك. يعني انا لو لقيت عنده الطفل ده المجزله هي اللي كبيره، اقدر احط جهاز يحجم حجم المجزله ما تكبرش. لو لقيت المندبل صغير اقدر احط جهاز يكبر حجم المندبل علشان الاسنان تتحرك لقدام واصلح المال اوكلوجن. والعكس صحيح في حالات كلاس 3، لقيت العيان الطفل جاي لي والفك اللي تحت بتاعه كبير، فبناء عليه الاسنان خارجه لبره، انا عايز اخلي الاسنان تدخل لجوه او اصغر من اخليها ترجع لورا. فيا اما البسه حاجه تصغر حجم الفك اللي تحت، او لو لقيت في الاشعه ان حجم الفك اللي فوق هو اللي صغير بالنسبه لحجم راسه وبالحجم وشه، البسه حاجه توسع الفك اللي فوق. يبقى يا جماعه احنا اتفقنا ان لازم اعالج السبب. يعني مش معنى كلاس 3 ان انا خلاص اصغر الفك اللي تحت، لا، افرض الفك اللي تحت حجمه متناسق مع حجم وشه بس الفك العلوي هو اللي حجمه اصغر من الطبيعي، ساعتها اوسع الفك اللي فوق او اخرجه لبره. فدي علاج كلاس 3. اتمنى تكون الصوره وصلت واتفهمت. تمام، ده يا جماعه اسمه الانجل كلاسيفيكيشن. عندنا بقى بريتش ستاندرد انستيتيوت كلاسيفيكيشن بيتكلم حضرتك في زي ده حاجه اهو، بيقول لك ده بقى البريتش، المدرسه البريطانيه يا جماعه بتتكلم، البريتش ستاندرز بيتكلم على علاقه الانسايتورز ببعض، هي تقريبا الانجل، بس الفرق ان انا بدل ما بتكلم ورا بتكلم قدام. الانسايزر كلاسيفيكيشن بيقول لحضرتك انه الانسايزر ايدج بتاع اللور انتيريور، لور انتيريور انسايزر، تعال نبص اهو، lower incisor edge occlude or lie immediately below cingulum plateau of the upper. بص cingulum plateau اللي هو ده تحتها بالظبط الانسايزر ايدج بتاع اللور، دي العلاقه المثاليه بتاعت كلاس 1. هتقول لي، هقول لك ما هو يا حبيبي لو انت عندك، هتقول لي طب يا دكتور افرض هل ممكن يبقى عندي انجل كلاس 1 وانتيريور كلاس مختلف؟ هقول لك ممكن، بس غالبا لا، غالبا لو اللي ورا مظبوط، ما هو احنا بنتعامل ان السنان مفيش كراودنج او حاجه، غالبا لو كلاس 1 ورا هتلاقي كلاس 1 قدام. تخيل معايا انت كده لو كلاس 2 مثلا، هنا بيقول لك ايه؟ احنا قلنا كلاس 2 في الايه؟ في الانجل كان الفك اللي فوق كبير وخارج لبره، او الفك اللي تحت صغير وداخل لجوه، او بناء عليه ان المولر هو الابر خرج لبره عن اللور، او خرج لقدام عن المولر اللي تحت، اتحرك ميزيال اكتر. تعال نبص هنا على البريتش كلاسيفيكيشن، هتلاقي الانسايزور الاوفرجيت كبر شويه، بقى اكبر، او الطبيعي الاوفرجيت يبقى من 0 ل 2 مللي، هنا بقى الاوفرجيت اكبر من 3 4 مللي. بص الطبيعي الاوفرجيت، بص يبقى يا دوب حاجه اهو شبه مش لامسين، هنا لا بقى في اوفرجيت كبير، ده هياثر على الشكل، هياثر، ده يعتبر كلاس 2 برضو. عندنا كلاس 2 بيتقسم في البريتش، دي نقطه مهمه، لاثنين كلاس، في الديفيجن 1 وفي الديفيجن 2. الديفيجن 1 يا جماعه بيبقى الاسنان بروكلايند، يعني هو الاوفرجيت كبير، المجزله حجمها اكبر من المندبل، او المندبل حجمه اصغر من المجزله، والاسنان مايله لبره. طيب عندنا الكلاس 2 الديفيجن 2، ده كلاس 2 ديفيجن 1. الكلاس 2 ديفيجن 2 بتبقى الاسنان
مايله لجوه، عامله ديب بايت، الاوفرجيت قليل، يعني بتبقى الاسنان قريبه من بعض، الاوفرجيت ما بيبقاش كبير. طبعا العلاج بتاع الحاله دي بيختلف عن الحاله دي، بس المهم في الحالتين ان المجزله خارجه لبره زياده عن اللزوم، وان اللور انسايزر بص مستواه بدل ما كان فوق السنجلوم، كان تحت السنجلوم بلاتو هنا، كان تحت هنا اهو، لا بص الانسايزر اتش بقى فين؟ بقى مستوى السنجلوم ده طلع لفوق، بقى قريب من السنجلوم. دي حالات الكلاس 2 يا جماعه. بص اهي، بص ديب بايت، بص هنا بالذات في الديفيجن 2 بقى عندي، بص يعني بقى ده خلاص، ده وصل للجنجيفا فوق. دي حاجه اسمها ديب بايت. ديب بايت يعني الديب، يعني انت عندك الاوفر بايت العاديه، الابر انسايزر ايدج بيغطي 2 مللي من اللور انسايزر ايدج، انت هنا عندك مغطي جامد قوي. يعني بص فوق هنا يا دوب مغطي، بص الاوفر بايت هنا قد ايه، يا دوب حته صغيره الحته دي، بس هنا انت عندك ديفيجن 2 بيبقى ديب بايت، بتبقى ديب بايت يعني بص السنه كلها تقريبا متغطيه طول الابر. ده العيان لما يجي يندخ او يقطم مش هيعرف يندخ او يقطم بسهوله، لان السنان بتخبط في بعض عامله زي الحيطه، حطين بيخبطوا في بعض، فدي مشكله. وطبعا غير مشكله الشكل، هتلاقي الاسنان دي نازله لتحت. طيب كلاس 3، اه احنا تعال نرجع للانجل، الكلاس 3 بتاع حضرتك في الانجل عامل ازاي؟ اللور انتيريورز او اللور اسف فيرست مولر، هتقول لي ايه الفرق بينه بالكلاس 1 عشان ما تتلخبطش، ان اللو كلاس 1 نو هاف يونت، الميزيو بقى الكاسب داخل ما بين ال5 وال6، هنا لا الميزيو بقى الكاسب متحرك لقدام، ده هنا بص داخل ما بين ال4 وال5. اي حاله لقيت الميزيو بقى هتقول لي يا دكتور ما هو اللور مولر قدام الابر مولر، هقول لك لا ما هو بهاف يونت، يعني الميزيو بقى الكاسب يكون بين ال5 وال6. لو لقيت الميزيو بقى الكاسب ده عدى الكاسب تب او بتاع ال5 الابر، كده بقت كلاس 3، معناه ان الاسنان اللور متحركه لقدام. طب تعال نرجع للبريتش، بقول لك هي واحد، لو الاسنان المولرز اتحركت لقدام اوتوماتيك هتلاقي الانسايزر اتحركت لقدام. بص عندنا حاجه اسمها ريفيرس اوفرجيت، يعني الطبيعي ان الابر هو، كلنا لو بصينا في المرايه هنلاقي الابر لما بنعض الابر قدام واللور لتحت او لجوه، هنا حضرتك لو بصيت هتلاقي اللور هو اللي لبره والابر هو اللي لجوه، دي كلاس 3 زيها زي هنا. ما هو بديهي، انت اعتبر الاثنين دول صوره واحده، وما حتى هنا في الكتاب يعني ايه تقدر تعتبر ان كلاس 3 هنا هي كلاس 3 هنا. تخيل كده معايا لو كملت الرسمه هنا، هتلاقي ان اللور هنا الانسايزرز خرجوا لبره الابر انسايزرز، وهكذا نفس الكلام الكلاس 2 حضرتك لو بصيت هتلاقي ان المسافه كبرت شويه ما بين الابر واللور اللي هو الاوفرجيت بقى كبير. لو بصيت في كلاس 1 هتلاقي طبيعي، هو ده الطبيعي اللي عند معظم الناس كلاس 1 اللي هو الميزو بوكال كاسب داخل ما بين ال5 وال6، بناء عليه هتلاقي الكلاس 1 اللي هو زي ده الاوفر بايت والاوفرجيت طبيعي وكويس وزي الفل. طيب يبقى يا جماعه اهم اتنين كلاسيفيكيشن حضرتك تعرفهم هو الانجل والبريتش ستاندردز، اللي ان شاء الله هيكمل في بورد او امتحانات امريكي او يمتحن زمالات امريكيه او يروح يكمل يعمل بورد الامريكي، شغالين بالانجل. اللي هيكمل في البريتش هيبقى شغالين بال اللي هو بالانتيريو بالانسايزر كلاسيفيكيشن يعني. طيب تعالوا نكمل، قال لك في كلاسيفيكيشن تاني، ايوه في حسب الاندكس اوف اورثودونتيك تريتمنت نيد، ده عملوه علشان يشوفوا مين محتاج يعمل تقويم مش محتاج يعمل تقويم، عشان الناس ليها تامين عايز يعمل تقويم. لو انه احنا بنقسم يا جماعه الخمسه جريد، جريد 1 اللي هو حاجه بسيطه مش محتاج، يعني هو عنده مال اوكلوجن بس خفيف مش محتاج اعمل له تقويم، جريد 2 ليتل نيد، يعني كلام حسب بقى، بيقول لك بتقسم حسب الاوفر جيت كبير اوفر بايت كبير مش عارف، يعني هو تقسيمه انت مش مطالب انك تعرفها، هو بس كلام ككلاسيفيكيشن، يعني هو زي نظام نقط، يعني انا بدي نقطه مثلا فرق بتلعب في الدوري او بتلعب في دوري ابطال مثلا، لا اللي هيكسب هياخد 3 نقط، اللي هيتعادل هياخد نقطه، نفس الفكره، اللي عنده مثلا كراودنج هياخد نقطه، اللي عنده كروس بايت مثلا يعني هو الكلاسيفيكيشنز اللي باقيه كلهم بتعتمد على السكورز، يعني انت بتعتمد على، مش لازم تعرفها ولا حد بيشتغل بيها ولا حد يعرفها، واللي درسها حتى وحفظها بينساها، مفيش حد بيعتمد عليها، اللي بيعتمد عليها بس الناس الشغاله في الحاجات الحكوميه او الناس اللي بتعمل دراسات اكاديميه عشان تعرف نسبه الناس اللي عندها. مثلا انا لو في الدوله مثلا بعتمد على الكلاسيفيكيشن ده هستخدم جريد 1 و2، هقول لك مثلا في اخر البحث بتاعي، يعني دي حاجات نظريه انت مش لازم تعرفها حتى ولا لازم تقراها، بس عشان تبقى عارف ان ده جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4 جريد 5، يعني عشان تقسم للابحاث الدراسيه تقول والله انا الشعب بتاعي مثلا في الجروب ده لا عندي واحد او اثنين، اللي خد واحد او اثنين مش محتاج، لا اللي خد ثمانيه، حاجات كلها نظريه يا جماعه انت مش محتاج تعرفها. زي مثلا الاندكس ده، اندكس مثلا رابع او خامس اهو، بيقول لك بنحاسب نقسم حسب، انت لو لقيت بتاخد اوحش حاجه مثلا، لو لقيت الحاجات صغيره قوي يعني الاسنان مغيره مكانها 1 مللي مش محتاج تعمل، او جريد 1 حاجه بسيطه، ليتل مال اوكلوجن حاجه بسيطه قوي، لو لقيت تغيير في السنان مكان السنان 1 ل 2 مللي، يعني حاجات يا جماعه كلها حاجات نظريه
مثلا تعال نتكلم على جريد 5، حاجه كبيره قوي، سنه سنه جوه الفك ما طلعتش، كليفت ليب او بلد، ده محتاج اكيد تقويم ومحتاج راحه مش بس تقويم. الاوفرجيت كبير لاكتر من 9 مللي، تخيل كده انت عندك اوفرجيت اكبر من 9 مللي، اكستنسيف هايبودونشيا، واحد ناقصه اسنان كتير قوي، محتاج يزرع ومحتاج يركب، وطبعا محتاج تقويم عشان يرص الاسنان في مكانها الطبيعي قبل ما يركب، عشان زي ما قلنا لو ركب من غير ما يعمل تقويم الاماكن التركيبه هيبقى مكانها مش حلو، فلازم يرجع وهكذا. فدي كلها حاجات يا جماعه كلاسيفيكيشنات انت مش مطالب انك تعرفها هنا. يعني طبعا هنا بيقول لك الاستيتيك سكور، في كلاسيفيكيشن حسب الشكل بالتقييم الشكل، والله بدي درجه على الميد لاين شيفت، الخط النص بتاع الاسنان ماشي مع خط النص بتاع الوش، بدي درجه على الاوكلوزال بلين، بدي درجه على السبيسنج، دي كلها كلاسيفيكيشنز حضرتك مش مطالب انك تعرفها. فيا جماعه دي مثلا كلاسيفيكيشن تانيه مبنيه على الاورثوجناستيك فانكشنال تريتمنت نيد. يعني هو بقى في ناس بتقول لي سليب ابني، يعني يقول لك واحد بيشخر وهو نايم، في ناس بتشخر وهي نايمه بسبب ان الفك اللي تحت راجع لورا، فده محتاج اعمل له تقويم، ده محتاج فيري جريت نيد، عشان محتاج اعمل له تقويم جامد قوي علشان احرك الفك اللي تحت لقدام. معظم يا جماعه لقوا ان الشخير ده بيبقى سبب ضيق في التنفس وانت نايم، فلو انت ركبت العيان ده حاجه بتحرك الفك اللي تحت لورا، اسف بتحرك الفك اللي تحت لقدام، ساعتها هتخلي التنفس احسن والشخير يروح. هتقول لي هو الشخير حاجه وحشه؟ اقول لك لا، ما هو الشخير ده بيخلي ناس كتير ما تعرفش تنام وبتصحى من النوم كتير. في جهاز اسمه السيباب اللي هو جهاز تنفس صناعي، بيزود التهويه، بيخلي العيان يقدر ينام مرتاح اكتر بدل ما نعمل له تقويم، بس في الحالات اللي هو ما استجابش للسيباب، اللي هو لو الجهاز اللي هو جهاز تنفس صناعي بيستخدمه وهو نايم عشان ما يشخرش لبسه ولسه بيشخر، لا ساعتها ممكن افكر اعمل له تقويم عشان احرك الفك اللي تحت لقدام عشان يتنفس احسن. فكل دي يا جماعه انت مش مطالب انك تعرف كلاسيفيكيشنز دي، دي حاجات نظريه. طيب ها اخر حاجه في الشابتر ده هنتكلم عليها الاندرو 6 كيز اوكلوجن. واحد اسمه اندرو جه بعد انجل قال لك يا جماعه طب انا عايز اقول 6 نقط لو انا شفتها في الشخص هبقى معناه ان الاوكلوجن عنده ممتاز ومية مية وراجل جميل. طبعا الحاجات دي ما بنلاقيهاش غير في 1 أو 2% من السكان، معظم الناس عندها مال اوكلوجن زي ما قلنا، بس دي حاجه يعني هو هنا حتى بيقول لك هي مش حاجه هدف انك تشوفها في كل الناس، بس هو ده الستاندرد بتاع الاوكلوجن بتاعي. قال لك ايه الكوليكتور مورال ريليشن شيب؟ اول حاجه في الاندرو 6 كي، هو اندرو عمل 6 حاجات دي لازم تبقى عارفهم. اندرو ايه هم الست كيز بتوع المال اوكلوجن؟ اول حاجه كوريكت مولر ريليشن شيب اللي هو كلاس 1 بتاع انجل من الاخر. ما هو اندرو ده جه يخدم على انجل، قال لك والله لا، هو اول حاجه طبعا هو كلاس 1 انجل ريليشن شيب. 2 كوريكت كراون انجليشن، الاسنان تبقى ما احنا قلنا كل الاسنان بتطلع بميديال انجليشن، افرض في سنه طلعت ديستال مايله ديستال، لا ساعتها ده حاجه مشكله. طبعا برضو الميديال انجليشن بيبقى حاجه خفيفه مش حاجه قويه. طب كوريكت كراون انكلينيشن، لازم الانسايزر تبقى مايله بقل او ليبيال، خلاص والبقل سيجمنت اوف تيث ار انكلاين لينجولي ان ذا لور بقل سيجمنت، ذيس از بروجريسيف. يعني لازم تلاقي حضرتك ان اللور انسايزرز بتميل ناحيه الليبيال سيرفيس خلاص، والبقل سيجمنت البوستيريور تيث بتميل لينجوال، يعني اللور انتيريورز مايله بقل واللور بريمولرز والمولرز بتميل لينجوال بس بتدريجي، يعني الميلان بيزيد تدريجي خلاص، ومفيش روتيشنز ومفيش سبيسز وفلات اوكلوزال بلين، يعني الاسنان ما يبقاش فيها اي روتيشنز، ما يبقاش فيها اي فراغات من الاسنان ولا وفلات اوكلوزال بلين، يعني الاوكلوزال بلين بتاع حضرتك يبقى متساوي. دي 6 كيز، دي برضو احنا اكتر حاجه بنستخدمها يا جماعه احنا في العالم العربي، الانجل كلاسيفيكيشن والاندرو 6 كيز اللي هو ده بيخلي دكتور التقويم. هتقولي هو مهم الاندرو 6 كي؟ هقول لك لا، بس دكتور التقويم بيحاول يوصل في النتيجه النهائيه لكوريكت انجل كلاس 1 وكوريكت اندرو 6 كيز اوف اوكلوجن، بحيث ان الاسنان تبقى مثاليه. يعني كل اللي معظم اللي يفكوا تقويم عند دكتور شاطر هتقولي هل انا او انت او كلنا عندنا الاندرو 6 كيز؟ هقول لك لا، بس اللي بيفك التقويم عند دكتور شاطر بيكون حقق الانجل او البريتش اللي هو كلاس 1، وبيكون ال 6 كيز اوف اوكلوجن بتوعه اللي هو بتوع اندروز انا اسف اتحققوا عنده. فدي نقطه مهمه، انت هدف الشابتر ده بيقول لك ازاي تقسم المال اوكلوجن وكده، اتمنى تكون فهمته عشان هندخل ان شاء الله في الشابتر اللي جاي. طيب هنتكلم يا جماعه دلوقتي عن شابتر المانجمنت اوف ديفلوبينج دنتيشن، يعني ازاي الاسنان بتطلع في مكانها او بتترص في مكانها او بتترتب في مكانها. الموضوع ده من اهم المواضيع يا جماعه، لان هو في التقويم انا لازم اعرف التسلسل الطبيعي بتاع الاسنان بتاعي واعرف توقيت خروجها عشان بناء عليه اقدر اخد قرار السنه دي اتاخرت السنه دي ما اتاخرتش، لا استنى شويه. الموضوع بيشكل لنا اهميه جدا ان انا اعرف الديفلوبمنت الطبيعي بتاع الاسنان او الاربشن بالذات. هو طبعا الديفلوبمنت في كذا مرحله، في كالسيفيكيشن، في الروت كومبليشن. الكالسيفيكيشن هو بدايه تكوين الكالسيوم جوه التوث بود او التوث جيرم وهي جوه الفك. عندنا الاربشن امتى السنه بتطلع، ده اهم طبعا تاريخ عندنا
هو الاربشن، هو البروز بتاع السنه في الفك، لان السن ده هو السن اللي هو الافريج رينج الطبيعي اللي الاسنان بتطلع فيه. ليه بنقول افريج؟ لانه بيختلف من كل عرق العرق، يعني الناس البيض عن الافارقه عن العرب في رينج، بس هو طبعا كلنا بنلعب في نفس الرينج يعني. بس وفي كمان فاريشن بين الشخص والشخص، يعني هتلاقي الموضوع مش سن محدد، يعني هتلاقي كل التواريخ رينج بينها سنه او سنتين. فاحنا مهم ان احنا نعرف ايه النورمال اربشن سيكونس والتوقيت بتاع الاربشن بتاع كل سنه بالذات عشان نقدر نعرف. هتقولي طب تاريخ الكالسيفيكيشن او تكوين الكالسيوم في الاسنان بيفرق معايا في ايه؟ هقول لحضرتك تاريخ الكالسيفيكيشن ممكن يفرق مع حضرتك لو انت راجل عايز تبقى اكاديمي وتعرف مثلا هل السنه دي موجوده اصلا ولا مش موجوده، يعني او حبه ناس بيبقى عندهم في سنان كونجينيتالي ميسنج، يعني سنان مش موجوده في الفك اصلا. فلو انا عارف تاريخ الكالسيفيكيشن بتاعها ولقيت عملت اشعه لقيت ان التوث باد مش معمول لها كالسيفيكيشن، ساعتها هتوقع في الغالب السنه دي هتكون ميسنج. بس اهم حاجه زي ما قلنا تاريخ الاربشن، لان تاريخ الاربشن هو اللي بيحدد معانا التسلسل بتاع الاسنان وهتطلع مترتبه ولا لا. طيب تعال نتكلم يا جماعه عن النورمال ديفلوبمنت خلاص بتاعنا. بيقول لحضرتك ان امتى اعرف ان في مال اوكلوجن، او اي دكتور اسنان لازم يعرف طبعا الاهميه بتاعه الديفلوبمنت الطبيعي عشان يقدر يعرف امتى يتدخل وامتى ما يتدخلش بالذات في بص بيقول لك كل ما انت بتكون عارف كل ما يبقى عندك اكسبيرينس طبعا عشان تقدر تراقب القرار امتى تتدخل وتعمل تقويم ولا ما تتدخلش. بالذات احنا هنعرف في الشابتر ده ان في تطور الاسنان الطفل بيمر باشكال مختلفه، يعني في من ضمن الاشكال حاجه اسمها الاجلي داكلينج، الاسنان بيبقى شكلها مش حلو ومتفرقه ومايله، بس ده تطور طبيعي. فلو انت عارف تاريخ الاربشن وعارف كل سنه بتتحرك ازاي هتقدر تعرف ان دي المرحله الطبيعيه. بناء عليه هو بيقول لك ان الاهل اوقات كتير بيجي يقول لك لا انا عايز اعمل حاجه في اسنان ابني، يعني انا دو سمثينج. لا، انت لو انت راجل عندك خبره وفاهم الاربشن والسيكونس بتاع الكلام ده هتقدر تعرف انه الموضوع طبيعي وزي الفل. طيب تعال نبدا نتكلم انه النورمال عندنا هنا في الشابتر بيقول لك افريج، يعني مفيش حاجه اسمها نورمال اربشن ديت 6 سنين. لا بص، هتلاقي عندنا النورمال كله عندنا افريج 6 ل 7 شهور. هنتكلم عن تاريخ الاربشن خلاص. وانت لازم تعرف الرينج الطبيعي عشان افرض انت مثلا قلنا الاربشن بيجي بتاع الديسيديوس سنترال، اول سنه بتطلع في الديسيديوس 6 شهور. لو جه 6 شهور والطفل ما طلعلوش الاربشن هتقول اتاخر؟ لا، هنقول ان هو من 6 ل 7. غير كده ان في 6 شهور فاريشن، يعني انت بتحط 6 شهور زياده ونقص كمان، يعني فسواء ديسيديوس او بيرمننت. يعني انت لما حضرتك بتيجي تشوف تواريخ الاربشن في من 6 ل 7 شهور، هتلاقي مثلا عندك السكند مولر من 2 ل 3 سنين، رينج كبير، فرق سنه من 24 شهر ل 3 سنين. الفكره كلها في ايه يا جماعه؟ ان انت لازم تعرف ان في رينج، يعني انت ما تحفظش الارقام دي بالظبط. غير كده انك كل تكست بوك هتلاقي الارقام مختلفه عن التكست بوك التاني حسب زي ما قلنا البلد او الدوله اللي الكتاب طالع منها او كده. احنا في مصر او في العالم العربي ماشيين بسيكونس معين هحاول انزله اللي هو الاربشن ديت. انت مش لازم تحفظ تواريخ الكالسيفيكيشن، على الاقل احفظ تواريخ الاربشن دي مهمه جدا، بتفرق معاك جدا زي ما قلنا، بتحدد هل الطفل ده في مرحله طبيعيه ولا مش في مرحله طبيعيه، هل ما هيحتاج تقويم، هل هيحتاج اي حاجه. طيب بيقول حضرتك زي ما قلنا الكالسيفيكيشن دي حاجه بتبهر بيها زملائك في المدرسه، او اسف زملائك في الجامعه، او زملائك في اهل الاطفال، بس هي حاجه اكاديميه اكتر، يعني هو الناس الاكاديميين. انت اهم حاجه عند حضرتك انك تكون عارف ايه الاربشن ديت. بيقول لحضرتك ان الكالسيفيكيشن ديت بيساعدك انك تعرف العمر الفعلي بتاع الطفل، يعني احنا عارفين ان تواريخ في رينج اربشن ورينج كالسيفيكيشن. احنا نقدر كدكاتره سنين، حتى احنا وانا طالب كانوا بيمتحنوا لنا يجيبوا لنا صوره اشعه ونحدد من بانوراما ونحدد من صوره الاشعه دي حسب مين معمول له الاربشن مش معمول له الاربشن، الطفل ده عنده كام سنه. فهي بتساعدك اكتر حاجه انك تعرف العمر الفعلي بتاع الاطفال. لو السنه كانت بدات كالسيفيكيشن بتقارن بالتاريخ بتاعها، لو السنه حصل لها الربشن بتقدر تعرف من الاكس راي او من بق العيل المريض بالتواريخ اللي انت حافظها معاك خلاص. فانت هدف الكالسيفيكيشن او الربشن ايج زي ما قلنا اهم انك تعرف التواريخ، بس قلنا اهم الربشن ايج اهم من انك تعرف العمر بتاع الطفل. معظم الاهل عارفين عمر الاطفال، انك تعرف تسلسل الطبيعي بتاع الطفل. بيقول لك الروت ديفلوبمنت في الديسيديوس، يعني الاطفال بعد ما السنه يحصل لها اربشن، خلي بالك هنا من 6 ل 7، التسلسل من 6 ل 7 لور سنترال، من 7 ل 8 ابر او لور لاترال، عندك الفيرست مولر بعد كده من 12 ل 14. انا حافظهم كانوا بيدرسها لي من 12 ل 14، هنا من 12 ل 15. هل ده معناه ان هو غلط؟ لا مش غلط، هو زي ما قلنا رينج. المهم انت تبقى عارف ان هو من 12 ل 14 او 12 ل 15.
الكراينز بعدها من 18 ل 20، بعدها السكند مولرز من 24 ل 36. للاسف انت المفروض تحفظ الارقام دي، يعني احنا كانوا بيحفظوها لنا بطريقه مقص 6 7 7 8، بعد كده تنط على الفيرست مولر 12 14، بعد كده ترجع للكراين 18 20، بعد كده ترجع لاخر حاجه السكند مولر من 24 ل 36. انت لازم تحفظ التواريخ دي، الايربشن على الاقل لازم تحفظه. وبيقول لك الروت السن خلي بالك بيطلع بيحصل لها ايربشن لما يكون الكراون متكون ويه تلتين الروت، الروت بيكمل بعد ما بيحصل الربشن بسنه لسنه ونص. يعني انت عندك برضو الروت كومبليشن او الروت ديفلوبمنت بيخلص بيكتمل نمو الروت بعد ما السنه يحصل لها الربشن بحوالي سنه لسنه ونص. كل الاسنان يا جماعه بيحصل لها الربشن والكراون وتلتين الروت هو اللي متكون، مفيش سن يعني السنه ما بيحصلهاش الربشن نتيجه انه هي الروت اكتمل، لا. يعني في اصلا نظريه من نظريات الاربشن بتقول لك ان عدم اكتمال الروت والسنه، وكل ما الروت بيكتمل وبيزق السنه بتزق نفسها للاورال كافيتي، يعني كل ما الاسنان الروت نمو بيكتمل سواء مثلا اللور تيث الروت بيكتمل لتحت، فالاكتمال الروت لتحت ده بيزق الاسنان لفوق، وفي العكس لما الابر تيث الروت بيكتمل لفوق بيزق الاسنان لتحت. فكل الاسنان بيحصل لها اربشن عندنا قبل ميعاد الديسيديوس، قبل ميعاد الروت كومبليشن بحوالي سنه لسنه ونص. خلاص البيرمننت يا جماعه برضو دي تواريخ البيرمننت مهمه، دي بقى باليرز. خلي بالك الديسيديوس كانت بالمنث، هنا باليرز من 6 ل 7 السنترال انسايزرز، من 7 ل 8. خلاص عندك بعد كده 9 ل 10 الكراينز، عندك البريمولرز من 10 ل 12 او من 11 ل 12 سواء الفيرست بريمولر او سكند بريمولر. الفيرست مولر بيطلع في نفس عمر السنترال انسايزرز اللي هو من 5 ل 6، في ناس بيطلع لها السنترال لور سنترال انسايزرز قبل ال اسمه ايه ده الفيرست مولرز والعكس. يعني هو انت حضرتك تبقى عارف ان الفيرست بيرمننت مولر بيطلع عند سن ال الخمس لست سنين، والمانديبولر سنترال سايز عند سن الست لسبعه. يعني هو مش خمسه، يعني هو ما شفناش طفل عندنا في العالم العربي، انا ما شفتش، انا شغال بقالي 12 سنه، طفل طلع له عند سن الخمس سنين. بس انت حضرتك تبقى عارف انه اول حاجه بتطلع غالبا هو المانديبولر سنترال سايزر، بعد كده الفيرست مولر، يعني قول 6 ل 7، قول الفيرست مولر بيطلع برده من 6 ل 7، وتعمل برده السيكونس زي ما انت عارف. في رسمه يا جماعه هبقى انزلها هي بتسهل لك السيكونس بتاع حضرتك في انك تعرف تواريخ الاربشن. زي ما قلنا الكالسيفيكيشن مش مهم انك تحفظه، بس الاربشن ديت سواء في ماده البيدو او في الاورثو لازم تكون حافظه، ده مهم جدا تواريخ الاربشن. خلاص طيب اتكلمنا، انت هدف حضرتك ان انت اول ما الطفل بيطلع سنه بيقول لك دي بتبقى رمز فخر، فخورين بان الطفل بتاعهم، قلنا اول سنه بتطلع في الطفل بيبقى عند عمر 6 شهور اللي هو السنترال المانديبولر سنترال انسايزرز. في اطفال بيكونوا مولودين بالاسنان دي، بيبقى حاجه اسمها النيتل او النيو نيتل تيث بعد ما بيتولد بشويه، دي حاجه اب نورمال. هتقول لي يا دكتور في اطفال بيتولدوا بالاسنان، هقول لك اه بس دي حاجه اب نورمال، حاجه اسمها نيتل تيث. الطفل زي ما قلنا في رينج طبيعي اللي هو حوالي 6 شهور. انت دلوقتي عندك المانديبولر ديسيديوس انسايزر بيطلع عند سن ال 6 شهور، قلنا في قلت لك حط رينج من عندك 6 زائد او 6 ناقص، يعني ممكن طفل يتولد والمانديبولر سنترال انسايزر محصول له اربشن، اقول لك اه بتاثر بطريقه سلبيه على الرضاعه وكده، ساعتها ممكن نشيله، هنتكلم عليه قدام. بس هو هنا هدفك انك تعرف انه التواريخ الطبيعيه زي ما قلنا. خلاص طبعا بيقول لك ان في عند سن الست شهور بالطفل بيحصل له موضوع التسنين، بيحس بالم وبيحس بالالتهاب وبسخونه وبيقعد يعيط، ده بسبب التسنين اللي بيحصل عند الطفل. خلاص بيقول لحضرتك ان انت الاربشن اوف بريمنتيشن الكومبليت حوالي سن، خلاص احنا قلنا الاخر بيخلص الديسيديوس بيبدا قلنا عند 6 شهور وبيخلصوا عند سن سنتين ل 3 سنين. هنا بيقول لك 3 سنين لا، ممكن تخلص عند سنتين، هو اخر ديسيديوس توث بتطلع هي الاي اللي هي السكند ديسيديوس مولر عند سن سنتين او 3 سنين. بيقول لك ان الديسيديوس بتطلع بتبقى ما فيهاش اي مشاكل وتبقى الدنيا كويسه وزي الفل. خلاص بيقول حضرتك يا جماعه ان الديسيديوس انسايزرز بتطلع ابرايت، بتطلع معدوله، و يعني احنا قلنا الربشن بتاع الديسيديوس انتيريورز قلنا بتطلع بتكون ابرايت و سبيس بيكون فيهم فراغات. خلاص لو ما فيهمش فراغات يا جماعه بين الانسايزرز معناه ان هيبقى فيه كراودنج، يعني الطبيعي انك لما تلاقي طفل عنده ديسيديوس لسه ما بدلش البيرمننت اللي هو الديسيديوس انسايزرز بيطلعوا عند سن 6 ل 7 شهور بيفضلوا معاه لحد ما بيحصل لهم شيدنج، لحد ما بيقعوا، بعد كده بيطلع البيرمننت تيث بتوعه اللي هو عند سن 6 ل 7 سنين. الطبيعي ان الديسيديوس يا جماعه يبقى في بينهم سبيسنج، الطفل بيكون عنده سبيسنج في الانتيريور. انت ممكن تلاقي اهل الطفل جايين مش فاهمين يقول لك يا دكتور الطفل عنده فراغات في الاسنان اللبنيه، ده يبقوا متضايقين. لا بالعكس، لو الطفل ما عندوش فراغات في الاسنان اللبنيه
ده معناه ان هو حاجه مش طبيعيه. ليه؟ عشان ربنا خالق الاسنان البيرمننت اكبر، فلو طفل ما عندوش فراغات في الديسيديوس البيرمننت اكيد هيبقى فيهم كراودنج. فهو هنا بيقول لحضرتك ان طبيعي تلاقي فيه سبيسنج في الاسنان الديسيديوس اللي بتطلع. بيقول لحضرتك ان بيكون فيه اوفر بايت موجوده في البرايمري دنتيشن وبتقعد تقل مع الوقت. يعني لما بيحصل الربشن عند سن 6 ل 7 شهور للديسيديوس انتيريور او الانسايزورز بيبدا الاوفر بايت اللي هي المسافه اللي بين الابر واللور اللي هي الابر مغطي اللور فيها تبدا تقل لحد ما تبقى ايدج تو ايدج. بعد كده يعني مع الوقت بتقل الاوفر بايت تقل، بعد كده يبدا يحصل اتريشن للاسنان دي. خلاص الميكس دنتيشن. طب احنا عندنا حاجه ثلاث خطوات، عندنا حاجه اسمها الديسيديوس دنتيشن قلنا دي بتبدا من الربشن بتاع اللور انتيريور تيث عند سن 6 شهور، بتنتهي بتكتمل مش بتنتهي انا اسف بتكتمل عند الربشن بتاع الديسيديوس سكند مولر عند سن سنتين لثلاث سنين. احنا عندنا دي كله ده ديسيديوس لحد سن 6 سنين بيبدا الميكسد. ميكسد بيبدا مع بدايه ظهور الفيرست بيرمنال مولر او اللور سنترال انسايزرز، دول اول سنان بيرمنال بتظهر في البق. ساعتها نبدا مرحله الميكس دنتيشن اللي هي تقريبا بتبقى من سن 6 سنين ل 12 سنه. خلاص بيقول لك ان اللور انتيريور طبعا بيبدا يحصل له الربشن قبل الابر وكمان بيبقى لينجوال شويه. يعني انت لو بصيت على الربشن بتاع اللور انتيريور تيث بيبقوا لينجوال، بيطلعوا لينجوال مش بيطلعوا من تحت، بيطلعوا من لينجوال لاخواتهم اللي موجودين فوقيهم. خلاص عشان كده يا جماعه لما البيرمننت بيطلعوا الانتر كناين بيبقى فيه كراودنج. يعني لما بما ان هم بيطلعوا لينجوال بيكون القوس بتاع الدايره اقل، يعني هم جايين من لينجوال وبيطلعوا من ناحيه اللينجوال، فالقطر بتاع او المسافه اللي بين الاثنين كناين بتبقى صغيره اللي بيبقى فيه شويه كراودنج. بما ان الاسنان بتيجي من ورا من اللينجوال للليبيال بيحصل لها الربشن فبتكون طالعه في وضع لينجوال شويه، فالمسافه الانتر كناين ويدث بيكون اقل، بس ده بيتعوض بيكون في كراودنج خفيف بين الاسنان وهنشوف الصور قدام. بس لما يحصل انتر كراين جروث الكراودنج ده بيروح والاسنان بتريح لقدام عادي جدا. تعال نشوف الفيجر 3.2 اهو. بص حضرتك بص الصوره دي معايا، لو حضرتك خدت بالك لسه اللور انسايزرز بيحصل لهم الربشن، بص هتلاقي فيه كراودنج خفيف. تعال نشوف الصوره اهو، لو بصيت هتلاقي فيه كراودنج خفيف. ليه الكراودنج ده؟ ان هم كانوا جايين من لينجوال، بس بص مع الوقت ايه اللي بيحصل بيريحوا لقدام. لو بصيت الصوره اللي فوق والصوره هتلاقي فيه كراودنج هنا خفيف، تحت هتلاقي فيه كراودنج قل. الكراودنج قل ليه؟ لان الطفل وهو بينمو خلاص في سن 8 9 سنين المسافه بين الكراينز بتكبر، العظم بتاع الفك بانتر كراين ديستانس بيكبر، فالكراودنج اللي موجود نتيجه ان السنان جايه من لينجوال بيخف. فطبيعي ان انا اشوف كراودنج خفيف يا جماعه اول ما اللور انسايزرز يطلعوا، نتيجه ان سببين ان الاسنان دي جايه من ناحيه اللينجوال جايه من ورا لقدام، فالقطر كل ما بيخرج لقدام كل ما القطر بيكبر وبتبقى الكراودنج بيقل، زائد انه الانتر كراين ديستانس او الويدث بيزيد معايا كل ما الطفل بينمو معايا. تمام. بيقول لك هي عشان كده طبيعي انك تلاقي في السن ده يكون الاسنان فيه كراودنج خفيف، يكون روتيتد. ما هو السن لما تلاقيش مكان بتلف تحصل لها روتيشن زي ما احنا شفنا في الصوره. بيقول لك مع الوقت احتمال لو الكراودنج ده خفيف هيخف لوحده وهيروح لوحده خلاص، بس لو المسافه الانتر كراين ديستانس قلنا بتكبر او الانتر كراين ويث قلنا بيكبر بيحصل انتر كراين جروث. لو ما راحش يا جماعه او المسافه لو ده بيبقى بسبب ان الانتر كراين جروث ما كانش كافي، يعني لو لقينا لسه في كراودنج بعد ما يحصل انتر كراين جروث عند سن 8 9 سنين، ده معناه انه الانتر كراين جروث ما كانش كافي عند الطفل عندي بتاعي. خلاص بيقول لك ان الابر بيكون برضو عندهم نفس الموضوع ان هم خارجين من اللينجوال، بس الابر يا جماعه اقل، بنلاقي الكراودنج اقل شويه عن اللور. يعني انت معظم الاطفال هتلاقي كراودنج في اللور اكتر من الابر، ده بسبب ان الابر يا جماعه الطبيعي ان الاسنان بتبقى مايله لبره، يعني الاسنان بتبقى ايوه جايه من اللينجوال بس بعد ما بيحصل لها الربشن الاسنان بيحصل لها بروكلاينيشن، بتبقى مايل بروكلايند يعني مايله ناحيه الليبيال. عشان كده يا جماعه اللور خلاص هو اللي بيبقى كراودد اكتر. هنا بيقول لك انه الابر لو في بقى كراودنج او لو المسافه او الانكلينيشن او النمو برده ما كانش كفايه هنلاقي كراودنج في الابر عن طريق اللاترال ما بيلحقش يحصل له ليبيال انكلينيشن وبيفضل ناحيه اللينجوال. تاني احنا قلنا ان اللور معرض اكتر ان هو يحصل له كراودنج، بس الابر معرض يحصل له كراودنج اقل، بس لو حصل له كراودنج هيبقى على طريقه انه الابر لاترال ما قدرش يتحرك ناحيه ليبيال، فضل ما حصل او ما قدرش يحصل له بروكلاينيشن ناحيه اللي بره وفضل مايل ناحيه جوه. خلاص طبعا يا جماعه بنتكلم ان الابر سنترال بيحصل لهم الربشن قبل الابر لاترال.
الابر لاترال هو بيحصل له الربشن بيسند على الروت بتاع السنترال وبيعمل سبيسنج، بس كل ما بينزل اللاترال كل ما السبيس ده بيقل. خلاص نفس الفكره يا جماعه والكراين. احنا خلي بالكم من حاجه، الابر لاترال هو بيحصل له الربشن، الابر بيسند على السنترال وبيعمل فراغ. طب الابر كراين هو بيحصل له الربشن بيسند على اللاترال وبيعمل برضو فراغات وبيميل اللاترال، بيبقى حاجه اسمها اجلي داكلينج ستيج يا جماعه، وده حاجه طبيعيه. بص معايا هنا الصوره دي، عايزين نفهم الصوره دي، الفرقه دي طبيعيه، والميلان بتاع اللاترال تحس ان هو مايلين ناحيه الديستال طبيعي. ليه؟ لان الروت بتاع الكراين اسف لان الكراين هو بيحصل له الربشن عند سن 11 سنه وهو نازل من 9. المنظر ده طبيعي بنشوفه عند سن 9 سنين. عند 9 سنين الكراين، احنا قلنا الابر كراين بيطلع عند سن من 12 ل 13 سنه، بس في 9 سنين الكراين بيبقى لامس الروت بتاع اللاترال من فوق وهو نازل بيتزحلق على الروت، بيزق الروت ناحيه الميزيال. هو جاي من ديستال للروت بتاع اللاترال، بس بيزق الروت بتاع اللاترال ناحيه الميزيال. فالزقه دي الكراين سنه قويه. تخيل كده انا زقيت الروت الميزيال، اللي باك جراوند بتاع اللاترال اللي هيحصل له هيجي ايه؟ هيجي ديستال اهو، ده المنظر اللي انت شايفه. كل ما الكراين ينزل من سن 9 ل 10 ل 11 سنه، كل ما هيسند على، يبدا يسند على حته سيرفايكال بعد كده ينزل على الكراون، هيضم اللاترال على بعض. تاني يا جماعه عايزين نفهم النقطه دي، الكراين عندي محبوس جوه العظم فوق خالص عند الايبكس بتاع اللاترال. لما الكراين يبدا ينزل هيبدا يزق الروت بتاع اللاترال ناحيه الميزيال، فالكراون زي اعتبره زي العمود او زي العصايه، لما ده يتزق الروت يتزق ميزيال، ايه اللي هيحصل في الكراون؟ هيجي ديستال، هيميل ديستال. وزائد ان في سبيسنج بين السنترالز، كل ما الكراين ينزل كل ما هيحزم، كل ما هيضغط اللاترالز ناحيه الكراون. وهو خلاص كان فوق قاعد يتزحلق، بدل ما بقى يزق من فوق بقى يزق من عند الكراون. فالربشن بتاع الكراين هيبقى هيلغي الاجلي داكلينج ده، هيخلي اللاترالز يرجعوا مكانهم الطبيعي، يضموا على بعض ميزيال ويقفلوا السبيس اللي ما بين السنترالز. يبقى انت لو جالك طفل عنده 8 9 سنين بالمنظر ده، اهله متضايقين يقول لك يا دكتور الولد اسنانه معوجه، بيتريقوا عليه في المدرسه، هتقول لاهله يا جماعه ده طبيعي، ده مرحله الاجلي داكلينج نتيجه ان الكناين ساند على الروت بتاع اللاترال. كل ما هينزل كل ما المسافه دي هتتصلح والانكلينيشن بتاع اللاترال هيتصلح لحد ما يقفلوا على بعض. دي حاجه اسمها يا جماعه الاجلي داكلينج، وبتحصل عندنا وهتصلح نفسها. خلاص بيقول حضرتك انك ممكن تحس تبدا تحس بالكناين، هو احنا قلنا كل الاسنان بتيجي من اللينجوال او من البالاتال، بس بيقول لك انت الكناين بيبقى المفروض بتقدر تبدا تحسه عند سن 8 سنين ناحيه البكل، بتبدا تحسه لو حطيت صباعك على فوق هنا. تعال نشوف الصوره، لو حضرتك حطيت صباعك في الحته دي من فوق الحته دي هتبدا تحس ان في بلج كده، تحس ان في كوره اللي هو الكراين. وقلنا هو بتحسه ليبيال، زائد ان هو بيضغط على، بيكون نايم على اللاترال. قلنا بيعمل لنا موضوع الاكلي اجلي داكلينج، كل ما بينزل كل ما المنظر ده بيتصلح عندنا. خلاص طيب بيقول لك بقى في حاجه مهمه قوي، حاجه اسمها الليوي سبيس. بيقول لك ايه الليوي سبيس ده؟ المجموع العرض ما بين ال اي السي والدي والاي، السي اللي هو الديسيديوس كراين، الدي اللي هو الديسيديوس فيرست مولر، الاي الديسيديوس سكند مولر، مجموع الثلاثه دول. خلاص يا جماعه احنا عارفين ان عرض المفروض عرض الانسايزرز الديسيديوس اصغر من عرض البيرمننت، بس لا، عرض الكومباينيشن بتاع الديسيديوس كناين والفيرست مولر والسكند مولر بيبقى اكبر من العرض بتاع الكناين البيرمننت والفوق والفيرست بري مولر والسكند بري مولر. تاني ايه سبب العرض ده؟ ازاي ديسيديوس اكبر من البيرمننت؟ هقول لك، لان ببساطه ده ديسيديوس مولر بيتبدل ببيرمننت بري مولر. تاني انت عندك الديسيديوس انسايزرز اصغر من البيرمننت انسايزرز، بس عندك الديسيديوس مولرز اكبر من البيرمننت بريمولرز. ما هو الديسيديوس مولرز يا جماعه بيطلع مكانهم ايه؟ بيرمننت بريمولرز. المولرز ملهاش ديسيديوس، اللي هو ال6 وال7 وال8 دول ملهمش اسنان قبل كده. خلاص ففرق العرض بين الثلاثه دول اكبر من البيرمننت بتوعهم. الفرق في المسافه ده يا جماعه اسمه اللي واي سبيس. طب اللي واي سبيس ده بيبقى افريج يا جماعه، خلاص بيبقى حوالي من ملي وملي ونص في المجزله، ومن 2 ل 2 مللي ونص في المندبل. تعال نعرف حكمه ربنا في الموضوع ده ايه. حكمه ربنا في الموضوع ده ان احنا عارفين يا جماعه ان كلاس 1 الطبيعي لما بيتكور عندي، احنا قلنا ان اللور بيبقى سابق الابر. بص معايا اهو، اللور سابق الابر بكسب كده، يعني اللور الميزي بقى الكسب بتاع اللور اهو داخل. هو الواحد دي معناه ان هو السيكونس اوف الربشن، الصوره دي عشان ما تتلخبطش، ده السيكونس اوف الربشن. واحد اول سنه بتطلع عندنا في البيرمننت، اللي هو دي صوره البيرمننت تيث. يعني الاول حاجه بتطلع عندنا هو الديسيديوس، اسف، هو البيرمننت لور سنترال والبيرمننت فيرست مولر، فسواء ده او ده بيطلع الاول. بس عايزين نفهم الصوره دي،
بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك زي ما احنا اتكلمنا في الاول انه النيزيو باكل كاسب بتاع اللور فيرست مولر بيكون داخل ما بين الابر سكند مولر و بالابر سكند بري مولر والابر فيرست مولر. قلنا ان اللور بيبقى سابق الابر بهاف يونت. طيب اللي عشان كده ربنا خلق اللي عشان يحصل اوكلوشن، يبقى الكاسب داخل في الفصه والفصه داخله في الكاسب، مش الكاسب خبط في الكاسب. احنا لو كده جرب حرك سنانك لقدام نص ملي او ملي لقدام هتلاقي مش عارف تقفل سنانك على بعض. ليه؟ الكاسب خبط في الكاسب. ربنا خالق عشان يبقى في انتركاسبيشن مظبوط، والحته اللي طالعه دي داخله بين السنان والكاسب ده داخل في الفصه. ربنا عامل الكلام ده عن طريق ان حضرتك خلى اللور يتحرك لقدام شويه، قلنا عن طريق حاله الكلاس 1 انت بقى عندك كلاس 1 اوكلوجن اللي هو النيزيو باكل كاسب داخل ما بين بتاع اللور فيرست مولر ما بين الابر فيرست مولر والابر سكند بريمولر. طيب الموضوع ده بيحصل عن طريق اللي واي سبيس، عن طريق حاجتين بصراحه. اول حاجه ان الويث عرض اللور انسايزرز اصغر من الابر انسايزرز، ده بس ده في الانتيريور سيجمنت. طب في البوستيريور سيجمنت ازاي هتحرك اللور يسبق الابر؟ يعني احنا قلنا في كلاس 1 كلاين وقلنا في كلاس 1 مولر. كلاس 1 كلاين بيتحقق عن طريق ان انا الفرق العرض الويث ما بين السنترال انسايزرز اللور والسنترال انسايزرز الابر او اللاترال انسايزر اللور واللاترال انسايزر الابر. طب المولرز بقى الكلاس 1 بيتحقق ازاي؟ عن طريق اللي واي سبيس بتاع اللور اكبر من الابر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو بصيت لحضرتك احنا قلنا في فرق في العرض ما بين الديسيديوس والبيرمننت بريمولر والديسيديوس كراين فيرست ديسيديوس مولر سكند ديسيديوس مولر والبيرمننت كراين 4 5، فرق العرض ده يا جماعه بيبقى في اللور اكبر من الابر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاسنان صغرت اكتر، الليوي سبيس في المندبل اكبر من الليوي سبيس في المجزلة. فده معناه ايه؟ معناه ان الاسنان البيرمننت مولر في المندبل هيتحرك لقدام اكتر لان الليوي سبيس كان اكبر في المندبل. تاني مش عايزك تتلخبط، لو انت عندك فرق الحجم ما بين الكراين والسي والدي والاي اللي هم الديسيديوس اكبر في اللور عن الابر، معناه ايه؟ معناه ان اللور كراين بيرمننت 4 و5 هيطلعوا لقدام اكتر، معناه ان ال6 وال7 وال8 في اللور هيطلعوا لقدام اكتر عن الابر كراين و4 و5. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان الابر 6 و7 و8 مش هيطلعوا لقدام زي اللور 6 و7 و8 نتيجه ان اللور اتحركوا لقدام اكتر نتيجه ان لي واي سبيس اكبر. ده هيحقق لك حاجه مهمه قوي، ان الاوكلوجن عند حضرتك هيبقى كلاس 1، هيبقى عندك انتركاسبيشن محترم، هيبقى عندك اوكلوجن حلو زي في الصوره دي. لو بصيت في الصوره دي اهو، بص الابر 7 هنا ورا واللور 7 قدام، ده بسبب ان الليوي سبيس بتاع اللور كان اكبر من الابر. قلنا الافرج بتاعه كان كام؟ الافرج بتاعه كان مجزله من 1 ل 1.5 وفي المندبل من 2 ل 2.5. بيقول لك ان كوكيجنز، ليه ان كوكيجنز يا جماعه؟ كل دوله او كل عرق ليه افرج مختلف، بس هو في كل البني ادمين سواء افارقه سواء كوكيجنز سواء عرب سواء 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 هو بيبقى الليوي سبيس تحت اكبر من الابر. عشان كده بيقول لك اول ما بيحصل الربشن خلاص للديسيدي والسكند مولر اللي هو الاي الابر والاي اللور، بيبقى عندك الديستال سيرفيس بيكون فلاش انتروبوستيريولي، بيكون الديستال بتاعهم واقفين على نفس الصف، يعني كاسب تو كاسب مش عاملين اوكلوجن حلو، بس يعني هما الاثنين يعتبروا كلاس كام يا جماعه؟ يعتبروا كلاس 2. بس اللي يخليهم يتحولوا من فلاش انتروبوستيريولي لكلاس 1 هو اللي واي سبيس، الفرق اللي بيخلي اللور 6 و 7 البيرمننت يطلعوا لقدام اكتر مش بيطلع. يعني هو لو الديسيديوس في نفس المستوى فلاشنج، يعني الاي والاي في نفس المستوى، ده حاجه مش حلوه، مش هيبقى الطفل بياكل حلو. لو فضل على الوضع ده كما هو عليه هنلاقي الابر 6 و 7 هيطلعوا في نفس الوضع ده، دي حاجه مش كويسه، هيبقى كده عندك كلاس 2. لا، عشان اللي بيخليها تحول كلاس 1 ان اللور 6 و 7 بيطلعوا لقدام اكتر نتيجه ان الليوي سبيس الفرق ما بين الديسيديوس كناين وفيرست ديسيديو سمولر وسكند ديسيديو سمولر بيبقى اكبر من الابر، فاللور بيحصل لهم ميزياليزيشن اكتر نتيجه ان الليوي سبيس بتاع اللور اكبر، فحصل ميزيال دريفتنج اكبر، فالحاله اتحولت الاطفال طبيعي نلاقي فلاش، لا نلاقيها بقت كلاس 1 طبيعي لما اللي يحصل شيدنج او يحصل الربشن للبيرمننت بريمولرز والبيرمننت كراين. يا رب تكون فهمت. طيب خلونا يا جماعه نتكلم على مصطلحات مهمه عندنا حاجه اسمها الانتر كاناين ويدث.
هي المسافه بالبلدي كده الويدث او المسافه اللي بين الكناين للكناين ده، اني كناين ديسيديوس ولا بيرمننت؟ لا سواء ديسيديوس او بيرمننت، عندنا لو حطينا نقطه على الديسيديوس كناين وقسنا للديسيديوس كناين الناحيه الثانيه هيطلع لنا رقم او هيطلع لنا مسافه، والبيرمننت كناين للبيرمننت كناين الناحيه الثانيه هيطلع لنا برضو مسافه. بيقول لك ان في مرحله البرايمري دنتيشن الانتر كناين ويدث ده بيزيد من 1 لمللي 2، احنا قلنا الانتر كناين ويدث بيزيد مع الوقت، وقلنا ده برضو بيقلل عندي كراودنج وبالذات في مرحله الميكس دنتيشن بيزيد 3 مللي خلاص، وبينتهي عند سن 9 سنين وبيزيد حاجه بسيطه قوي عند سن 13. يعني هو اكبر كميه بيكبرها في مرحله الميكس دنتيشن من 8 ل 9 سنين، بعد كده بيكمل نموه لحد البلوغ تقريبا لحد 13 سنه. قلنا بيبقى هو بيزيد في الديسيديوس من مللي لاتنين، بعد كده بيزيد حاجه خفيفه لحد تسع، اسف بيزيد بقوه لحد 9 سنين في مرحله الميكس دنتيشن، ومرحله البيرمننت بيكمل حاجه بسيطه في مرحله البيرمننت لحد 13 سنه. ده الانتر كناين ويدث. طب الارش ويدث هو الانتر كناين ويدث بس بنقيسها من اللينجوال كاسب بتاع السكند ديسيديوس لو في مرحله الديسيديوس، او السكند بريمولر لو حصل شيدنج او حصل الربشن للسكند بريمولر. يعني الفرق ان هنا الانتر كناين من الكناين للكناين في عشان اقيس الانتيريور ويث، عشان اقيس البوستيريور ويث من اللينجوال كاسب بتاع الديسيديوس سكند مولر، لو مش موجود بقيس او الطفل حصل له شيدنج بقيس من عند السكند بريمولر. وبيقول لك برده بيزيد من 2 ل 3 مللي، حاجه بسيطه قوي خلاص بيزيد. يعني بص عكس الانتر كناين ويث هنا من سن 3 سنين، يعني لما الديسيديوس انتهى دنتيشن، ما هو ليه من 3 سنين؟ لان ده التاريخ اللي الديسيديوس تقريبا بيطلع فيه. بيقول لك في الفتره من اول ما السنان تطلع لحد 18 سنه اللي هو النمو بيبدا يقف بتاع الشخص او الطفل، تقريبا بيزيد من 2 ل 3 مللي، حاجه بسيطه مش بيزيد حاجه قوي زي الانتر كناين ويث خلاص. بس هو بيقول لك ان هو اكتر زياده بتحصل له في مرحله الميكسد دنتيشن زي الانتر كراين ويث برضه. طيب تعال نتكلم عن حاجه ثالثه اسمها الارش سيركونفرنس. سيركونفرنس يا جماعه هو القطر اللي هو المسافه بتاعه الدايره، لو انت جبت دايره بتقدر تقيس السيركونفرنس بتاعها. ببساطه لو انت مشيت خط على الانسايز الايدج او البكال كاسب من الديستال بتاع السكند ديسيديوس مولر او السكند بريمولر للديستال بتاع السكند ديسيديوس بريمولر او السكند بريمولر الناحيه الثانيه وانت ماشي على الانسايز الايدج بتاع الكاسبس، ده بيدينا حاجه اسمها الارش سيركونفرنس، القطر بتاع الارش بتاعي. طب الارش بتاعي احنا نتوقع هنلاقيه في المندبل بيقل ولا بيزيد؟ اه بالبديهي بيقل. ليه؟ علشان الليوي سبيس، عشان المسافه اللي بتاعه الكراين والفور والفايف البيرمننت كانوا اصغر من الديسيديوس بتوعهم، فلما بيطلعوا بيخرجوا بيأسف بيميلوا ميزيال، بيتحركوا ميزيال نتيجه ان هم كان حجمهم اصغر. فال6 عندك البيرمننت فيرست مولر بيطلع وبيتحرك لقدام بتاع اللور اكتر من الابر، فالارش سيركونفرنس بيقل في المندبل عن المجزلة. اه فهمنا. وهنا بيقول لك الناس اللي عندهم كراودنج الاسنان بتميل لقدام اكتر بيبقى في كراودنج، الارش سيركونفرنس بيقل اكتر. يعني احنا كده فهمنا ليه الارش سيركونفرنس بيقل في اللور اكتر من الابر. ليه؟ المفروض تقول لي ده الطفل بيمه، لا ده ما هو ده احنا قلنا بنقيس من الديستال بتاع السكند بريمولر للسكند بريمولر او السكند ديسيديوس مولر للسكند ديسيديوس مولر. هو بيقل معاك لما الاسنان بتتحرك لقدام بتقرب من بعض اكتر نتيجه الفرق في السيركونفرنس او نتيجه الفرق في الويدث ما بين الليوي سبيس اللي اتكلمنا عنه في قبل كده. طب تعالى بقى نتكلم يا جماعه الابنورماليتيز بقى. بيقول لك انه في حبه حته بقى دي جايه سهله، بيقول لك لازم تبقى عارف ان السن الطبيعي عشان تحس بالاسنان موجوده ولا مش موجوده، تحط صباعك عند سن ال10. هو هدف الشابتر برده انك تقلل اشعاعات، يعني هو برده لو خدت بالك انت لو قريت الشابتر هنا هيقول لك انك راديوجراف از انديكيتد. لا كان من زمان كل سنه بنعمل للطفل اشعه بانوراما عشان نتاكد هو الاسنان بتنموها مظبوط ولا مش مظبوط. دلوقتي احنا متجهين لان احنا نقلل البانوراما، نبدا نراقب الطفل، نشوف نحفظ تواريخ الاربشن الطبيعيه، عشان كده ما بقناش نهتم بالكلاسيفيكيشن. كان زمان بنهتم بالكلاسيفيكيشن عشان تواريخ كنا بنستخدم اشعاعات كتير، دلوقتي لا بقى قلنا الاشعه دي حاجات مضره فعايزين نقلل استخدامها، فبقينا نستخدم الاربشن ديتس اللي قلناها. لقينا الطفل اتاخر اكتر من 6 شهور عن الرينج الطبيعي ساعتها ممكن نعمل اشعه عشان نطمن. بيقول لك عند سن 9 ل 10 سنين تبدا تحس بالكناين، مش عارف بيقول لك بتحس انه كلام كله نظري. طيب اتكلمنا بقى حاجه اسمها النيتال تيث. النيتال تيث اللي هو الطفل بيقولنا قلنا الربشن الطبيعي بتاع الاسنان عندنا بيبقى اللور انسايزرز اول حاجه سن 6 شهور، قلنا في رينج 6 شهور تانيين. يعني اوقات بتلاقي البيرمننت بتلاقي ديسيديوس انسايزر حصل له الربشن اوقات، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ دي حاجه
مش كويسه قوي، لان طبعا بتاثر على الرضاعه. غير كده بيكون حصل له اربشن بدري يا جماعه، الروت بتاعه بيكون لسه ما اكتملش، بيكون لسه بدري على اكتمال الروت، فبتلاقيه بيتلخلخ شويه، ممكن يعور الام والطفل بيرضع، وممكن يعمل مشاكل، ممكن لو هو بيتلخلخ عشان لسه الروت ما اكتملش، بيكون كانك جبت مسمار وحطه في الحيطه، المسمار كل ما دخل في الحيطه اقل، او الروت كان حجمه اقل كل ما يتحرك بسهوله. عشان كده ممكن احنا بنبقى خايفين على الطفل ان هو يتحرك ويبلعه ويتخنق ويموت لو دخل على القصبه الهوائيه او دخل على الرئه. عشان كده بيقول لك النيتال تيث يفضل انك تشيلها لو لقيتها بتتلخلخ او لو لقيتها بتضايق الام في الرضاعه. عندك حاجه اسمها نيو نيتال تيث، النيو نيتال تيث هي النيتال تيث، بس الفرق ان هي طلعت بعد كام يوم او اسابيع من الطفل ما اسمه ايه ده ما اتولد. يعني النيتال الطفل اول ما اتولد وهو بيتبص في بقه لقيت سنان، هي دي النيتال، هي الديسيديوس سنترال انسايزور، بس حصل له اربشن اول ما الطفل اتولد. قلنا هتقولي ازاي، هقول لك ما هو في رينج 6 شهور طبيعي، انت كده كده قلنا الديسيديوس لور سنترال بتطلع عند سن 6 شهور، فوارد جدا تلاقيه مش وارد يعني، بس ممكن في حبه اطفال بنلاقيهم طلعوا والطفل مولود بيه. ممكن الطفل يكون الربشن ايدج بتاعه بدري شويه، فبعد اسبوع او اسبوعين تلاقيه طلع، ساعتها بيبقى اسمه نيو نيتال. يبقى نيو نيتال طلع بعد ما اتولد بفتره بس بدري برضه، يعني الطبيعي يطلع بعد 6 شهور، لا هو طلع بعد اسبوع او اسبوعين او شهر. النيتال هو الطفل مولود بيه، بتبص في بقه وقلنا ده خطر علشان بيكون لسه الروت ما اكتملش وممكن يبلعه او يدخل جوه يعمل له ضيق في التنفس ويعمل له اختناق، او ممكن يضايق الام وهي بترضع. عشان كده يفضل ان انا اشيله لو مش بيضايق الام في الرضاعه ولو مش بيتلخلخ، خلاص سيبه لا عشان يكمل الربشن بتاعه ويكمل الدنتيشن بتاعه. عندنا حاجه اسمها الربشن سيست، اوقات يا جماعه سواء ديسيديوس او بيرمننت هو بيحصل له الربشن، بيبقى المسافه بتاعت اللثه يعني خلاص السن قربت تطلع، بس في فلويدز محبوسه وفي الكونكتيف تيشو محبوس ما بين السنه اللي بيحصل لها الربشن وما بين الكيراتينويز ميكوزا اللي موجوده فوق، ساعتها بتعمل لنا الزرقان ده، عارف انت لما بتخنق حد او لما الاكسجين بيقل بيدينا اللون الازرق. طب دي حاجه طبيعيه، هي بتبقى حاجه طبيعيه، كل المطلوب منك انك تعمل حاجه اسمها مارسوبلايزيشن، انك تجيب زي دبوس او حاجه بتدي بنج طبعا توبيكال او حاجه، تجيب زي مشرط وتفرقعها عشان تقلل الضغط وتخلي السنه تطلع اسرع. دي حاجه اسمها الربشن سيست، ودي حاجه بسيطه، يا اما بتروح لوحدها يا اما انت بتساعدها انها تطلع عن طريق انك تعملها مارسوبلايزيشن تفرقعها. طيب فيلير الربشن بيقول لك بقى ان السنه ما حصلهاش الربشن لاسباب كتيره، بقى لازم نشوف الاسباب، هنشوف في بوكس بيقول لك في بوكس 3.1 ايه ليه ايه سبب تاخير في الربشن. امراض زي الداون سيندروم، هيريديتري جينيتال فايبروماتوز، اللثه بتكون فيها الفايبرز عاليه قوي فالسنه تخترق وتقطع الفايبرز دي تحصل لها الربشن، بيبقى الموضوع صعب عشان ده بيأخر الربشن. ساعتها الحل ايه؟ ان احنا برضو بنعمل فتحه جوه اللثه عشان نساعد، نجيب مشرط ومجرد نعمل فتحه صغيره عشان نساعد السنه انها تنزل. امراض زي كريدو كرينيال ديزيستوزس سيندرومز، كليفت ليب وبالات، بيكون فيه السنان مش موجوده اصلا او بتطلع بالراحه نتيجه ان في مشكله في العظم، ريكتس، الكساح، ودي حاجات جنرالايزد امراض صحيه على الجسم. في حاجات لوكالايزد بقى السنه ما اتكونتش اصلا، في كراودنج بيبقى بسبب انه السنه مش عارفه تطلع، ان في اسنان واخده مكانها وضغط عليها من فوق فالسنه بتطلع بطيء او ما بتطلعش. ديليت اكسفوليشن، اوقات السنان الديسيديوس بتكون او البرايمري بتكون ماسكه في العظم بقوه فما مش راضيه تبدل، فالسنه البيرمننت بتفضل جوه مش عارفه تطلع. سوبر نيومر تيث، في سنه زياده موجوده منع الاربشن بتاع السنه العاديه. دايلاسيريشن، السنه الروت بتاعها معوج فمش عارفه تطلع، عامله زي الخطاف، السنه متكونه في مكان غلط. برايمري فيلير اوبربشن، السنه اصلا ما فيش اي فورس للاوبربشن ديها مش عارفه تزق نفسها. دي كلها يا جماعه هدفنا ان احنا نعرفها، بنعرف الكلام ده قلنا عن طريق النورمال سيكونس. النورمال سيكونس هو لخصها لك في الصوره دي اللي هو التسلسل، بس زي ما قلنا لازم تكون حافظ الاوبربشن ديتس، مهم جدا تكون حافظ الاوبربشن ديتس. ما فيش اي طالب يعني في جامعات هتفرض عليك تحفظ الكالسيفيكيشن، مش مهم الكالسيفيكيشن، المهم تحفظ تواريخ الربشن بتاع حضرتك خلاص لازم. وبيقول لك انت اكتر حاجه بتعرفك انه السنه دي حصل لها تاخير بالذات لو انت لقيت الكنترول لاترال السنه اللي في الناحيه الثانيه من نفس القرش موجوده والسنه الناحيه دي مش موجوده، يعني انت لو بصيت مثلا لقيت زي الحاله دي مثلا اهو الفيرست مولر طلع وفيرست بيرمننت، بص تعالى نبص على الصوره دي هتقول لي عرفت منين ده فيرست مولر، هقول لك ان ده شكله مولر صغير وده شكله مولر كبير، يبقى المولر الصغير ده غالبا هتلاقيه دي سيديوس والمولر الكبير ده اللي هو البيرمننت، يبقى عندنا هتبقى دي كاناين ديسيديوس كاناين اللي هو السي دي اي، وعندنا ده اللي هو الايه السكس. طب عندنا السكس الناحيه الثانيه مش طالع وفي ازرق حواليه، ده بعد هي قلنا اسمها الاربشن سيست، يا اما فرقعها يا اما استنى على 6 شهور، لو ما طلعش يبقى انا بفرقعها عن طريق مارسوبلايزيشن. بيقول لك يا جماعه طبيعي اكبر دليل ان في فاريشن للاربشن، بص هنا حضرتك بيقول لك ايه، بيقول لك طفل عنده 12 سنه ونص
وعنده الديسيديوس كراينز والمولرز لسه موجودين. بص ده بيقول لك ان الطفل ده عنده 12 سنه ونص، هتلاقي ديسيديوس كراين والديسيديوس دي والاي موجودين، في حين ان هيجيب لك صوره ثانيه لطفل عنده 9 سنين بدل كل حاجه. بص كل البيرمننت طلع اهو، ده طفل 9 سنين اهو، ادي الفيرست بريمولر الفور والفايف والسكند بريمولر والسكس، كل يعني كل البيرمننت تقريبا طلعوا، ستيفن كمان طلع عند سن 9 سنين. ده بيبين لك ايه يا جماعه؟ ان الاربشن دي حاجه فاريشن فيها فاريبيليتي كتيره، فدي حاجه ما تخليك ما تحفظش رقم، انت بتحفظ رينج وبتدي 6 شهور طالع نازل عشان تحدد. يعني قلنا اكتر حاجه بتفرق معانا ان احنا نقارن بالناحيه الثانيه، خلاص تمام. هنا بيقول لك برضو انك تقارن الكونترالاترال، اه هنا ده نقدر نقول عليه ريتيند، ريتيند يعني محبوس في مكانه ما قدرش يبدل. ده بص سنترال انسايزر البيرمننت نزل وطلع حصل له اربشن والديسيديوس ده ما بيتلخلخش اصلا، ده معناه ان انا لازم اخلعه. ففي الحالات اللي بيكون فيه ريتيند، يعني انا الطبيعي لو لقيت الطفل ده جاي لي عنده البيرمننت بتاع، يعني عندنا قلنا بنقارن بالناحيه الثانيه، السنترال ده بقارنه بالسنترال ده، السنترال ده نزل عندي وجميل وزي الفل وطالع في مكانه، السنترال ده مش ما طلعش والديسيديوس لسه موجود ما بيتلخلخش، ساعتها انا مضطر اخلعه. لو انا لقيت السنترال ده بيتلخلخ خلاص ولسه في رينج الست شهور هسيبه، بس طالما ان السنترال ده ثابت في مكانه ومش بيتلخلخ الديسيديوس واخوه الناحيه الثانيه ده بدل، لا يبقى انا لازم اضطر اتدخل واخلع السنترال بتاعي ده، خلاص. بيقول لك بقى اوقات كتير يا جماعه احنا عندنا بيكون طفل عنده تسوس بنضطر ان احنا نخلع اسنان. طب خلع الاسنان يا جماعه ده بيأثر طبعا على الكلام، لو انت الطفل جالك عنده الدي او الاي مسوس هتقول لي ما نخلع، هقول لك اخلع بس عندك مشكله كبيره، طبعا الطفل مش هياكل حلو، هيبقى شكله واسنانه مش حلو، بس هتقول لي ما هو كده كده هيبدل الطفل يصبر، هقول لك يبدل. بس عندنا مشكله مهمه قوي ان الاسنان معظمها يا جماعه بيحصل لها ميزيال دريفتنج، يعني لو انت جيت خلعت بدري حضرتك ايه اللي هيحصل؟ الاسنان اللي ورا بالذات السكس البيرمننت مولرز هتتحرك لقدام، هتاخد المسافه، هتاخد المسافه، هيجي معاد الاربشن بتاع السنه البيرمننت اللي هي الحقيقيه اللي هي اخت اللي انت خلعتها مش هتلاقي مكان. عشان كده يا جماعه لازم نحافظ على الكلام ده عن طريق نعمل حاجه اسمها سبيس مينتينر، خلاص تمام. طيب يا جماعه الحته دي يعني هشرحها، بس انت لازم تبقى عارف ان هي ما بقيناش نعترف بيها قوي، يعني كان زمان ما عندناش طبعا معامل وما عندناش تكنولوجيا الاسنان، ما كناش بنصنع السبيس مينتينر بسهوله. فهو هنا بيكلمك ان انت لو كنت خلعت سنه، عندنا حاجتين لازم نعرفهم، عندنا حاجه اسمها البالانسنج اكستراكشن والكومبنسيتنج اكستراكشن. بيقول لك عشان اهم حاجه عندي في الطفل او في الشخص السيمتريه، لما حد بيكلمك ويضحك ابتسامه جميله اهم من اي حاجه السيمتريه بتاعت الابتسامه، الاسنان في الناحيه اليمين تبقى في نفس السيمتريه بتاعت الاسنان في الناحيه الشمال، دي حاجه اسمها البالانسنج اكستراكشن. طب عندنا حاجه اسمها الكومبنسيتنج اكستراكشن، ان انا احافظ على الاوكلوجن كلاس 1. تاني بالانسنج اكستراكشن لو الطفل عنده سنه سوست في الناحيه اليمين وهتضطر انك تخلعها، طبعا يفضل انك تعالجها، مضطر انك تخلعها في الناحيه اليمين اخلع اللي في الناحيه الشمال برضو. ليه؟ عشان اي دريفتنج او اي حاجه تحصل في الناحيه اليمين تبقى نفس اللي في الناحيه الشمال. طب عندك حاجه اسمها كومبنسيتنج اكستراكشن، ان انت لو خلعت سنه لور تخلع معاها سنه ابر نفسها السنه الابر. ليه؟ عشان تحافظ على كلاس 1 ريليشن شيب، لو انت خلعت لور ما خلعتش ابر السنه اللي تحت هتتحرك لقدام اكتر فهيبقى عندك كلاس 3، لو انت خلعت ابر وما خلعتش لور السنه الابر اتحرك اكتر هيبقى عندك كلاس 2. فعشان تمنع تفضل تحافظ عليها كلاس 1 لو انت هتخلع مضطر انك تخلع لور يبقى اخلع معايا نفس السن ابر، لو انت هتخلع سنه في ناحيه بخلع الناحيه الثانيه. طبعا الكلام ده كمان كله اتلغى ما بقناش نعمله، لان انت عندك بتحافظ على السنن. طبعا الخلع حاجه مش كويسه، بيحصل تاكل في عظم الفك، بيحصل تهابات في اللثه حتى للاطفال، اه حتى الاطفال لازم تبقى عارف خلع السنن ديسيديوس بيعمل تاكل في عظم الفك، دي حاجه مش كويسه. عشان كده يا جماعه احنا بنفضل ما نخلعش، نفضل ان احنا الاطفال كل اول باول نعمل لهم متابعه كل 6 شهور كل سنه، بالذات لو طفل عنده بياكلش حلويات كتير تحوله لدكتور يتابع الدايت بتاعه عشان ما ياكلش حلويات كتير، الدنتال هايجينست يعلمه ازاي يغسل، تشجع الاهل ان هم يغسلوا له اسنانه. طبعا في حاجات لو اتخلعت لا قدر الله بتبقى مشكلتها بسيطه زي الديسيديوس انتيريور، الانتيريور بتبقى طبعا بالنسبه للطفل او الاهل الانتيريور هم اهم اسنان عشان الشكل وعشان الكلام طبعا، بس في عندنا ميزه ان الديسيديوس زي ما قلنا بيكون فيهم فراغات، فلو انت الطفل اتخبط على السنه الانتيريور واضطريت انك تخلعها او فيها تسوس وخلعتها مش هتفرق معاه قوي في الاربشن، لان كده كده الاسنان الديسيديوس ما كانتش لامسه بعض ومش هيحصل دريفتنج، بس هتاثر عليه طبعا في الكلام وكده. وفي ميزه اهم، الانتيريور بيطلعوا عند سن الست سنين، يعني الطفل مش مضطر يستنى زي البريمولرز لسن 10 او 11 سنه لحد ما يحصل لهم الربشن. فالطفل مثلا لو عنده 4 سنين اتخبط او خلع السنترال كلها سنه ونص سنتين وهتلاقي البيرمننت نزل مكانه، فمش هيحصل مش قضيه يعني، غير البيرمننت اسف غير الديسيديوس مولرز لو لا قدر الله اتخلعوا عند سن 3 4 سنين الطفل هيقعد لحد سن 10 11 ما عندوش ديسيديوس مولرز، فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي
الديسيديوس هتلاقي البيرمننت مولر حصل لهم نيزيال دريفتنج، بوظ الاوكلوجن، عمل كذا عمل كذا. فعشان كده يا جماعه الخلع بتاع الديسيديوس فيرست مولر والسكند مولر دي حاجه مش كويسه. كنا زمان بنعمل قلنا حاجه اسمها البالانسنج كومبنسيتنج اكستراكشن عشان نحافظ على السيمتريه، قلنا السيمتريه عن طريق البالانسنج، الكومبنسيتنج بتحافظ لي على الاوكلوجن اللي هو كلاس 1. فبطلنا نعمل الكلام ده دلوقتي خالص، بقينا نعمل حاجه اسمها سبيس مينتينر، بقى اسهل ان انا اعمله عشان احافظ على الميد لاين وامنع السنان ان هي تتحرك. السبيس مينتينر ليس اكثر من حته حديده بتتحط تمنع السنان اللي قدام ان هم، طبعا احنا قلنا اللي ورا بيتحرك ميزيا اللي قدام اكتر من ما اللي قدام بيرجع لورا، بس ده ما يمنعش ان اللي قدام لو في كراودنج بيرجع على ورا. يعني انت لو بص مثلا الحاله دي، خلعنا الديسيديوس كاراين اللي في الناحيه الشمال ده، دول اتنين دول بيرمننت، خلعنا الديسيديوس بدري، ايه اللي حصل؟ الميد لاين اتشفت. بص الميد لاين جه ناحيه الشمال ليه؟ علشان خلعت الديسيديوس كراين من هنا، فاللاترال جه ناحيه الديسيديوس كراين المخلوع، وبناء عليه السنترال جه ناحيه الديسيديوس كراين مخلوع، والميد لاين كله بتاع القرش اتحول ناحيه الشمال. طب الحل دلوقتي ايه؟ الحل دلوقتي ان احنا نعمل سبيس مينتينر عشان نمنع ان السنان اللي ورا ترجع تطلع لقدام، وان اللي قدام يمين ناحيه ورا. بص عشان كده قلنا في الحاله دي لزمان كنا نعمل حاجه اسمها البالانسنج اكستراكشن، ان انا اعمل بالانسنج ان انا اخلع الكراين اللي في الناحيه الثانيه. هو الطفل ده الاثنين كراينز طلعوا على البيرمننت، بس الميد لاين شفت هنا بيقول لك بسبب انه خلع الشمال وما خلعش اليمين، فكل السنان جت ناحيه الشمال علشان ما كانش في حاجه تسند السنان البيرمننت وهي طالعه هنا. فدي الفكره، ان انت يا اما تعمل بالانسنج وطبعا لغينا الكلام ده، يا اما تعمل سبيس مينتينر، هو ده اهم حاجه. هنا بيقول لك اهو بما ان الطفل ده خلع اللور، بص ادي السكس اهو، هتقول ايه اللي معمول فيه ده؟ هقول لك ده معمول فيه حشوه، خلاص معمول فيه فيشر، حاجه اسمها فيشر سيلنت بنحطها للاطفال لو كيريز صغير، حاجه بتطلع فلورايد عشان تمنع التسوس في البيتس اند فيشرز. بص معايا السكس ده والسكس ده، هتلاقي السكس اللي في يمين يعني شمال العيان او يمين الصوره، هتلاقي نازل جاي ميزيال اكتر عنده. ليه؟ نتيجه ان انا خلعت الاي هنا بدري. بص حتى والدي مال ناحيه الديستال اكتر، يعني السكس جاي ميزيال والاي جاي ديستال. فلو تخيل كده معايا البريمولر هيطلع، هل هيلاقي مكان؟ لا مش هيلاقي مكان. عشان كده المفروض كنت اعمل حاجه اسمها سبيس مينتينر، حته حديده بحطها على السكس علشان وتكون خابطه فيه الدي. هي عامه السبيس مينتينر بتعمل على اي سنه؟ على السنه الديستال للسنه اللي انا خلاها، بيبقى فيها حته حديده خارجه على السنه اللي قدام تمنع انها السنه دي تتحرك معايا. خلاص هو السبيس مينتينر يا جماعه اكتر حاجه بقينا نعمله دلوقتي. زي الريتين، اتكلمنا عن الريتين توث، اتكلمنا ان الريتين توث دي حاجه سنه انا قعدت في مكانها بعد ما قعدت ابدلها بست شهور، ساعتها انا بضطر ان انا اخلعها لان انا ما خلعتهاش. بص معايا هنا الريتين عندي ريتين اي، خلاص منع ان البريمولر يطلع في مكانه، هيطلع لينجوال وهيثبت على مكانه كده، فانا مش عايز ده يحصل. فمضطر السنه لو ما عدت ابدلها، عدى اكتر من ست شهور وما بدلتش، ان انا اخلعها. هنا بيتكلم عن الافرا اوكلودد او سبميرج توث او انكريو، بتبقى معظمها اسنان محصول لها سبميرج يا جماعه، ما طلعتش في مكانها الحقيقي وسبتت جوه العظم، ساعتها دي ما بتعمليش اي مشكله، اقدر اسيبها جوه العظم بتاع الفك. بس لو لقيت الطفل لقيت ان ما عدت تبدلها عدى اكتر من ست شهور برضو بطل اخلعها، ده كده معناه ان هي حصل لها انكلوزز يعني هي لحمت في العظم بتاعي، مضطر ان الطفل ده اجيبه واشيلها. خلاص عشان كده السبميرج تيث دي لو يعني هل هعمل تقويم لو سنه ديسيديوس؟ هل هعمل لها تقويم وانزلها؟ لا، لو ديسيديوس سبميرج برايمري مولر بسيبه في مكانه، بس لو ما عدت تبديله جه ولسه ما اتحركش او ما اتلخلخش او ما نزلش اخلعه، انا بضطر اخلعه، ده معناه ان هو انكلوزد لحم في العظم، معناه ان البيرمننت مش هيقدر ينزل لان الديسيديوس لحمت في العظم عندي وعملت لي مشكله. خلاص بيقول لك ان في اوقات يا جماعه ان الاسنان الديسيديوس بتبقى مع جوه العظم سبمرج، بيبقى جوه العظم خالص، بيكون غطست جوه العظم على الاخر، فدي لو هتاثر على الربشن بتاع البيرمننت بتاعي زي الحاله دي، ساعتها محتاج احولها لدكتور جراحه عشان يشيلها لي، عشان يخلي البيرمننت يطلع في مكانه مظبوط من غير ما دي تغير لي مكانه. ودي طبعا حالات نادره قوي، يعني انا عمري ما شفت حاله كده بصراحه، دي حاله نادره، بس يعني تبقى عارفها كمعلومه ليك حضرتك. خلاص بيقول لك ان الفيرست بيرمننت مولر اوقات بيبقى امباكتد، بيخبط في الاي، يعني عندك السكس قلنا بيطلع ديستال للاي الابر واللور، اوقات بيحصل له امباكشن يعني مش عارف يطلع مكانه نتيجه ان هو خابط، ساعتها بقى يا اما بحط له حته حديده ازقه لو هو الموضوع سيفير قوي، بيحط كده حته حديده ورا الاي علشان ازقه، او في العادي هو هيفك وينزل لوحده، او ساعتها بحتاج احوله لدكتور تقويم. عندنا حاجه اسمها دايلاسيريشن يا جماعه، الدايلاسيريشن دي ان الجذور بتاعتي متنيه، الكراون بقى متني. خلاص لو في عندنا نوعين من الدايلاسيريشن يا جماعه، يا اما ديفلوبمنتال حاجه من نفسها كده حصلت ان الكراون بيميل
زي ما هنشوف في الصورة اهو، بص الكراون مايل فوق كده. ساعتها يا جماعة السنة دي هبص الزاوية، لو قدرت الدكتور التقويم قال لي ان هو يقدر بص السنة معايا اهي، المفروض السنان نازلة لتحت وهو لا ده مايلة لفوق، لو انا عدلت الكراون ممكن الروت يطلع بره العظم، ساعتها بضطر اخلعها واعمل لها سبيس مينتينر لحد ما يتم 18 سنة، بعد كده اعمل لها زراعة، او اقدر اظبطها في مكانها بدون ما احتاج ان انا اخلعها حسب زاوية الدايلستريشن. الدايلستريشن يا جماعة بيبقى موضوع نادر ما بتشوفه، طبعا نادر ما بتشوفه ديفلوبمنتال، يعني هو بيكون من نفسها السنه اتكونت بزاويه، غيرت زاويه تكوينها تروما، اه دي اكتر سبب ان هو الطفل وهو طفل صغير خد خبطه في الديسيديوس، فالخبطه في الديسيديوس سمعت في البيرمننت انسايزور فتغير الزاويه بتاعته. ساعتها يا جماعه بحاول دكتور تقويم، لو دكتور التقويم قدر يصلحها وبحيث ان الكراون يبقى مكانه معدول وفي نفس الوقت الجدر، ما هو انت لو عدلت مكان الكراون ايه اللي هيحصل في الجدر؟ الجدر ممكن يطلع بره العظم، لو جدر طلع بره العظم خلاص انت مضطر تخلع السنه، فساعتها مشكله وتضطر تزرع له لما يكبر. بس لو دكتور التقويم لقى ان الزاويه تقدر تتعمل او كراون يقدر يتظبط مكانه والزاويه تفضل العظم العظم يفضل زاويته جوه الجدر ما يخرجش بره العظم، تبقى الدنيا كويسه. هنتكلم عن حاجه اسمها سوبر نيومير تيث. سوبر نيومير تيث دي هي اسنان متكونه زياده عندي عن الطبيعي، عندنا حاجه اسمها سبلمنتال بتكون مكمله تكميليه بتكون نفس الشكل، هم كلهم واحد، سبلمنتال نفس الشكل او قريبه قوي من الشكل، بتكون زياده بتكون اماكنها ايه، بتكون بين الانسايزرز، يا اما بتكون اماكن مختلفه يا اما ورا يا اما شبه المولرز، يعني عندك مولر طالع ورا المولرز كلها، عندك سنه شبه السنترال انسايزرز طالعه لاترال انسايزرز زياده، او كونيكال بتبقى هي هي السبلمنتال بس الفرق ان شكلها قمعي او بيك شيت عامل يعني شكلها قمعي كده خلاص، وبتبقى اكتر حاجه موجوده بين السنترال انسايزرز. عندنا شكل تالت ليهم اسمه التيوبركليت، ده اللي هي بتبقى عامله زي البارل، عامله زي بتحس انها مكرشه كده، بص اهي مكرشه كده. طب ايه مشاكل السوبر نيوميريتيف دي؟ اسنان زياده، تقول لي السنه زياده خير وبركه، اقول لك لا بص معايا دي بتمنع الاربشن بتاع البيرمننت بتاعي، بص وجودها بيعمل كراودنج، يعني بص هو ادي سنه عد معايا، ادي 1 2 3 4 انسايزرز لور، خامس انسايزر اهو، دي نقدر نقول عليها اول نوع اللي هو اول نوع اللي هو نفس الشكل ما تقدرش تفرقه اللي هو سبلمنتال مكمله سنه زياده. كونيكال تعال نتكلم عن الكونيكال اهو، بص شكلها قمع عامله زي القمع كده، بص قمع اللي بتصب فيه الميه. وعندنا الشكل الثالث اللي هو قال لك اللي هو اني واحد التيوبركليت اللي هو ده، بتحس ان هو زي القمع بس مكرش تخينه كده. وعندنا الرابع شكل اسمها اودونتوم يا جماعه، دي بتبقى مشوهه مش شكل سنه اصلا، وبتبقى معظمها جوه العظم مش بيحصل لها اربشن مبيبقاش ليها روت. الاربع انواع دول يا جماعه انا يا اما اضطر اخلعهم علشان ما تعمليش كراودنج او ما تعمليش دايستما او ما تعمليش امباكشن للاسنان اللي لسه بيحصل لها الربشن عندي، دي حاجه مهمه. بص التاثير بتاعها انها بتعمل لي فيلير او الربشن، عشان كده بضطر ان انا اخلعها بسرعه ديسبليسمنت، يا اما ازق الاسنان من مكانها يا اما تعمل كراودنج يا اما نو افكت. نو افكت يعني هي موجوده بس خرجت لبقل او خرجت لينجوال او جوه العظمه بس مش لامسه الاسنان، ساعتها ممكن اسيبها ومش مضطر ان انا اشيلها، بس هي لو عملت كراودنج او ديسبليسمنت او عملت حاجه من الحاجات اللي فوق دي انا مضطر ان انا اشيلها يا جماعه. خلاص هنا بيتكلم عن حاله كان عنده السنان السوبر نيومر هي موجوده، مش عارف ان هو مش عارف ان هو البيرمننت يطلعوا، بعد ما خلعهم البيرمننت بداوا ينزلوا في مكانهم، كانوا كونيكال اللي هو هنا في الشكل خلاص بدا يخلعهم وبدات الاسنان تنزل في مكانها بعد ما لبسوا تقويم. يعني هو هنا الحاله دي الاشعه بتاعته اهو، ادي الديسيديوس اهم تحت، ادي الديسيديوس الاثنين دول، وادي البيرمننت اهم، وادي الاثنين سوبر نيومري في النص. هو بعد ما خلع الديسيديوس السوبر نيوموري مانعين ان هم ينزلوا، فانا اضطريت ان انا اخلعهم بجراحه وانزل الاسنان دي بالتقويم البيرمننت زي ما احنا شفنا، فده عشان كان عامله امباكشن للبيرمننت مولر عندي. خلاص هابتس بقى بنتكلم ان في عندنا عادات ممكن تاثر، هنتكلم عنها طبعا في تشابتر قدام. خلاص طيب هنتكلم يا جماعه دلوقتي على الفيرست بيرمننت مولرز. خلاص بيقول لك دي من اهم الاسنان، احنا خدنا الفيرست بيرمننت مولر دي الكي اوف اوكلوجن، واول سنه بيرمننت تطلع واكبر سنه وبينزل، الكلام ده كله المفروض عارفينه من الدنتيشن. طب لو طفل ما بيغسلش اسنانه بعد سنتين ثلاثه من الاربشن بتاعهم، انا مضطر ان انا اخلعهم، ده هيخربط لي الدنيا يا جماعه، انت ضيعت الاوكلوجن بتاع الطفل ده. عشان كده احنا بنحاول قدر المستطاع لو سمحت ما تخلعش، لو سمحت خلي الطفل يغسل سنانه، لو سمحت خلي الاهل يخلوا الطفل ما يغسل اسنانه وما ياكلش حلويات ومش عارف ايه والكلام ده كله. خلاص فعشان كده بيقول لك في نقط مهمه قوي في الطفل، لو انت خلاص خدت قرار انك تخلع خلاص الفيرست بيرمننت مولر، بيقول لك لو انت لقيت في سنه تانية ميسنج، لو انت لقيت كونجينيتال ميسنج توث
سنه ربنا ما خلقهاش في نفس الكوادرنت بتاعك، حاول تتجنب الخلع. يا جماعه طبعا القوانين دي مش معترف بيها قوي، ان كده كده انت حتى لو عندك اسنان كلها موجوده انت بتحاول ما بتخلعش. خلاص احنا دلوقتي بنحاول ما نخلعش لان الاسنان وجودها مهم، بتحافظ لي على العظم بتاع الفك، بتحافظ لي على اللثه. فانت هنا بيقول لك ما تخلعش لو لقيت السنه ثانيه مخلوعه في نفس القرش. حاضر يا سيدي، انا كده كده اصلا انا مش عايز اخلع. لو ما عندكش كراودنج خلاص برضو ما تخلعش. ليه؟ لو عندك كراودنج هتقول لي فرقت فيه. اقول لك كراودنج لما تخلع السنه، يعني انت عندك زحمه لو شلت سنه كراودنج هيفك. بس لو انت ما عندكش كراودنج وخلعت سنه، او بالعكس عندك سبيسنج، السبيسنج هيزيد، دي حاجه مش كويسه. خلاص عشان كده بقول لك دي كلها تعليمات. فهنا بيقول لك اوقات كتير انت بتخلع التوقيت بتاع خلع الفيرست بيرمننت مولر بيبقى حلو بالذات قبل الاربشن بتاع السكند مولر، بالذات لو انت بصيت لقيت ان البايفوركيشن هو اللي اتكون. يعني زي الصوره دي، بص بدايه البايفوركيشن في السكند مولر، ساعتها ممكن تخلع عليه. لان بيقول لك في الغالب لما تخلع السكس، طبعا انت مش عايز تخلع، بس لو انت اضطريت تخلع في السن ده، السيفن هيجي مكان السكس، هيحصل له اربشن في مكان السكس، بالذات لو الزاويه بين السكس اللي حصل له اربشن والكريبت بتاع السكند مولر من 15 ل 30 درجه. بيقول لك الزاويه دي بتخلي السكند مولر يطلع في المرحله دي لو هو لسه التكوين بتاعه او الكالسيفيكيشن وصل للبايفوركيشن بتاعه، في الغالب هتخليه يا جماعه يحصل له اربشن في مكان السكس. فدي هتبقى حاجه كويسه، حاجه كويسه. بس طبعا احنا لغينا الكلام ده يا جماعه دلوقتي، بنحاول ما نخلعش على قد ما نقدر. خلاص. وبيقول لك حاجه ثالثه، بتلاقي ان هم لامسين بعض. الثلاث شروط دي لو اتحققت، ان سعادتك تلاقي البايفوركيشن ال7 اتكون، لسه ما تحصلوش اوبشن بس اتكون لحد البايفوركيشن، ولامس الروت بتاع ال6، وفي نفس الوقت الزاويه بينهم من 15 ل 30 درجه، ساعتها يا جماعه انت بتخلع ال6 وانت بتطمن، عشان عارف ان ال7 هيجي مكانه، هتبقى الدنيا زي الفل. بس بيقول لك اوقات يا جماعه الاوفر اوبشن بتاع ال6 الابر، انت دلوقتي لو خلعت ال6 اللور، لو طبعا الابر 6 اللي بيمنع ان هو ينزل زياده عن مكانه اللور 6، افرض انت خلعت اللور 6 فالابر 6 ما بقاش عامل اوكلوجن وحاجه مع حاجه، ولسه اللور 7 ما طلعش، هتبص هتلاقي اللي منع ال7 يطلع مكان ال6 ان بص هنا ال6 نازل زياده عن السنان اللي قدامه. ليه؟ لان خلعت اللور 6 فالابر 6 نازل بزياده، فلما الابر 6 ينزل بزياده هيمنع ال7 انه يتحرك لقدام. فعشان كده بيقول لك ما تعتمدش قوي على الموضوع ده، ان دي حاجه مش كويسه. يعني انت من الاخر حاول تتجنب الخلع، ولو خلعت يا جماعه اجل الخلع لحد ما السنه اللي وراك تطلع على قد ما تقدر، خلي الروتس بحيث انها تعمل لك سبيس مينتينر وتحط طبيعي لحد ما السنه اللي ورا تطلع، ساعتها بقى تعمل تحط سبيس مينتينر لحد ما الطفل يبقى عنده 18 سنه وتعمل له تركيبه او تعمل له زراعه او تعمل له الكلام ده معانا. خلاص. طيب عندنا حاجه اسمها ميديال بلاستما، اللي هي الفرقه اسبابها وراثيه، حاجه في العيله، حاجه في العرق. كان زمان عندنا الرسول كان في عاده عند العرب اللي عنده فرقه، اللي هي لعن الله المتفلجين، اللي هو الناس كانت بتحب تعمل فرقه بين سنانها، كانت حاجه زمان كانت موضه، كان بيقولوا بتجيب الحظ اللي عنده فرقه بين سنانه. دلوقتي لا، في ناس كتير بتعتبرها ان هي حاجه مشكله، ليها اسباب معينه، ليها اسباب سوبر نيوريتيز، الفرينوم داخل في الحته اللي بين السنان مش عارف يحصل لها اربشن. طيب ساعتها بيقول لك انت ممكن لو عملت اشعه لقيت في نوتش في العظم اللي بين الاثنين سنترال، ده معناه ان 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 ان, إن هي داخله الانسايزف بابيلا داخله على جوه ومنع الاثنين سنترالز ان هم يلمسوا بعض، ساعتها بتضطر انك تشيلها بعمليه. خلاص. فدي ده موضوع مهم خلاص، ان انت بتحاول تقفل الموضوع ده. بيقول لك اوقات بتحتاج تقويم علشان تقفله. لو اصغر من 3 مللي احنا قلنا فاكرين الارجل داكلينج، تعال نرجع لصوره الارجل داكلينج. في الارجل داكلينج قلنا لما الكراين ينزل بيقفل المسافه دي، بس لو الطفل مش في ارجل داكلينج والمسافه لسه موجوده غالبا خلاص مش هتقفل، ساعتها بقى بيضطر ان هو يعمل تقويم، بيضطر ان هو يعمل اي حاجه عشان يقفل الفرقه دي. بس انا نفسي عندي فرقه ومش مضايقاني في حاجه، يعني هي موجوده عند ناس كتير مش حاجه تضايق. بس طبعا حل يا اما تقويم، في ناس لما بتكبر او هو شاب بيعمل الكومبوزيت بيقفلها بكومبوزيت. ليها حلول كتير يعني. خلاص تمام. بيقول لك ممكن يلبس تقويم، يعني ليها طرق علاجيه. طب عندنا يا جماعه كنا في زمان حاجه اسمها، لو عندك كراودنج حاجه اسمها سيريال اكستراكشن، كنا بطلنا نعملها. سيريال اكستراكشن دي بتعتمد انك عندك كراودنج انتيرير، قلنا كراودنج انتيرير عن طريق الانتر كراين ويدث، لما بيحصل نمو في الفك بيخف الكراودنج. بس افرض الكراودنج قدام عندك كان كبير، ساعتها عايز تريح الاسنان الانتيريور على الديسيديوس كراين، هتقول لي ما انا هخلع الكراين في الناحيتين، هقول لك في الناحيتين عشان الكراودنج بتاع السنترال انسايزرز يريحوا على بعض، يعني يرجعوا لسه لورا. بعد كده هتقول لي رجعوا لورا، هقول لك خلاص اقوم خالع الديسيديوس فيرست مولر، ولما الديسيديوس لما البيرمننت فيرست بريمولر يبدا يطلع هخلعه وهضحي بيه برده. طب ايه مشكله الطريقه دي يا جماعه؟ مشكله انك ضحيت بالفيرست بريمولر اللي هو البيرمننت، بس استفدت ايه؟ استفدت ان انت
ريحت الكراودنج. هتقولي استفدت حاجه مهمه ان الطفل ده ما عملش تقويم. زمان كان التقويم غالي قوي وما كانش متوفر قوي، فكان عندي ان انا اضحي كده وكده. كده في التقويم يا جماعه في دكاتره كتير بتخلع البريمولر، بدل ما يوسع القرش بيخلع البريمولر، فاللي يخليني اخلعه بتقويم اخلعه واخلي السنان وهي لسه بيحصل لها الربشن تريح، عن طريق ان انا بخلع بالتدريج الديسيديوس كناين عشان اريح الكراودنج اللي في الانتيريور انسايزرز، بعد كده اخلع الديسيديوس فيرست مولر. اول ما الديسيديوس بريمولر فيرست بريمولر يطلع او مخلعه اخر، هقوم انا كده ضحيت بالبريمولر فيرست بريمولر عشان اريح الكراودنج. هتقولي طب لو المسافه بتاعت البريمولر كانت اكبر من المسافه اللي انا محتاجها، هقول لك هيحصل لك ميديال دريفتنج من ورا، السنه لسه بيحصل لها الربشن وهتبقى كلاس 1 عاديه وهتبقى زي الفل. يبقى احنا تاني قلنا ان انا بضطر ان انا بضحي بالفيرست بريمولر علشان الانتيريور كراودنج فيه خف وابقى ما احتاجش الطفل ده يعمل تقويم. خلاص، امتى يا جماعه بحتاج ان انا اخلع الديسيديوس كراين؟ لو انا لقيت عندي كراودنج في الابر قوي، احنا قلنا بيكبر انتر كراين ويث بيكبر، بس لو انا الابر لاترال داخلين لباليتال ومش راضي مش قادرين يطلعوا بقل، ساعتها يا جماعه انا عندي كراودنج جامد، فبضطر ان انا اضحي بالديسيديوس كراين بدري علشان اخلي اللاترال ينزل في مكانه الطبيعي ليبيال بدل ما يتحشر لجوه ناحيه الباليتال. خلاص، عشان افك بيها الكراودنج. خلاص، يعني مثلا بص على الحاله دي، انا اضطريت ان انا اخلع الديسيديوس كناين. بص عندي اللور سنترال انسايزر كان خارج لبره، حصل بون لوس وجينجيفال لوس. بص هتلاقي عندي اللثه نزلت لتحت، طبعا حصل لي بيريدونتال انفلاميشن وحصل بون لوس. لما انا خلعت الكناين ايه اللي حصل؟ الكراودنج الليبيال الفورس اللي كان اللور سنترال بيرمننت انسايزر ده خارج لبره بره العظم، والعظم قليل حوالي. بص لما انا خلعت الكناين، بص الكناين هنا اتخلع اهو، دخل لجوه شويه واللثه اتكونت شويه، فانت حافظت على السنترال عن طريق انك خلعت الديسيديوس كراين. دي ممكن برضو قلنا تعملها عن طريق السيريال اكستراكشن، يا اما تخلع الكراين تسيبه لوحده، بس احنا كنا في الغالب بنعملها بالسيريال اكستراكشن. ليه؟ انا بخلع كراين ديسيديوس، بعد كده بخلع فيرست ديسيديوس مولر، وبعد كده اخلع الفيرست بيرمننت بريمولر اللي هو بخلع السي، بعد كده بخلع الدي، بعد كده بخلع الفور. خلاص، عن طريق ان تبقى انت ضحيت بالبريمولر بس حافظت على الانسايزرز مش خارجين لبره وما فيهمش كراودنج وما فيهمش بون لوس، ما فيهمش اي مشكله عندي. انت بقى تعمل ريفير يا جماعه، بنعمل ريفير في مراحل مختلفه عندنا في حالات الديسيديوس او الحالات الكبيره بقى، يعني لو حالات الديسيديوس لو طفل عنده كليفت وليب وبلت دي محتاجه فريق جراح ومحتاجه دكتور تقويم ومحتاجه طفل عنده سندروم كريديو كرينيال ديستوز او الحاجات دي محتاج دكتور يتحول لدكتور بشري مش دكتور اسنان بس، ميكس دنتيشن في مراحل لو عندي بقى سيفير سكيليتال حاجات مش هتتحل باكستراكشن سن او سنتين، ساعتها محتاج تحول. هو في الغالب يا جماعه احنا دلوقتي بقينا نحول اي مشكله بدل مش هتنفع بالسبيس مينتينر بتحاول تحول لدكتور تقويم على طول، هو ما تاخدش ذنب الطفل ان هو يكبر. دلوقتي في تطورات في التقويم والتقويم بقى سريع وحلو، فانت حاول تحول على طول اي حاله مشاكك فيها تحاول تحولها على طول، او حاله كبيره بتحولها على طول لدكتور التقويم. وبكده يا جماعه نبقى خلصنا الجزء ده من الفيديو، نشوفكم على خير في الجزء اللي جاي ان شاء الله.